Yeah. We keep bringing vibes to the game. Alhamas City in the building. Yeah. Lil Kid, big dreams. Yeah. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Huh? اليوم مانيش نسابق فيكم جاي نحكي لكم في قصتي مش نصدق فيكم خاطر غرتوا علي على حستي مش نصدق فيكم كابر وشكوك في وسطي حطيت لكم حاجز كيما الريبات لي في المستير سوري عالي واللي مستار منهم ردت بالي واللي حاب نفسم فاختار مانيش باش نبوحة ما باركوري ما لا مختار توا 5 سنين فيهم ما عرفتش كش نختار بنسحب صنعتي بين عدويا وخويا ديما بروحي جايب منعتي ما نسيتش لو قف معايا وقت تروحي وشنعتي مسيتش لي ضويت لما عبرت فالي شمعتي جي نمرو 7 في التشكيلة خارج للدنيا في 7 طبة تحسب في اللي عاش وحطوني مش تابع امي بدموحة تستنى ناطق كم في العام الرابع قالي شافوا فيا الضو ذكايا من عيوني نابع علمتي في الابتدائي قالت لامي اجيتي حد ما لبالي ندائي قلبي ولا اجوتي عقدة ديتلي في سيزيامي كي غاروا علي عينيني كبرت النقمة في راسي من اللي كنت نحب مايكي واللي حابب على الفيلي نتفكر في الكاراتيه عمري 3 سنين فرح لابس كيمينو في ساعة متلاشت احلامي طاحت كيما الديمينو شافوني نكور في الحومة حاب تجينا لمينو كي عليك كنت الماركي كي ايتو في ايمينو ما كملتش الله غالب حطولي حد على غرامي خارج للشارع نستكشف انا هو حلالي وحرامي داخل التريب الساذجة ولت ياسر ميلو درامي اما نقذتني الموسيقى وقلمي وديلي محامي 18 شمعة 1000 ضحكة 1000 دمعة 1000 كلمة 1000 سمعة بيجي صفر وبرشا صنعة باقي ندخل بعضي كي نسمع لذين في السمعة 18 شمعة Yeah, we keep bringing vibes to the game. Alhama City in the building. Scorpion. Yeah, Lil Kid Big Dreams. Najd, let's go. Yeah. I miss the vibe. It's night without dark. Yeah. Let me tell you some feelings. جي متوحش تكويرة لما في زنق الدرجة دي قعدت لي تصويرة بيها في الأيام نعدي ما عملتليش الخيرة ما نشوفش شكون اللي ضدي عايش شيرة بشيرة خاطر عطيتهم من ودي كبر الوقت متحدي طفولة باعت متعدي ما كبرتش طبيعي حتى أصحابي مش من ندي تقسي مش ربيعي تقسم غايم تقسم ندي مانيش من لباسة كان أمي تحليلي قدي كون حابي ولي كافي كافي دي جوافي مش كي تطفى سمايا ما نحطش نجم على كتافي نحب يحسوا بيا كان باش تسمعني مش كافي وشكون يعرف ادم كان كعبتي بخلافي متليع من كلمته خيان وربي يستر وقتي ياسر غالي كيما بوبا في مانشستر قدري ياسر عالي شامخ كي قلعة وينشستر قرعت الكبار وهزت بطولة كيلستر في قعتيناكم ظلمتوها عمينكم حكمتو باش تتحط عصاكم كي تحكمتو عسيناكم فرخص بتشريناكم كان عالبي في شويناكم كونتو لجنة شكاية كان الرب شكيناكم عشت معانا سناكيرا منظومة محتكرة ما بديت نقدم خطوة كان كعرفت روحي نكيرة يكون كومي أكيرة خارج خانت من قوية وندمر مدينتي بيدي ونتربع في عرش سمير كعتتهم من عقاراتي داروا يحبولي على كراية تظلم الطلب تبحقي حطوني في محط بلاية خاطر يعرفوني ساكن قلبي ديما صافي نحب الغام قالوني داكن ضوي ديما طافي من اللي صغير بابوشتي ساكن نتربس كان بأهدافي ما تواتيني ششلية كادويدر نكعب حافي جي أدويدر نكعب حافي
yeah, 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 yeah. عمري ما كنت أحسن صاحب عند أحسن أصحابي, من تحت الشمس روحي ساحب عايش تحت أصحابي. نسفية ولا تتحاسب ترى تنت حابي, نسفية ولا تتمجد ترى تنت عادي. ما عادش فيهم يا أخي على خراب بنعاونهم, في روحي نتوهم زعما مني ولا منهم. I'm losing my mind وأوراقي طير هالوايند, داخل هالدرجة متلاشي ولا I'm just too kind or I'm too blind. ملا هاني أستميت بس نبقى المنع في روحي لين يقولوك أحلميت. وقت اللي قصفولي عشي بجناحهم يحتميت. ملا هاني أستميت, هاني أستميت. جيت مركي في التاريخ ما عنديش مع النسوخ, مخي حابي شيخ كبر مضجي الفروخ. بالهدوء نشيخ واللي داير بيربوخ, تعيش حياتي يدوخ يا تروح لمك مفسوخ. Don't follow me I'm lost, ما جبتش فيها نسوح. كن على روحي نصيح ويحرك فيا الوضوح, مجتمع في بوست ويقوي فيا الطموح. والمتفرج فارس سما زي لجموح, يعني لا مطلوب تساند زادة ما جيتش نعاند. I just wanna do me, I just wanna find peace. ضيعت قطعة من البازل حبوني عليها نتنازل, موسيقى خلتني عايش I just found that peace. I got a bad feeling about this. Yeah, we keep breaking vibes to the game. The Hammer City in the building, again and again. Scorpion, yeah, shit, shit. أياماتي ناقص نوم والآخر يحكي على فلوس, شهرة وفتيات وحاسد شبي على طرف النفوذ. تعيش حياتك بالمفروض, كلامي خالي من الغموض. كان أمي قبلتني بعيوبي وقت البيناتكم مرفوض, وهاو بيناتنا هاي مرشومة القضية محسومة. كان حفادك ما يشوفوش انجازاتي في الحيط مرسومة. سيدي العربي تهزا يشوف الشاب باش يطمع في عومة. أبي ديكتاتور طحانة يكون كول مي قيس الرومة. ديما جوي فل ديما جوي على العال, كاشا كاش نغيب نطل وكان طليت نجيب افعال. نحكي في همي للموسيقى تحب الجو طي شرطال, واللي حبوا يحطوا معايا خليت لهم وسمة عال. ها ها جي منكم شعفة وطوبة, عندكم مفتاحي مسايه بدلت الكوبا. ليلي اكمل في سباحي حتى خطاوية محسوبة. تخافوا كان الافكار اللي في راسي تخرج تولي مكتوبة. المرة ذاية جت جلدية, المرة الجاية تكون حذر. تشوف العربي يمشي بنية وما تشوفنيش ليك نعتذر. نعيش في تونس يعني بلغة اخرى هاني احتذر. جبورة حطوا معايير ويقارنوا فينا بذر. ها بلاستي مش في تونس لازم ويكل التسفار, والاكثرية بهين برشا لازم ويكل التسفار. قلبي ديجا دفن زي تعرف خشمي بالار. اكيب سين دوب شيت لغة متاع رجال كبار. حكي كلامي تو كور عندي فيجن سو كور. فتح انا نقتل لو اجعرد سو كور. عادي نفد نبطل نمشي نبيع البوكول, ولا نصنع نبتسامة نزرعها في الحقول. خلي يموتوا ارونكير انتي العرق البشري. حبيب اللي في راسي كيما فلوس القطري, كل مرة نتنقل البعد نترحل كل غجري. مانيش اجتماعي نعيش في العصر الحجري. انونكيت عالسعادة خطر عابس كالسعيدي, حتى جوي مش كالعادة ابي وحدي صناعيدي. صناعيدي المواضيع اذك علاش ما نندمش, ندخل بعض نترب كنكن ولي راكح ما نخدمش. الكيد بيك دريمز معبي كومبلكسز, كيلين انميز ابي فليكسن اما اكس. بعدنا عليهم جاب بليز, نحب نتخلد كيما ويسكس. سيركل نظيفة معايا كانوا ريل جيز. تعرف I don't need these bitches لحشتي بسبور, وتعرف كي حبيت تخاني دخلنا فيك السبور. yeah. دخلنا فيك السبور وتعرف كي حبيت تخاني. جاي للجيم للترفيه ثم اعود وادراجي, حد ما يحكم لي فحياتي والاحداث راي من اخراجي. حب نخلي بصمه وفي التاريخ يتم ادراجي, واللي حب يجيبها بحري ذبه معانا في العجعجي. جي كيل شيش توك. Yeah, we keep bringing vibes to the game. الحما سيري in the building. Yeah, Nash Drew, let's go. Let's get it, let's get big dreams. Yeah. Yeah,
جي سكر البلد كي الكوفيد منع اخوت كي سكوفيد زنيات والملوفية ما تعرف نحكي كي المفيد مع التحنة نو بيس مع البيتشيز نو دراما نخلع بيب نو كيس على بلاسة مجتمع جنو باليكو ياميقو قلبي برد فريقو نيقز عميهم ليقو نطيح فيهم كيفيقو توسيكم مسح كي زيقو كي تحكي معايا نو ريقو كان ندرب كل مغزل نجيب لك ليش ويلك مش جيقو نعيش هكونا ماتاتا افكاري في رجم تعمود وعركي مثنية مطمطة مش نكسر في راسي نخدم باش الراضي العفاتة خاني باش تمشي سلاطة وما نبدلش ناسي ببلاطة ما تعرفش تعوم ابقى عالشط شد الصنارة وكي ما تعرفش تصوم ما تجيش للسوق هبط البارة كلامي ديما محسوبة معدل كيما ميزان الحرارة يعيشوا معك بيحبوا يجلسوك كيف جلسيتهم طلعوا نخارة وطلعوا غدارة وطلعوا طحانة ونبوا لابدي ما معايا سيري والبفانة بفانة نحب كي نموت اسمي يترسخ كيما فريدو سانتانا نجيك في التسعين كيما الرهبان كي بنتو فيليبي سانتانا ربيع الحد كل جرافيتي ورايك الحد كل جرافيتي فوق البيت عندي جرافيتي مش فاضي ارجع بعد غدوتين سيبهاني in the kitchen ما تنسيش عملي منشن ماكينة كيما باير منشن ما تستنيش مني attention سكر بلد كي الكوفيد منع اخوت كي سكوفيد سنيات والملوفية ما تعرف نحكي كل مفيد مع التحنة نو بيس مع البيتشيز نو دراما نخلع بيب نو كيس على بلاسة مجتمع حقيقة هذي مش ايجو ايجو تتحكم فيا كان السوبر ايجو اميجو انت تعرف ماني شيجو تحطت لك اش نعملو لك بيجو واو مش كتولي صاحب ماسي تبقى عادي مستحيل باش ما يسوق حب نولي دبلوماسي خاطر اصحاب الكل يحب يفايزو I don't know how I'm doing but I know where I'm going نعرف لوني كي خوف يمكن تجيتك اللون صغير كحلو شو مخوف ضايع يعرف يدون ما نرمي لكش كور ماكش مركز الكون راسي في كرشيرش. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في الرونديفو نتاع كل نهار خميس مع 9 في شلبق اف ام معايا موناكوليت وصديقي دو توجور. اش معناتها موناكوليت؟ موناكوليت معناها الكيسوق في الكراهب. اي يبدا الكوليت للسيد اللي بجنبه يقول وين يمشي خاطر من غيرك نضيع. ونقول لك وين تمشي انا غير موت اسكو قاعد نقول لك وين تمشي ولا برجوله يا لوج شوي طيحتني للتروفو وليت خدمت معمل. مرحبا بك عم يصير على الرجال. Anyway, اهلا وسهلا عسلامه الناس الكل جيسبر كو فوز لي بيان كالعاده موعدنا ولا اسبوعي ومحلاها كي الحمد لله يا رب تبدا هكا بكل ثقه سيبون عندك حاجه باهي العباد فرحانه بها وكل وميرسي بوكو مره اخرى ليك انت اللج اللي انت خذيت الانيشيتيف على كل شيء كبشت فما بلاصه وين اخي وين ليث والله يظهر لي مشي يجي في حاجه مؤكد انه لازم تكون موجوده في اللايف كليث نجم يتفضل بحذنا مرحبا به يا ليث يا ليث تفضل باش تعمل الدخله نتاعك اللايف بدا معناتها يا عاد بدينا بالكرينج معناها شنو جيب شنو سكروا يا ولدي شنية هذا فنتيلاتور كيما تشوفوا اللايف سبونسوريزي معناتها فنتيلاتور الله مسالاني بي كلين دو نعرف المارك هذه خويا ياسر يزوكم تعرفوا شباب مثلت عند البيجي ماتريكس يزوكم تعرفوا شباب راهو البلاصه اللي نصوروا فيها هي ديبارتمون في الشمس معناتها جوغ تمشي للشمس تحل باب تدخل فما استوديو غاديكا هذيك هي البلاصه اللي لايف فيها لايف تخل قال ما يجيش مشي خذا مروحه وجاي اون توكا ميرسي بوكو لايث يا دياد يا طلع اقعد كي عليها هكا يا ربي يا اخي تيمشي ترس هذا امور خارج ايش توا امور خارج تاع السايبر مش وسيتك شفت توجور لانتيريسون قدام العباد هكا وجهي مقشرهولي وجهك مقشر ليث في بالك انت ضيف ولا وي معناتها في بالك اللي زي با بوسيبل العيشه معاك جوني غالبول هدين اوه هيلا 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 برجولة هيلا برجولة جوني غالبول هذا كيما غوتي اختيمو توت سويت اما ضامرة مون بيغ بابا مرحبا بشي ليث اهلا وسهلا عسلامة يا خويا شرفتنا ونورتنا ميمسي البارح عملنا انا وياك لايف اسطوري البارح غنينا بالفكين معنا لا فكين لا شيء اسمع بلا يفضوها الموضوع بيناتكم بلا يفضوها الحكاية فرزويز يلا برا فروت هكا حياتي فروت عندي هزيت ليث
هذا نورمال فاز اللي عملته نورمال خبوسه وكلها عادي على الاخر ليه البارح حتى صار لايف ليجندير انا وليث والعباد اللي تبع في التروفو بالرسمي مانيفيك اللايف وبشوالي عندي ايميسيون كل نهار احد مثلا فارغ انا ما عندي حد شيء هلا حد شنو هو مو قلتوا تحكي الايفون معفطين هذوما قاعدين يبعثوا لي يقول لي راك كرزه وعندك ابل واتش مش كيما الجاي وكل دونك ديما يذكروني معناتها لي انا كرزه فهمت المريق دونك برشا ليث برشا دوزه كبيره نتاع ليث انا هلا حد ما عندي ما نعمل ما عندي حتى لايف نهار الاحد ماكش اونجاجي بحد شيء نهار الاحد نهار الاحد في الماء فارغ مريقل معناتها هكا هو نهار الاحد نبداو خويا على على بركه الله انا وليث تو بعد تو نحكيو من بعد على كل حال مرحبا بك يا صاحبي اول مره تجي معنا الشلبق اف ام جيت معنا قبل في بوبلي ما عمرك ما كنت انفيتي وقت اللي كان مجهول كنت معنا في اللايف كنت معنا في اللايف بتسمع فيش يحكي قال نسيت وانا كان مجهول نسيت هكا قال هاللوطه تعديت سموز هو راهو هو استنى من الكذبه لربي حرام اي ليث انسان عنده كارير غير عمره ما حب يحكي وخلاها اكيد هذا دائما تشوك كان تحب تحكي للجمهور تو قديش تفرجوا فينا تو 700 اللهم صل يعني بي تصفيق لل 700 قد يتفرجوا بلا تحيش نبلغ خاطر قبيله عطا دنوس وعندنا شكون تو عطا غرس الله شهاب دو دنوس وبرش كتيبه سوري شباب اسمعني نحل تي في مره نحل تي في مره في الجمعه كهو جودي اللي باش نتفرج في اللايف نتاعكم الله يسهل يعني بي الله يسهل ميرسي ان شاء الله سامسونج تسمع الكلام هذا وتقص بلا قحب وتعطينا تعطينا تلفزه تعطينا تصرف هكا قلت نقص بلا قحب شاتيكم حاجه في بالك دخل يده هكا قحب اي ملعقه قحب عينيك سي سامسونج في كوريا تو يتفرج تحيه ليه تحيه الناس كل قد تفرج توا وتحيه كبيره للدوناتور اللي باش يكملوا دونيتيو اليوم معنا في اللايف وي 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 قد نعاودوا تذكروا لي اللايف هذا ماشي بقشيش وبدونيشن بتاعكم ولا غالب للشباب اللي كرزوا خاطر انا اذكر بالدونيشن ميسيكم ساكسا ماخش سينو نشمع الحانوت اسمعني خويا ما يكرس كان اللي ما يدونيتيش برجوليا ميرسي بوكو انا عمري ما ليت عبد ميرسي للناس الكل ميرسي للعباد اللي تتفرج بيان سور وكل مي غير مو ما ليتهم كرز فلوس راه الاولاد مشاه انت الميسيون تفضل مشاه ليكيب الله مسال عني بيه انا تو عندي جوج من الناس نمشي زكم نروح انا تو روحوا زوج تنشد انا الميسيون قوم روح قوم هاتوا تشوفوا الفلوس تو كيف جرب اني ما تراني ما هاتوا تشوفوا الفلوس كيف مشتاق نعملوا سيجاره وما عندي حتى وما عنديش كمل خلي انا لهنا مرحبا بكم مرحبا بكم على موجات اذاعه شلبق اف ام كنا نسمعوا في اغنيه نجوى كرم بتلوموني عليه شوية آخر باش نستضيفو عسبة ليه باش يجي في ساعة يعطينا البرودوي بتاعو المنايك الجديد وتوا معنا ليث أقوى يوتيوبر في تونس عسلامة ليث عسلامة نعيمة ميرسي بوكو اللي استضفت اليوم فرحان برشا بالاستضافة فرحان برشا اللي أنا جيت معكم عايشك ليث انت معنا اليوم باش تحكي لنا شنو مثلا انت شنو اللايف ويت اكثر مثلا مع دهمه والا مع لجي اما خير منا ولا من نغادي ليث يزيك بلاش قوي عندي صوت عندي صوت اخترت لي دونك تبارك الله عليك تبارك الله تالونتيو مصلي عني تالونتيو 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 لورد سناك ميرسي لورد سناك على 10000 ميرسي بوكو احنا لورد سناك الفاز اللي عملت انا بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش ليث ماذا بيا اخويا كيما في المكتب نص ورقه عرف بنفسك واحكي لنا على كاريرك على خاطر انا ديما نعرفتك حق نتاع ربي من بوبلي اللايف ويت نتاع البوبلي نتاع فريش وكل ومن بعد راك تمشي مع اللوج في اللايف ويت بلاش قلت قلت عرفوا البارح البارح تراني عرفته البارح هو عرف لي قبل ستريم يهزمنا ستريم ديك تصير لقطة كرينج ولا حاجه نعمل فازا اوكي ما نحبش نتفرج فيكم هكا ولا برجع اي جروب عرفت تعمل حاجه ولا انت حاجه عرفت اوتوكا دونك ماذا بيا تعرف بروحك بالكدا بالكدا على خاطر انا زبي حصل لي شرف اني عرفتك البارح وهذا غضتني على الاخر ما اروعك لما الموضوع تهمك ولا امريكي به امور ميديا ولا امور شنو ولا امور جنرال امور كل شيء شي يعمل في الدنيا كارييرو الكل اللي ملي بداو ميرسي ارسلان على 16 دينار به نبداو نحكيو من الباك ما الباك محليه طالع بيه اليوم باش نحكيو شويه باك بتعدي تو تحيه العباد اللي قاعده تعدي عملت باكسيونس علاش عملت باكسيونس خاطرك تحفظ طلعت بيه
بالرسمي كنت خمم فيها بابا طبيب وعمي طبيب وعمي الاخر طبيب زب العظمة الحارة ليش استحشي لكم الكل عليها العظمة الحارة استنى لازم الكل تقطعوا معناها ليه هو ما كي نبدا الناس كل طب في العائلة كل شيء تبدا تفزيلي اكثر بالدومين هذاك معناها تو كان جاي نعرفش انا بابا يلعب بينج بونج راني زب حبيت نطلع بينج بونجر اما راك ما طلعتش بينج بونجر يقول لهم مش نعمل تنس وفي الدار يعمل ولدك حب يعمل تنس فوالا دخلك باش نعفط على اي مومون كرينج حاجه لايف قال لي لايف لايف لي يحكم ام بي تي اخويا ام بي تي اغوا حلو من جنب بيان امبيونس كامل جادور هاي بارك الله من بوزه اغيت دو فير تا كوبين تمام مش تا كوبين لا تا كوبين باه وين بعد ما عملتش ميدسين بحكم كونه فما متطلبات باش تتعمل لا جوست لا ولا لا انا معناها كل شيء كان مريق الا الموين سيتي ايفيدون خاطر تضربت في ساقي بعد ما عديت المات علاه تكتب عمل اليغامون كروازي عمل في بالي جبت ثلاثه انا وقتها ضربت البوتو بساقي من نرفز زعما غلظتني يا اخي طلعت جبت تسعه الحمد لله مش ثلاثه دوك الباك مشي نايك مشيت حليت في السكورات شفت اكثر حاجه قريبه للسيونس شنلقى فقد السيونس عندي بيولوجي زق زاد ربك شي معناها داخل من الاولانين داخلك الرشفه الاخرى مع الباب اللي ساكن الباب ادخل ادخل ساكن الباب وراك نتاع برا برا بالله يدخل الزبي تعرف شكون اللي داخل ادخل قابلت عويم ما عمل فيها نيبلانش تعرف علاش حبيت نعمل ريو كونكور تاع الميدسين شادت صحيح ما تبع زيد يا ولدي شاد ريت القدر قلت له اها ماشي نقرا ميدسين صح معناها الاله قال لك ليه يا لا يتسيب عليك علاش ما مشيتش لرومانيا شنو؟ لا وقتها برشا فلوس روماني داكور لا برشا فلوس وتطلع تليب طبيب مضروب شوية برشا مضروب برشا أنا نعرف أنكدوت عندي أنا على حياتي يا خلينا نقص عليك أي عاد شنو هو مش بيه وجهه يده قريبة لوجهي برشا يزمك تبعد يزمك تبعد كومو باه في رومانيا نعرف صديقة مشيت تقرأت غادي يعديه في اسمه شانو أوتوبسي على كادافر يقاول يدخلوا الكلاس يقاول كادافر يبقى لموا لي زورغان طايشوهم الشباك دخل البروف ما لقاش لي زورغان قال لهم با ديكزام شنو ما لقاش لي زورغان بالك تايشوهم وين تايشوهم تايشوهم الشباك شو واحد شاد كرارز واحد شاد كلاو معناها شادوا كلاو كبده وكل واحد طايش وعليه خبش ما يعديوش علاش ما عندهمش بدا ناخر واحد مين وفيه ونهار تلصق كم واحد انا عرفت شكون طايش كل واحد ايش معناتها انا ماكسيمومي نعرف تخبي ريجيستر تسرق ريجيستر باش عباد تغيب ثم نحاو اورجانيت طب روماني طايشوا في الكلاوي يا والله حويل ربيع ربيع بيرسي ربيع بيرسي ربيع اوكي امريكا دونك عملتك الكونكور وكالعاده كل شيء مشى امريكا الا الموين ما خلطتش اما والله كانت قريبه راه ونحمد ربي عديت مع شو اسمه مع وليد وقت في مستير وليد بوهيني بوهيني الام سي يو نتاع الكرياتور دو كونتون اعطيهم كعبه بجي ربي اعطيهم من بعد صحيت صحيت كيوس اللايف 1500 فيو تعطيها كما وصلت ما تعطيها جملة بعد كونتينيو عندك ما أقوى عندك ما أقوى شنو اللي بالعادة أيويكم يا جروب يا جروب يا جروب أي عاد نحكيو بعضنا شوية عاد جروب سمحنا زي سمحنا بيه كملت هذوما مشيت كملت عام الكمبيوتر مشيت قريت عام قريت على روحي ركزت قلت لك هو جوني بلو لو شوا لازم نقرا والحمد لله رب جبت 5 موين هذه راه نحكي لك راه تو نضحكوا عليه الشيء هذا راه اما اللي بوك منيك اما راك تعيش عامين في حياتك ضايع ديبرسيون مع لا انا ما عنديش ضمير ديبرسيون انت ماكش فايق بروحك انا ما عنديش ضمير جمله انا جام جو اما لي استنى جو سؤال العائله وقتها كيفاش يتبعوا تبع وكما يحبوش ياسر يدخلوا وهو وقت جبت 5 موين كلت بعض هي وقت كلت بعض بدي قالك العائله طب قال لك يمشيش يقتلنا ليه 5 في المات يمشيش يقتلنا 6 موين في ليزي معناها ماهوش بتاعنا 6 موين في ليزي الوالده ما تحكيش معايا اوت كامل عند الحق هو مش على 6 والفازا وين سلكت خاطر ما عادش تقضيني راهي جوست ما عادش تحكي جيكسيس دو بلو شكونك في بالك الجنه تحت اقدم الامهات ياك بعد رجعنا اصحاب وخيين تو يلا ها كملنا نسي لايف ياك انا جبت 5 لواحد قلت له جبت 8 وقلت له طيحت 5 ماتيريت لهنا ما زلت النجم اني قلت يا اخي هو عنده صاحبه يقري غادي تخلمه اوه انا مروح نهارك هيك وقال لي ليث تعرف ليث هذيك بتاع المشاكل بتاع ليث بتاع في باله خاطر عمر اي زيد وليه المشكله ما نعرفش باش في باله انا راني العامله راه 18 عامله في النهار قلت اي ما لازم ما نتيحش كالعاده لازم نعرف خاطر ما يسلبنيش من الاول ما يتسلبش من يسلبني انا ومن بعد يشوف اوكي شديت للاخر
نقع حذر ورقة حذر ورقة بالأدلة سنين واحد ثلاثة عشرة بشازك حسيروا عتاني ذوما الكل فما ما تيرت كل تحت كلهم فرشة في القاعد شو هذا هو معتك تشوف حتى قدروا تلقاه معهم ما تيرت ما تفاهم صحيح فما قدروا آه قلت له شعليك هك بش تشوف مش نحط في قلبي في الكونترول يا مرجال قلت هذا ونسيه اغزل انا والله حطيت في قلبي انا والله حطيت في قلبي لين وصلت النهار الاخراني اللي عادي فيه كي نغزر مثلا حاجه بيضه هاك من قله النوم الرأى الوان وحاجات ولا ما تدخلش عليه بزات اي تدخلش عليه زايد نغزر حاجه هاك عيني تولي ترى حاجات من كثر ما سي بدني قال لي برا نايك كليب ال اس دي فقس فقس صحيح تشوف ما انا راني ما عادش معاك هاك وجدت ثمانية وقت جد ثمانية بالحق تعديت خالي اسمعني واي نوت وات اباوت اسبري اوكي هزني الاسبري خاطر ما عادش فما امل قال لي ما عادش فما امل اش قالك في اسبري وانا راني نقش قلت له خمم انا الراجل باش يدفع قداش وقتها في الخدمه 5 ملايين 5 ملايين العام اوكي انا وقتين وقتها غاليه زاد شنو 5 ملايين ديما تتحس ليزي انا بهم في الانفورماتيك وبهم في المات وماشي الاسبري معنى مش مع عبارة لوج تحطه في اليوتيوب ولا فهمت حاجات ما نجمهمش فهمت تحطه في فاكي قري كم مثلا مثلا حضرت على ليبوك بتاع لوجي قري ولا لا عرض عرضني في الفاك لا من وقت نلوج على اوراقي مش مانيش في القراية جملة ربيع عطاه دينار وشكرنا برشا ميرسي بوكو ربيع امريكي والعباد اللي دونيت الكل ميرسي بوكو مرسي اللي جبتوا ليث اوكي اوكي مرسي. اوكي ميرسي بوكو ميرسي بوكو على سدو افوتي هاي دونك كان مشيت لسبري وبدات المسيره عملت اول جروب موسيقى في سبري اوكي قرايه زبل هنا اللي باش نحكيو لك راه فماش قراي قرايه اسوسياتي اليومين هذا راه ما فماش قراي راني نتصرف داكور دونك كملت هيك عملت جروب الاولاني بتاع الموسيقى بديت شميت حاجه اسمها فلوس ولايف باند وليل وبيران ودنيا والجو كبيرة خالصة والدنيا كل خالصة والدنيا كل سهلة ولا داعي لشو ما تلوحش بالشرب بركة ترى حاجة أخرى كاملة بالبيتزا اي مثلا وي انشيلادا عند جرينجوز كنت نروح بها برشا ميرسي جاستو يلا وكملت كيكا اسبري بعد اسبري ايش عملت موزيكا شديت في الموزيكا وبعد دخلت نخدم في الكوفيد كرست ما زلت ما تخرجتش ما زلت ما عاديش صوت ناقص معنا اوكي كرست دخلت بعدي ما عادش نجم قاعده في الدار لا موزيكا لا نمي لا فما حد شيء مشيت خدمت في كابينيت كونسلتين اوكي مش كونسلتين كابينيت فورماسيون كلمته قلت له برو نعرف وانا راجل قلت له برجولي شوف لي اي دكنا شوف لي اي محط يا اخي هكا قال لي اي وتفهمنا على سالير وكل شيء خذيت ربعه ديديكاس كانوا يتفرج مش ربعه نحالي ربع وكاو بدينا كمان خدمت نحالك ربع مش ربع السالير لا نحالي ربع اوكي سافاز خير ما بليش اما هو سالير ما يضحك امبوسيبل نخدم بيه في حياتي اوكي عمل قلت لك ملا باركور مازلت ما ريت شيء مازلت ما كملتش مازلت كيف بدينا مازلنا في البدايه الاخر قال لك فايزري هذول قال لك ابيزود سبونسوريزي من الاسبري ليه ولا قريت ما بحكيتش حكيت على الكومبيوس اكثر من الاسبري عديت فيها 6 سنين والله فما مجيد قال لك والله ميرسي اللي جبتوا ليث واحد فادت كره روحه كي جبتوا ليث واحد فرهد على الركشه انا احلى من البيرة نورمال مول كومونتير باش يكون خير يقول لك والله كان واحد فادد ومتيقر وكل زدت وجدت ولا زدت وكرست وزدت يعطيكم عصبه بني زدت برا ونيك صحيح 10000 انا ريت ميساج بديت بالحق لازمني نقال حل الحكايه هذايا وقت لي بوستيتو على اليوتيوب شكون لي بوستي على اليوتيوب انت ولا سناك شناي في الكوميونيتي انا ديما اوكي بيعطيك الصحه بارك الله فيك سامعني ثاني فما شكون قال اي باهي مشي نسلع تو شنو عباد كل ما يبدا اللايف تمشي تسلع مش تسلع تسلع شنو تسلع آه. من الصين جي في كونتينرات ما فهمتكش نسيت لي لايف متربي واحد برا كمل احكي كامل انا الباركور تيك هاو خدمته بعد كي كرست من حاجه اسمها شهريه وكرست من الخدمه 8:30 للخمسة ونص في الوقت كنت نخدم كرست من الامبوتياج وتفلقت معناها اسمع عليك شنو اللي تفلق بالضبط تعرف الغناء كرارزي تعرف الفيديو هذا تزيدها شويه تورني دون لي فيديو شوية صوت التراج وقتها في راني في زك وقتها بديت نكبر معناها في مخي وفي زك بتاع شنو هو باش نعمل كوفيد موسيقى ما فهميش دونك الموسيقى راهي ماهيش حاجه المستقبل ضايع راني شنو باش نعمل في الانفورماتيك بعيد ياسر على الرشمه اوكي ما نحبش نخدم اوكي دونك سيبي يقول منيك عملت هذا الكل وصلت عمري انا شفتش تخرجت انا
سيد تحشي ما عش عن ما نصلح الشيء معناه جيت حطني في حاجة راني ما نصلح الشيء ما عنديش حاجة نعرف نعملها زب. والحل حاجة منيك طرب الماتريكس من لوج قلت به هذي القاعدة هنا باش نقعد في بيرو صباح كامل ما عش نعمل حد شيء خرج حليت بيرو وحدي مشيت كل طحان مشيت البلدية القباضة مشيت للبلدية مشيت لهم الكل حليت باتيندا قلت هن نصدم نشوف شو نجم نعمل شي حليت باتيندا بتعرفش نيمش تعمل حليت باتيندا معناتها نتاع الكليونات لحتى شيء ما تجيش عبيت تخدم حليت كل يوم ما تحلش باتيندا حليت باش ديميسيونيت نهارت لي خذيت الورقه بتاع التاسيبال باتيندا حليت حازي التليفون قلت له جو ديميسيون وهي وقتها سهلة فاز خاطر كنت نخدم غير كونترا وي دونك تقول له جو ديميسيون تعلق والسيد ما عادش ينجم يسمع عليك حتى شيء ولد شركه انا ولد شركه نكبروا مع بعض هو هو راهو الفاز هذه بتاع تحشيه روحك بتاع ما عنديش حل اخر لازمني نتصرف نتاع اي ربط روحه تحشيه مش ما نجمش نروح اي بقلي لابس نقاي اليوم دونك فوالا ربطت روحي بديت بشوي نخدم في الدومين تاع لي فورماسيون غزلي عند انا الحاجه الوحيده اللي ربحتها في الست سنين هذوك ما عملت برشا كونتاكت ويت في حياتي اوكي من انكتوس باهي من اللي دخلت انكتوس عملت برشا كونتاكت ويت فيو لي سافرنا مارتين ولعبت في كوب دي موند بتاع دي بروجي وخلتنا برشا عباد في معناها في كل ايفينمون تاع انكتوس راه تقابل زوج ثلاثه رؤوس اعمال اوكي اموال بيان دونك عندي شويه هكا وفما عباد تحبني مشيت دخلت في الدومين دي فورماسيون مع فرنسا معناها اللي مشيت فورميو فرانسيس وفي بينهمش هما لي فورماتور توينس دونك جيب لهم فورماتور توينس باش هما يخلصوا غادي فما شكون باش يربح وطش يخلط لي لي انا في الاخر كملت هكاك خدمت 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 شويه من هنا شويه في الماسير هي الباتين انفورماتيك راه خدمت كل شيء الانفورماتيك عملت شويه عملت شويه دي سيت ويب وكل مش انا خدمتهم انا سوكريتي ديليجيت وكها بعد جت جي كلموني اسبري وقت ثاني وقتها كلموني لا 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 قبل كلموني اسبري وكلموني انكتوس عملت شكله كومبا شكله كومبا شكله كومبا مشيت مع انكتوس الحق اسبري وقت جاي طولك اسبري عيطولي عم اول عام عم نقول اي اللي شنو ما حتى هما ما يعرفوش ايجا ايش تنشوف جاتي كبير وتهب بتوسكي توسكي توسكي ديبارتمون تاع هذيك هذوكم وما عندهم برشا غادي توسكي لا تعرف من كثر ماني انا خارط عليهم راهو توسكي نجم يخدموني حتى ليه بالبيفيت راه هما في مخهم الفايده لا يذبح ذينا وباقي شيء حوكي وحرير حوكي وحرير بالضبط الفازيت اللي كنت نعملهم انا يتجاي حاب نعملهم انا نخرس كيما تخدم في البيفيت كيما تنجم تخدم في الجو ريسبونسابل على ليزيليف يدخلوا القسم شدوا الصف كيما نجم يعطيك تعمل سيت ويب لا لا فما حتى الفايده تبدا في البيرو من 8 الى 5 وتكدري في ايفينمون وكل يعرف بلي امين السني قال لي لو شرب لا تكمل كنا صاحيين كنا صاحيين الحمد لله الله يسهل يعني بي مرحبا مرحبا وزي كمل لا يلا تنحل ماب كمل الباركور يا وميمه تبلي كم تي ما ترانيش وميمه كنت هذا بحذاه تو تعرف شو وجهي ستوب بدي شيء من كمان شنو يا اخي شو ماكش نقصه في النظر مش على خاطر خسيره دونك قلت له مشيت لانك تشوز خاطر برجولي خير برشا وسالير خير برشا ما مش سالير احنا الميسيون خير برشا اوكي انا تخدم اوبجيكتيف وسالير خير برشا ميسيرش ما فماش سالير نخلص مثلا بثلاثه ست شهور عام سي دي كونترا اوبجيكتيف مع باير دو فون الماني مش معناه مع انك تشوز اوكي داكور اونتر تو فوتكم بالحديث كي قلقت انا زاده في الدار من الكوفيد قلت علاش ليه ما نعملش خاطر وقتها انجاجي في بوليتيك وكرزت صح لي كنت انجاجي في بوليتيك الله على اكبر المجد والثناء لله تكسح كمل اي كمل يكمل احكي ما نحكيوش ما قلتلكش غني انا قلتلك غنيه في بالي من جمله تكسيس اللهم انت تعتبر صوتك غنيه انا فن الكل انت فن انت كلك فن بلا اسكت استغفر الله وقتها فما فاست الكوفر فو قالوا باش نعملوا كونفينمون من جانفي حتى لسبتمبر وحال بعد صلحوها وبعد عاودوا صلحوا كرست لذاني انا طلع لي كرز الكرز من الكريز خلنا نحكيوا عليه في راس قالك صوتك عوره اقرب بالفن ما اقول بلاك واحد يقول كرز راه جاي من كريز اوكي باه باه تنرفزت شي انا قلت خلينا نمشي نعمل فيديو يلا ملا فيديو بربي جبت الفيديو باش والله نسيت بجاه ربي ليه بجاه ربي والله نسيت ما عنده هو راه النجم نعديوها فيها باسر لا فيهاش ما تعرفش الصون بعد يجي داخل بعضه مريق البرف شنو عندي ويل داخل بعضه شنو عندي ويل كبري ربيع ميرسي على 3000 ومروكي ميرسي على 3000 تدخلوا تدخلوا شوفوا هاسيلو دخلت عملت فيديو نحكي على فاست كونفيرونس بيت الوزاره كيفاش لو نو بروفيسيوناليزم وكل شيء مشيت الفيديو ولعبت تقولوا لي كمل بك الخاع فط هذاك
تحب لهم استنى نجم نعمل لكم لايك ليلة مش نعديها مش ها. مش نعديها مش نعمل لكم بالله كدر علينا مش نعمل لكم الوقت اول فيديو نتاع ليث هذيا احسبوها قص الكاميرا الله اكبر الكاميرا سبحان الله ربي مع زوالي ربي مع زوالي اوكي حاسيلو عملت انا فيديوهات موسيقى وقتها وكل نلعب فيولون اسمه كافن اند بالله سامحني 30 دينار وشكون 36 دينار دوتشلاند رومانيا من رومانيا هني طبيب في درشان تدفعت لكم معاكم عاد يشبيهم يلغرو ديما جماعة رومانيا من رومانيا هاني طبيب في دوتشلاند يا ودي طفل راه رومانيا واللي معاش يقبلونا اصلا ولا يا بالتونسي غادي يقولوا له ايش عندي من نحكي معاك طب شكون تقلق كي نقصوا على لانفيتي كي بدا يحكي ويجي دونيشن نقصوا عليه تي ليث موش سي بون 5000 على من صاروا هنا بالله من بعد ديجا عندنا جيف واي مراور هاي شباب من بعد عندنا جيف واي مراور راهو شلبق الفونفون شلبق وي زي الفيديو متاع ليث وقت اللي هبط على الفيسبوك عسلمة الناس الكل اليوم نحب نحكي على السياسة في تونس عن المجلس التأسيسي عنده ذي هابط وقت ما يقولوا هكا المجلس التأسيسي بيدو كيراها يستخدموا سبورتي في المجلس التأسيسي والله ما حقهمش عملوا كي خطر الساس في با وإن شاء الله يتصلحوا ذي هو كنت أول فيديو متاع ليث ونار عديه لكم بالحق تدخلنا فيه عسلو كملت هكيكا الى ان الى ان الى ان كلمتني اذاعه امل اوه بعثت لي مسج امل قالت لي يا اخي تسكن في تونس قالت لي يا اخي تسكن في تونس قلت لها قالت لي باهي اش قالك تجي معنا في الراديو كل يوم متينا الصباح تعمل كرونيك بتاعك انا راني هك سبا وصلت قلت لها على الفخر قلت لها نخمم ونرجع لك ما عملتك تزبرت تزبرت لمدة ليلة ذا هالي ونص تزبرت وتزعك ما نعرفش عليش حتى كان فيك تصبير ايه فيك تزبرت تزبرت وكا وقلت سبي كلموني راديو مش نروح انا وقت خطر لي امل معناتي عايب الفيديو لين جاك الامل بيدو جاتني امل راديو سبي امل مشيت عملت شاير من زمان السبعة تاع الصباح الستة نقوم نكتب زوكم كرونيك لازم نكتب اكتواليتي وحاجة ضامرة وحاجه ضحك مش حتى ضمر اي بيان سور باش من الماشي انا اونترينوت معناها على هيثم المكي شوي اوكي معناها ريفيو دو بريس كي نقرا شنو لي زارتيكل اللي سالي هبطوا نمشي نصرص دقيقه سامحني ليش شنو ده مش شنو المتباست شنو قصت على الكونيكسيون بالله والله ما معاش تو هذه خدمه بالله اعطيني كاميرا لا 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 حول ولا قوه الا بالله بالله كان فما واحد فينا كمل احكي كمل احكي يخدم في مودام ولا حاجه كمل احكي ولا يخدم فك البلاصه هذيك تحشالك يجيب لنا بالله مودام خاطر الجماعه ما تشوف الحال كمل احكي على روحك لا لا ما نسمش احكي مع العباد بربي سامحنا يا ليث سمح كمل احكي نسيت فاش كنت نحكي انا نسيت انا بيتي تي حاسيلو مشيت راديو امل مشيت عملت شهر عملت شاي بعد ما عملت شهر في امل خرجت ايه خاطر مع سيت استغنيت تكه ولا فما لا فلوس لا فما زياده لا فما حتى شيء وشكون وقديش فريكونس تاعها امل هي ودي نفس التاكسيات تسمع خدمه تعدي غنيه تونسي ومزود اوكي معقوله وبازك تبدا تحكي قلت بليس كنايك ويسكر عرفت لا والله نصور يسمع باي اوكي كنت تقبح اوكي خلوني نتقبح هاي كملت قبحت انا غادي ارتحت شويه ما خليت الفيديوهات يمشي على الفيسبوك وانا قاعد هكاك وشكون يجي الله جي اي اف ام في البروغراماسيون تاع سيف اوكي اوكي بتاع بتاع اللي دخلوا العباد وما يخلصوهمش هذيك عرفتها انا هكاك في امان الله في امان الله وسيبوزي مثلا شو الجمعه هذه ينيكني الكوفيد انيك كدلتا زبوره دونك قعدت جمعتين في الدار هما والله يوخروا ليميسيون على خاطر مش هو على خاطر يفرض مره لقاوها سبب تاع خلت تلم ايكيب الكل ملو اوكي اول نهار خرجت فيه من الكوفيد بعد جمعتين زبي موت نكتها في الراديو زبي اول كرونيك اللي ضرب ضربه نايك كي زبي تعدت زبوره الحق اوكي وحشينه من وقت عديت 3 شهور فيه فهم ومن بعد اي كيفاش عديت 3 شهور زبابر زبابر ابار الفلوس زبابر على الاخر اي زبابر هو مثلا النهضه تكلمت خاطر متقلقين هو بيراتي ولي فيسبوك 3000 سبب في النهار بدا يعمل عنده الانيميز عنده الانيميز مسيت عملت هذوكم الكل مسيتهم الكل هكا دريك دريك ديجا تعشق بسين نعشق نعشق بسين خلينا نعطيك ريت هذيك 25 جوي شنو هي عاود الجري افرش عاود الجري حاجه اللي الناس كل تستعمل فيها هبطت زكمها 24 جويلي انا وعندي اللي عندي اللي بريف بالرسمي تحكي وانا انا نسيت زكم وال25 جويي المعافط قبل الواحد بلي دقيقه واحده خلينا جوست على القبيحه مش معناها راني باش نتقحوا مع بعضنا على شكون فهمني هذا قال لنا اسمه ايه قال انا انديكابي اليوم صاحبي وراني اللايف نتاعكم كي شو جبتوا معاكم لايف كتبها ست مرات
تبا ستة مرات هبت حسيلو قام قال لك قمت من الفرش ومشيت سكرت الزبور من البيسي. هذا ايش نقول لك يا لوج ايش نقول لك هذا راهي معروفه وديما تقتل بالضحك موجوده ديما الضحك لا لا ما عادش الضحك عندها لا الضحك تعملها ستة مرات الاولى سبعة سنين ما عادش الضحك راه ديما برشا نحكي لك دقيقه دونك سينو فما هاني فقاعة بالضحك مثلها ما عادش النجم دونك هاني ميرسي بوكو على 21000 اميره ميرسي على دينار و وعند حبيب حبيب بن حموده حموده ميرسي على دينار اوكي ايمن اعطيني لا تونسيون يا ايمن اعطيني ماني نمشي نشوف على الشمس يا ايمن اعطينيك لا تونسيون اللي تحب عليها اتنشن هور تو نتعدى وفيت لا تونسيون نتاعك باه كملت ثلاثة شهور سباب رمسيت الناس الكل سبيت الناس الكل الناس الكل تقلقت نعمل 100000 فيو فيوز في الفيديو مينيموم اسمعي لا لا عملت سعار وكل يوم نخرج من الدار يقول لي بابا بجاه ربي ما تسميهمش احكي ولا حاجه احكي على السبور احكي هكا الترجي ربحت بنزينة الترجي ربحت هكا الكلوب خسرت احكي على حاجه اخرين احكي على الثقافه احكي لهم على انفورماتيك هو جوست عاطي ما نحكيش على مخلوق وعبير موسى وقيس والنهضه خايف عليه قال كل يوم لن توقف كملت شي هذوكم جيت من بعد جيت بوبلي جيت فريش بلوتو جيت فريش بيان سور مش ما قلتش ليه برك مشيت هكا نجري جاني هذا بعد ما كان يتلف في النمي وما راش مراش البوتنشال اللي موجود انت بعث له مساج قبل وبعثت نايك لا 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 عرضني في الاسبري مني ليه قلت له اغزر قلت له تفرج في زبورهم الفيديوهات شو وعطيني رايك بلي قدام نفسروا له اللي مكر زي استبش نعرف حتى انا تو وليت نكرز منها اي فهمت مي وقتها ما نفهمش اي انت ما تعرفش وقتها جوست ما قلتلكش مثلا لا خاطر تاع تو يبعث لك انستغرام تاع عباره باش تبارتاجيها له انا تفرج وعطيني رايك اعطيني رايك معناتها بارتاجي جيم كومونتير وبارتاجي انا ليه مني ليه فيزيكمون قلت له هاكا بشوفهم ونيك روحك معناها اعطيني كادر ما بيان سور زرماني ما نعرفش كيفاش والله تو نهار نرجع لهم الزبيل الكلمات ارجع نيك فيديو كيف الحنجره في تونس وكيفاش الحزن وكيفاش ولاد الزمان معفتين والله ما تسمى مريت شيط ودي تعرف وحكيت خراولي فيه فكيت بلاستي بزوكي صحيت صحيت يا اخي جاي قال لي راه فما ايميسيون فما فريش تتعمل جدا في بالي فريش يحلوا لي في جعبي انا خاطر كان تسمى طلب فريش اوكي قلت زب يشوف سبحان الله صدف خذيت كل ايميسيون هذيك مزبله التاريخ لي من اصبر حاجات اللي عملت زكمهم في حياتي وظلي من اكثر الحاجات اللي فرحان بهم الزب باهي يا خويا ولك اكسبيريونس زاد عرفتك على برشا عباد جدد ووليت صحاب مع لو جاي بيزارو معناتها وليت ديما نشوف فيه مش صحاب احنا تو نسم كوليك دو ترافاي معناها ما ارتقيناش للصحبه صحاب مثلا يقابلوا بعضهم اور خدمه انتوما خدمه برك احنا خدمه وكهو ويز يز يز وماكسيموم نذكره زاده ما نجمش تعرف خدمه تمش تسكر فيها وي أبار الجروبات أبار الجروبات ساكون با ما نحبش نسكر وين يجي أنا واحد ما يكلمني عندي باسبور أبيض باهي كملت شي هذوما قاعدين نصوروا أنا في فريشة كيكا ما كأيها الناس كلمني كرونيكر في تونسنا أوكي نسيت البارتي هذي البارتي هذي باهي يسامي يسامي ما تخافش البارودي أوكي بارسي محمود البارودي هو ذات رئيس جمعية جرومباليا رئيس حزب وكرونيكر في تلفستا ويخدم مع رفما الله مسلاني بي كلمني قال لي يجي حشنا بيك في كتيبة وكل في تونسنا نحبك تجي تكتب ودرا شنو مشيت رينيون دو ترافاي انا قاعد نكتب ونكتب نعطي في رأي في الكتيبة المعفتة باحتراماتي العبيد كانت تكتب تخدم على رواحها لا وفهم عبيد نعرفوهم معناها منهم ويعرفهم اللج وكل اما برجوا لي رأيي كانوا انا لقيت اسباس غادي هي مرة في التلفزة تعرف اللي مطالب انك تكتب كل يوم ما تجمش كل يوم كحبون مرة في الجمعة مرة في الجمعة بون اوكي فازي دونك دخلت شوية قالوا لي علاش ما تطلعش تعمل فازة اللي هي من انيك الفازات اللي عملتهم والباساج تاع التلفزة هذاك وكنا نلقى نفسخوا من حياتي لازمنا نلقاو موجودين 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 ما نعرفش وين خاطر من انيك لي زيكسبيريونس كان مش انيك اكسبيريونس ميدياتيك عملتها في حياتي اسمع ما نحبش نقول ندم تتعلم تي ليه اما خايبه الكرينج تتعلم الكرينج الكرينج تبدا تقول في حاجات مش مقتنع لا اما مش كفلوق ضحك اما او ميم تو تبدا تحكي وحد ما يسمع فيك خاطر بلاتو فماش رتورات ونعطيك حاجه اخرى توريت هما كيعملوا مثلا دي زانترفونسيون العباد اللي غادي عندهم واحد قاعد من العباد اللي تخدم يمشي للبوبليك يقول له اضحك تو معايا انا الناس كل تروح نقعد وحدي هزب لين تمنا نحكي نعمل
نلقى فيصل بحذا يعمل جست باش ما نتحشليش ياسر فهمت. بالله مازال شاري لي زابوني فيصل بريته في الانستغرام عنده 1 مليون دابوني يشو زعما بيعهم مسكتك حسين غزر الدهمة بالدنيا برجو أمان تعاش بدخل أمان لا برجو برجو يقول لك بيا الزردي مليون أنا ميكرو ميكرو برو ما توا العبد الوحيد نعرفوه سير منهم بقر بقر بالميكرو هو سامي معنا نعرفه أما وظفر العابدين ورضال سعدي جعبوا لهم بسامي باش خلطت لهم معنا تقطع صرموا لهم مش مليون سامي فيصل خي يجا قولوا لك توا سيب علينا من اللغة حط سان فما زوز يحطوا جيم حط سان دس مرخ وهو اللي شريله برا نقوله تروسان سيب برا لوجيك لوجيك لا لا لازم فما لا 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 فما لا لا فما عباد لا لا فما عباد السوشيال ميديا لازم تقول لهم باش ما تحشيش روحك خاطر تخرج كي نتاع ما عنديش حتى بعفية باش نشريهم انت تقلقتي ما تقلقتش ما ضحكتني ياسر انا فما حاجات ما نجمش نسكت عليهم مثلا كيما فيلم حبيبه ما نجمش نسكت عليه تو عندي قداش نبكي عليه وفلقني فيلم حبيبه 16000 ونص بتاعي 33 دينار انا والمطعم ندخلوا كان هبط خلص لقطاني يوم فيصل الحذيري فيصل الحذيري فيصل الحذيري مسكين حاسيلو مشيت هذيك فيصل وكله رجعت نصور في فريش وكملت راني معاهم في التلفزه حاولت حبيت نعطي روحي فرصه لوج ميراتي حتى فرصه حبيبه هو في بالك فاست فيصل حبيبه و 16000 هو فاست فيصل راهو على بازل كلها على حضره الحبيبه حضره الحبيبه ما انا كان حكيت على اي حاجه راهو عارف التنقيزه ما نجمش يسب فريش ما نجمش يسب بوبلي لا علاش سب عليه فريش انكتيوس اي ما حبيبه الحبيبه حبيبة تعديت قدام إنكتوس الرابط العجيب وكهو سينا والله ذكراني قد كتلفزة سيتي بالرسمي حاجة معفتة وأموها هني جربتها بش معاش نعود تو سامبل ما اسمعني الفايدة بدنا مش راب الله مسلم باي 1500 فيوز دوك شباب 1500 فيوز خليل مرسي خبيليك على 10000 وتوى 16000 ثانك يو فيري ماتش باش نقول لك الكلمة عاد 1500 اي 1500 خويا باش تقول لهم الكلمة تفضل سيدي نعمل روحي بشبيرة وذيك واحنا ممكن تجيبوا تجيبوا لنا باش نعملوا الكونتين ايه ان كولوار ان كلاسيك يمشي كمل بيتي ترمو كمل كمل اجريابل ايمو سيربري كمل ايه كمل شو الاخرين فاسي منا فاستيسار بالاف فاستيسار كمل ايه كمل هذو ما اللي نذكرهم فهم واحد اني محضر هيلك به وينك تشوز توا حياتي حياتي بوب سونيك تشوز شنو تبدلت شنو تبدل في حياتك ملي وليت ديما اكتيف في اللايف مع اللوج ديما والله ابار هو اول حاجه الفيديو الاولى بتاع هذيك اللي عملناها بتاع شنو صارت لك هذيك هكا عمل انستغرامي كان قاعد عمل لك وبدا هكا المية ورا اختها وكل ما شريتهمش كيما فيصل فيصل وحبيبه فيصل حبيبه 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 وفما بالحق حب العباد في الشارع كيفاش يحبوك العباد في الشارع حب العباد في الشارع نبدا مثلا متعدي انا نبدا متعدي في الشارع بلي احكيوا لي انتم انا نبدا متعدي في الشارع باغ اكزومبل سواء عندك حاجتين دهما شنو حوالك لاباس ترى شنو كل ولا كاستيل استيل في اليوتيوب وكل والله مرحبا بيك وكل نجم نعملوا تصويره وكل هذاك العادي انت كيفاش لو جاي شي يقولوا لك انت مخك عاجه صفاجه ونعمل تصويره ترك مره انا مره غزل لي واحد قال لي خورمولوجيا ما عليك انا مره سندر بي عندها برشا هذه باقي خير منك بلي اعطيني كاميرا ثاني دقيقه دقيقه لا 2016 غزل لها هذه قدامي هاي قعدت غزل لها فما اللي عمل لي هك مش هذا بتاع ويقعد ماشي ويغزل لي وانا ماشي رانيا ويقعد يعمل هك وبعد تعب تاع في الريط والخراي مخكاش مخكاش هذوك عرفته بتاع وتوفى غادي ايوه هذيك 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 احسن حاجه تصير هذيك مكرزه هذيك ماهيش مكرزه اسمع لي بعد اسمع لي بعد يبداو زوز عاملين هكا ونعرف بدا يغزر وشكون مشي يدهز له يبداو يشميو في بعض وانا بقول له سير باش تجي وتصور معايا وعبيت قاعده وانا مروح في بليش بالله يقول لي عصبه تقول له عصبه قول له عصبه يمشي يمشي ويضحك حكيت لك بتاع البار هذاك في سوسه وقتها ما زلت نخدم معطينيك بوفار ليث ما زلت نخدم في سوسه وقتها في ليث 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 عطيني بوفار يجي ورايا في التواليت انا وقتها باهي باهي انا وقتها ما زلت مهلوس مكا جماعه البوليتيك وزبي خطرش عليهم وقت يهبطوا عليك درت هكا
قال لي بلي انت بتاع قلت له وي قال لي بجلا يقول لي عصب قلت له عصب في التواليت قلت له عصب حل الباب وخرج اما خير ولا يقول لك تنتي بتاع العصبه والله خير من الاول كان وفما تنتي بتاع العصبه جات كونتوني شويه سكرت الموضوع وبعد ولات كرهبه تتعدى مثلا بي بي عصبه ولا كونتوني وانا ولك شوي بعثوا لي عصبه كونتوني بالله الاولاد بالله الاولاد اعملوا روحكم ما تصوروش معايا بالحق اعملوا روحكم صورتوا معايا وتنقل لكم في وذكم فسخوها وهروني هزب وهروني قدام العبيد علاش هكا سينو فما مره فرق صغير قاعدين في قهوه نام في بيتي ديج فرق صغير مع وحدك لا لا مع اصحاب اوكي بجي زبي معقد نام في قهوه بيتي ديج وحدي عليه نورمالايز انا كل يوم نورمالايز عادي يزبني قهوه وحدي أنا نخرج معنا نتاك في زكم 16000 انا ناكل بروي وواحد لا لا ما قلتش برونش اللي انت مشيت في برونش انت مشيت في برونش مش برونش هذا اسمه بيتي ديج مش اسمه برونش اوف بروي برونش هذاك ولا بالحق وراسك مو برانش شنو برونش هو هو اغريابليمون فرونسي هو كلاسيك كلاسيك عمل بروت هذا الزبوبنا باهي نحكي لكم الحكايه لا نبدا انا باهي فازي كم نسيت فاش كنت اطفال صغير اطفال صغير 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 معناها ماكسيمومو ماكسيمومو سيزيام اني بريمير يعمل لمو هكا وانا قلت شبيه تاع زبي هذا مش يحلب على زبوبنا صغير يا ولدي صغير صغير طوله هكا كيوميمه معناها فهمت من جاتني امه قالت لي بالله انت بتاع العرش شنو اللي تفرجوا فيهم قلت له هاي قلت لي بالله حبي تصور معاك اوكي استر ربي اوكي انا نحب نعرف كي امه بعد تقول له فيش قاعد تتفرج ربي تستر شنو باش يقول لها باش يقول لها هو اللي قلنا عصبه هو اللي يقول لنا رزبي هو اللي كلمه ورا اختها ما يقولهاش بالعربي برضه تحيه لو ميمه فرد مره تحيه بيان سور كانت معنا في البوبلي في اللايف الحيه وبوبلي وسينو ميرسي مريم 21000 وخليل 10000 ميرسي بوكو هكا احكي لهم حكيت العصبه للميم وقت اللي انا ليث عيطت الفريش فريش كان عنده خط تحريري اخر مشكل بوبلي بلو بوليتيك منظمين وما فهمش سبان انجاجمون سوسيال لو بتي فرير دو فري دو بوبلي يجي لايف لو بتي فرير دو بوبلي لايف نجيبه في اول تصوير فرحان باش يخدم في البوبلي تخلى كي الزب هناك قلت له ليه لي. توقف غادي يا خويا ما عندكش الحق تسب اي قال لي ليه وسبي وانا جاي باش نسب حتى الفلوس ما يهمنيش نحب نسب ليترالمون راه لايف اكتشف وقت اللي يخدم في فريج اللي هو يخلص في الفيديو الرابعه قال الزبي انا الرابعه مكتئي خرطت على الاولاد امورنا مريقله جيت نعارك وقتها قلت مش نعارك قلت له برجوليا المرويح وما خلصونا المرويح تخلي ما مكتخلص ليه هو ما قاليش ليه ما قال لي اسمعني هاو فما عملت في فيرمون 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 ايش فيرمون شنو قلت قال لي راك تخلص على الفيديوهات وعلى اللايف نخلص على اللايف كنت نعرف في بالك انا الفيديوهات دخل في اللايف قال لي راك تخلص الله يسلمك يعني بشكون كيف سامح زبي شكون كيف هكا التاكسيات وليت كون فيها كلمني البولت قديش تحب تاكسي فيك يا تونس ايش باش نروح نحب نروح ونرجع البوبي ونعاود نروح نحوس بزبي عندي الفلوس طلع تاكسي يقول له هزني الهوم انا هوم تاكسي تاع الزبي حسرة تبارك الله كنا مدليين في بوبلي زبي معناتها اللي يكفينا كان ياخذ في 7-8 ملايين تفكر نكوني نكوني كنت اخو حق التاكسي كنت خلص من التاكسي ونروح ياك هاو دوك ليث كان هابل يحب يسب يحب يسب قلت له اسكت برك على روحك تو نجيبوك في بلاصه تسب على راحتك جبناه في اللايف وقت فهمني ولا اول مره يظهر معنا لايف وطلع قلت له ليث قدامك الميكرو سب يا اخي قال وقتها عصبة من وقتها بالقوة من وقتها وليت لسقة فيه وليت العصبة لسقت فيه العصبة لسقت فيه هكا لهنا يا سوفي 1600 سي 1600 الله مسأل عني بيه جرب يا شباب اكل لايك هذوك اكل لايك اكل لايك وجماعة الباك ركزوا شوية والكومنتيات والكومنتيات ركزوا معنا احنا مش مع القراية ليه القراية ودي خليني نشوف كلمة يلزمني نقولها جماعة الباك برجو لا يسكروا اللايف وبرا وقرار لارواحكم وسايب عليكم والله خلي اليوتيوب يمشي خلي اليوتيوب يمشي برا اقرا لروحك ربي معاك مازال عندك الجماعة هذيا ربي معاكم ان شاء الله ان شاء الله كلكم ناجحين مشيت فسخ اللايف الاولاد من بعد خلي اللايف يمشي وبرك روحك شي مكفاه احنا باش نحكيوا على فاس الباك راه من بعد باش نحكيوا شويه على الباك مانيش اخر حاجه باش نحكيوا فيها وقت نسكروا احنا اللايف نرجعوا الاخرين فوالا دون شكون قال لك عصب لي الباك سي ان ديبا شو ما عصب لي الباك هي القرايه الكل اون جينيرال باهي
باهي باهي باهي ولا لا يخطط فديك موضوع يتطرح ونجم النيك قل لي كمان انا هو هذا ايش عملت انا في الاول هذيك اللي تحكيتك عليه ابار القرايه معناها بديت اول ما عملت فيديو اليومين هذا نحكيه على عامين ودخلنا توا معناها فهمتك بالرسمي نحكيه على هذا الكل في عامين هذا الكل في عامين وتوا دونك تخدم على بيرو دو كونسلتينغ تخدم على روحك تخدم على نرفس شي تحب تقول للشباب والله بالحق خاطر ليه امنت بروحي نجم نعمل ونحب نعملها الحاجه دونك انا عرفت روحي كي لقيت دومين انا فيه مريقل كبشت فيه فيديو ساقي الفاز الكل تعرف انت شنو تحب تعمل لقيت دومين نحكي وراه هو 3 سنين التالي نحكيوا على 27 سنه معناتها أيه. 27 سنه باش لقاه حاجه يحب يعملها اكزاكتومون معناتها صحيح نعرف اللي مخر هي ما صعيبه باش خاطر برج وليا ليث انا نشوف روحي طبعا نقول انا ساعات تحس انا بدي انا نشوف روحي ساعات نزلت صغير وما نعرفش روحي شحال نطلع لطوا راني معناتها 31 سنه نحكيو ما نعرفش روحي شحال نطلع فهمت مي بون 31 ده 31 عملت 31 في مايو انا ليه ليه لا انا كانت الموسيقى قبل فيك البلاصه اما الموسيقى بحكم تنكت وهذاك علاش بطلت انا من سبتمبر خاطر تنكت وليت كي زبي دونك انا من وقتها ديجا قاعد نخمم في بلي بالحق يا اخي نحكيو فيه موضوع المزيكا ما اسكو تنسى عبد ينجم يعمل لا بالحق لا لا المزيكا نحكي اغزل لي فما فرق مزيكا انا عندي باند صغير خويا الرابرز وجوست نعاودو ميتاليكا ونيرفانا وكشله هذيك ونطلعوا نلعبوا ونروحوا حفاظا على قدرك لا بالحق والله زبي علاش حفاظا على قدر الخدمه في البيران وليت تاتي حق اغزل لي خمسه سنين اثنيك افون كوفيد وابري كوفيد شاتيك افون كوفيد تحط صبوحهم تحت الزرسه معنا افون كوفيد خويا انت كميوزيسيان محترم ديما نحكي على الجروبات المحترمه مانيش نحكي على الجروبات بتاع كركر شليكتك واني نعرف نلعب جيتار اوكي تدخل عندك تاولتك عندك سيرفر يتلهي بيك انت واحد معناها الجروب وحده مثلا الكوماندر تاعك تبدا بريوريتير على كوماندات اخرين خاطر انت باش تطلع تخدم ولا خاطر انت ميوزيسيان وعندك زكم مقدر عندك بيان سور هذيك الكونسوماسيون بلاش فما كوتا باش ما نخراوش فيه فما باش تحب تشرب الكل اي فما ديما فما احترام وهي الكوتا تلقاها ديما باش تحوس في الاربع خمسه بيره مثلا كانك تشرب وعشي وامورك تطلع جيعان تمشي خاطر اغزل لي احنا راهو العباد يراونا نطلعوا ساعتين ونهبطوا اما راهو نمشيو قبل نمشيو قبل معناها انا في الاخر اربع خمسه سوايع قاعد غادي دونك اربع خمسه سوايع اضعف الايمان كونه تعشيني باه كمان ايش هذا ما تدخل بقدر لي كاشي كانوا محترمين الموزيسيان كان ابارتير دو 200 دينار يخلص في البيران ساعات ينجم يتيح شويه اما بلوز او موان 20 اش معناتها الموزيسيان بار مامبر بار مامبر بار مامبر يخدم كل واحد فما 200 دينار فما 200 دينار مينيموم نحكي وراه فما عباد تاخذ 500 600 فما عباد تاخذ اكثر اوكي فما عباد كسر في المرش وفما عباد تاخذ 50000 يقسمها على 6 جوست هكا 4 كابيت بيره موجود مشكلو بلاش قيد كيما في اي دو كيما اللي يخدم لوجو بدينار دينار كيما كيما الموسيقى راه كيف كيف اما هنا فما اكثر علاقات انسانيه دونك توا بعد الكوفيد كي اكتشفوا معناها طاحت الدنيا واكتشفوا لي دي جيات ينجموا يعوضوا لي جروب بتاع الموسيقى وارخص بعشرة مرات ولات تمشي جروب محليك تمشي انت مثلا تمشي الكاسه تقول له بلي دابو زمان يقول لك وفات الكونسوماسيون بتاعكم الزبي اي تدخل ما تلقاش وين تقعد انت كجروب مثلا تبدا معاك تبدا واقف ما يعطيك بلاصه ما يقرا لكش حسابك يدك في الزبي شربت ولا لا شربت السيرفر تقول له جروب ما عادش يغزل لك جمله خاطر ما فماش تيبس بفلويتي عايفو الموسيقى اللي ولات اوبليجي باش تلعب موسيقى كوميرسيال قبل كنا ديما عندنا لو شوا باش نلعبوا اسمعني لعبت مع حليم لعبت مع اميره بتاع مزيك ما يعرفوش ني تلعب انت لعبت نلعب فيولون لعبت مع جولترا معناها عام ونص اميره بتاع البراج اميره بتاع البراج تغني تغني وصوتها هينيك في الطاسه اوكي كنت نغني عمل لعبت مع اميره بيريود بيس عرفتك اللي لعبت معها بيريود لعبت مع جروبات اخرين معناها في فيوجن فاكتوري الاخ توروس مؤخرا مثلا تشوف لي حل عرفتها كلي مثلا الحبله تشوف لي حل اوكي تقابل عبد بالرسمي طياره مش نورمال في الاخر في النقه في روحي تو تطيح قدر بعد الكوفيد ولا تطيح قدر كان شيء تضحك ضحك يا شيء ضحك معناها تلقى روحك اي تلقى روحك صبيت ليسانس كرهبتك وتعشيت وخذيت باكو دخان وفيت فلوسك تخلص من قالك تعرف تفتوفه باش كيكا تمصرف بها وليت فضيحه دونك انا بالنسبه لي انا حفاظا على كرامتي وليت انا مكركر انا امبوسيبل نخدم خدمه ما نحبهاش هو راه غلب عليا راه كان يجي لللايف بعد يهبط السوسه يعني آيه وقت الصبح يسمع يخدم ده وقت يرقد اما خاطر وقتها كنت نحب في الشيء اللي نعم فيه توا ولدت كركيره ولدت كيزبي كملت سيف خاطر منايك نهرب بالولاد في زوك سيزون سبتمبر الولاد تشاو وبيان سور فما ديتاي اخر فما عندنا وقت مناجر منايك وكيزبي وما نحشمش باش نقولها الحكايه وقلاب
وكها ما نعرفهاش الحكايه ها هو في بالك انا ذاك زاد كره زبي في زب ورم هالموزيك واضح تحيه ليك انه يسمع فينا شكون اعطينا دونيشن ديالو فما اميمه 31 على الدينار يظل ولا 21 الف ميساج قول 31 200 دينار الله وسلي على النبي شيخة يستاهل شارجيه في سيبرمانيا ماناش في خاطر شيكا كي كان شيكا شكون اللي عطاها تو هاشمي الفالح هاشمي نعرف هاشمي هاشمي الفالح ذي جبت حاجه لي انا عند سنين ولا مش هاشمي هاشمي نعرفك ترى حط 200000 هاشمي هاشمي ظل يذكروا استنى نذكر في وش اسمع لحظه ذي تو خرج معلومه شكون هاشمي نعرفه ايش بكم الزبي واحد واثقكم 200 دينار تدخلوا معاه خاطر طيش معلومه طيش معلومه شيكا شكونو شيكا شيكا صديقنا ذاك كان قبل نشوفوها من بعد الحكايه تواصل نقرا فيها 200 دينار هزك حتى انا شيخه نقرا شيخ خاطر الشيخ عرفت بلي تعال هاشمي ذي سيبول سيبول وشيخ وهاي 200 نعبو زينك وتحيه ليمت الدوتا برو بعد ساعه باش يكلم يقول لك رجع الزبي فلوسي راه الشيخ طار تحيه الشيخ بعث لي حاجه اه سي بون سي بون سي بون وريني ناس صح ليش ما تعرفوش ما تعرفوش تعرف اي متشيكا انت يا باي وري زب تعرف شيكا ليش وري زب ما تعرفوش كنت العب في السيبر شنو مشكلتك كنت العب في السيبر شنو مشكلتك في السيبر يا والله هاشم الزبي ليكس بتاعه شيك شد ها والله نعرفه كان يقرا في اسبري بالحق الزبي هاشم يبعث 200 اخرى قول له نعرف ليثي نعم جيم زب والله ليش يلعبوا زينه تحية احلى ايامات سياس واحلى ايامات دوتا والله يا حسن حسك عليه شي والله قلبي والله هكا عرفتك الفلاش باك والله اول مره رانو جاي يعمل هكا على 200000 اي حتى 200 دينار زبور حسين وهذا هو واضح سيدي برج هذاك علاش بطل زبور ما نجم نقول لك كان برافو على اوموا اوموا لي بروبو والبرانسيب نتاعك سورتو اما ها نلعبوا جام احنا تو كل جمعه انا جام في بلاصه نمشي ومحلينا برشا عبيد خويا ما غير ما تكسر لي زبي في الجام نلعب اللي نحب البص نحب نلعب كلافيي كل يخليه لي وحلاه محلاه يخليوك تعمل اللي تحب يتقوح اي ما نحبوني تلقى راحتك تلقى راحتك في اللي تحب انت اللي تعمله انت وانت حر وتخدم على روحك وتدخل باش تعيش والحمد لله ودي وحكينا البارح في الموضوع قال لي ما قلت له مثلا حاب نعمل دي كونسيبت فيهم كذا وكذا وكذا قال لي راهو في تاكسي قلت له انا بالنسبه لي انا راني نحب نعمل حاجه نحبها بوا بالضبط بالضبط كيفاش نعملوا فلوس تو نشوفوا اما المفيد نحبها قبل اي خاطرني عندي عندي عشان نتكا زيت مش زبي سوبرمان عندي عشان نتكا في ناصير ما بيان سور لك تشوفوا تصور في انكتوس 1700 تفرج والله مصلي على النبي مرحبا بكم الناس الكل كتشوف ستورياته في انكتوس تذكروا شكون يعمل بحذايا في اللايف قول ماهوش نفس العبد تو هذا اللي قابل في وزر اما كي وقابل وزر اما المساج هو هو جوست الكلام مثلا وزير نجمش نقول له ما نجمش نقول له يا سينامي راهو تحشينا راهو قانون كي الزبي قولوا سيادة الوزير راهو القانون هذا راهو جاح ضاع راه الزبي هذيك اش يقولها قولها خل تغلط بالعربي اغلط بالعربي اغلط لغات راهو قاعد يحطم في الطموح راهو عندنا دي بروجي يحبوا يطلعوا راهو القوانين كذا نفسر الواقع راهو عراقيل وكذا ما لكل مقام مقال بيان سور يعطيك الصحة صباح فيك ما يتنحى ريت كيف ريت والنجم كمل لك داركم زبي نطيحها زبي اي نزيدك ولا بزعلك في يدك جيب جديد عصبة بر حديد بر حديد تتكسر تجي فوق الزبي وتتعصر اسمع صوبة داركم مقلوبة مش حفايا ليث والهدي حبوبة هينا هينا الباك غدوة نحبك تكتبوها هذي ناجحين ان شاء الله ناجحين كيفاش هي دوفار فلسفة كل القصة اللي ناس كل قالوا ما هو ال شيد ماش تعمل لي هكا مانيش تخدم عندك عبد الحق الزبي فرش ولا شنو هذه والله لا جا عبد بدا فما 1700 تفرجوا حبيت نقول لكم راه الخميس الجاي باش يكون معنا امباير ام في تي امباير رابر دونك ان شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي مع 9 تاع الليل وكل والله غالب سامحونا شباب اللي فما اللي قلت انا باش نجيبوا مكي مي مكي ما نجمش الله غالب ساغيف ان شاء الله نجيبوه مره اخرى ماني نخدم روت شكور لا شوي مكي شوي ما عمره سالي عني بيه فدكم معاك يا ديش يا فد بعد هبطوها ليث وغادر البلاتو حطك الريفلكس تاع تلف شو اسمه هذيك شو اسمه اضحك اضحك زيد اضحك انت زيد اضحك زيد اضحك انت زيد ابعد عليه ابعد لا يويكم يا جروب يا جروب يا جروب اي عاد احكيوا بعضنا شوي عاد جروب خلوك ما تخنست في كالسوني اسو اسو يدي حط اسو يدي لابس لي العريان العاوره نتاعك على برا امشي امشي
باهي يا سيدي باهي. اي اش عندك؟ ميرسي بوكو. عندي ساعه نحكي على روحي زبي حاجه تكرزني برشا لو نحكي على روحي. مسكتش انت ام في تي؟ مسكتش الزبي انت ام في تي؟ انا نحب الام في تي يبدا هكا يحكي ومين دور يدور ويقبل تفادليك. في بالكم في بالكم عندنا غار كي زبي. وقتاش بدينا نحن ونص؟ لا بدينا ودرج ودرج تاع العشرة بتاع الليل ودي تحكي امبوسيبل. وي مسيو تحشي فيه والله. عندك ساعه تحكي على تحكي زبون على روحك مالك قحبون. مش عاود نسمعهم نكتبوا في السي في. السي في بالياي حطها في تشات جي بي تي قول له عمل لي سي في واكتب لي السي في. يا حرك يلا مسال عني. ومازال فان برشا جديد وباش نحضر حاجه دي سي. ما عجبنيك عجبنيك يا ليث تخافش نحترمك برشا هكا وعاد وفي تحبوني نقول كلام ما يتعديش جمله في يوتيوب. راح جرب. لا 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 نحب التهديد. اي امشي يعملها يعملها يزير دير لي وجاي دير ليث دير لو جاي دير ما تقول كلام هكا دير ليث عايش خويا. في بالك فما واحد انجليزي صاحبي اسمه اباك مقصدته حرف لازم تكتب له شويه تكتب له شويه نجمش تي بابا. يا والله حوايج هيك هاو ميرسي. روح انا سي با باش نلعب انتم اللعب تاعكم. اعطيني الانباء. طيب باش نعملوا كرسي شوك. بلا فما جنك هاك الجنقريط مش سرقينه من نانا هذا كرسي شوك وكرسي زبوب. انا نحب كرسي الشوك. باهي جوست معلومه صغيره باش نحكيو في امور باش. اول معلومه ميرسي بوكو مهدي بن عريف ربي يعينكم شباب عايش الله يعين الرجال. السيد هذايا مليونير فهمني شينوازي اسمه ليان شين ليانشي ليانشي استنى خاطر انت صوره قريب الغرب ليانشي هذيك هي يعاود الباك المره 27 خاطر تو سامبلومون قعدت له عقده وهو الراجل سي بون كرزه 27 هو سيبوه كورزة ديجا هو كورزة ديجا مليونير معتا يحبو تيتري يحب يخلص برم الباك اوكي زيدي نجمش يشريها نتصور امالي الصين ليه الصين يعمل تشديد خليل قالك ماشي في بالي تصوير الدونيتر مش خصادنا مش خص انا مش مشكلة انتم اولى دونك انا جوست حبيت نحل بي موضوع عقدة الباك اللي في تونس ما فهمتش ساعات قعبد مثلا كتذكر الحكاية اللي صارت البلقيس معنى ما نذكرها معنى الطفلة تخدم جوا بي غضحك عليه مخدتش باك معنى تسبه جوست تذكر نسميه ونسميه في العبيد ليه خطر موضوع تطرح ولي نسمي الناس الكل يشو ميرسي بوكو ما تقرأ ما تقرأش ليه 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 لي. دير ربي في بالي تكاش كنت بتقرأ في الغناية هي في بالي هي عايش بك يشو ميرسي بوكو فتعرف شاب خالدك يقولك نحبك يقولك نبغيك نعرفها بالكحرة ديك نبغيك بالباس بي شو مشكلتك انت انا حبيت نحكي على موضوع الباك معناها فما لعبت حشيت وبعد ما يخش باك تحشيله ليه 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 لا مثلا في تونس الفيزيون للباك حاجه قول كي ما تاخذهاش كون خسرت في حفله لخاطر اكثر من شهاده راي الحفله اللي تتعمل في الحومه ولا في العائله بتاع خذي الباك كيما خذي السيزيام قبل قبل كذا عندهم سيزيام زاد ايفين ما اي ما خاطر كان كونكور معناها انا من بيتي توا معناها كبيره ربي يطول في الفيس ذا بيرجع مع واحد اوبشن تختار انت تاع هذاك اللي سي بيلوت وكهو ميرسي نور الهدى مشيت وقتها هكا متقابلنا وكل شيء قلنا خذيت باك يا اخي خذيت سيزيام انت اي اي عندها الحق لوجيك عندها سيزيام اولى قريب نفرشيب ارسلان مازني 50 على راسك يا ليث بالله ديما جيبوه الاولاد تبعث دينار تقول 50 لايف هاك لايف هاك والله لايف هاك باش احنا ما نقراوش لازم نقراو 50 على راسك باهي 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 انا هاو شين المشكل انا تو مثلا العباد اللي جاوي باهي في الميانات معناها ما تيحش على الاونز ديما في الاونز دوز تعبت انا راهو كمل كمل احكي كمل بلا فلوس الاولاد الشبي لاباس ما مبروك مبروك سيرين ترابلسي بيو سيرين ترابلسي بيو مبروك يا مدام مبروك وميرسي على الدونيشن تو انا هذا الكل مريقل وانا عبد ما نستريسيش خاطر انا نمن بحاجه كونه انا طونكو مش نمشي يقتلوني غادي يشردوا فيا التشريد ما عندي علاش خاف من الحاج باه اما انا كي راه في الدار بدات تدهن قبل بجمعتين وامي شريت كواتروات وثريا ب 6000 والدار كل تبدلت ولينا تقول في حريم السلطان يسيب يقول كيما اللي يخش الباب والحلو السيناريو الحلو تشريه وستيكات الجازوز كورمانديز ومدام دراشكون وهذوك الكل داو يصيفوا في البهاماس بفلوس امي
انا كيفاش تحبني نقابلوا الباك نجيب دوفي قبل ما بديت تعدي ولا قبل ما نعدي وبدات الدنيا والثريات والكواتروات والستريس نيك نهز دوفي انا نرمان ما في المات قول له تفرج امي اش مخلصه خلي زبي نفسكني كمك يا بنتي قولي لميمه كل يوم نروح نلقاها بدلت كومبارتي يا بنتي الكوجينه شو دخلها باش يدخلوا باش يدخلوا ويكرو بلاسما جديد نحكي على دار جديده وطعم البيسين قال لك التالي يا حسبك كومبارتمان مين مش رجعوا الفلوس كان الفاكس يا حسبك دخلوا على قرض نايك انا ضحكتني امي كان وقت لي هكا نمشي نعاد وقت لي نجحت والحمد لله والعبد الدونيتي فهمني ولا جوني ما اسمه خفوني قد شعطاك ما نعرفش جي لعبت وطاف تحط لي فيديو تمشي على الريحه من جدي فهمت لا انا نحسب بالحق نحسب باش نعرف كيفاش نقول له ميرسي مع البوسه مو... اه نتاع ميرسي خاطر فقت باه في الباك فقت باه في الباك يعطيو اكثر برشا من هاد الصغير اي اي معناها كلميه كي تخرج دونيشن قويه في الباك فما الميه تخرج فما انت كي تعطيني 20 وتتبوسني اربع بوسات اي 20 معناتها حمزه حمزه 20 تبوسني اربع بوسات على 20000 نيك كان تمشي تنيك ما تبوسش بالزبوب على نعطيك فازة دخلت في الاخر نيك كان اخر العشية انا خارج نسهر في الوقت اللي بوك بلانكو ذهلي ولا يودي تعشي نال في عملك هكا صحيت بالحواجب وبعد وبعد وحتى هو تنمشي نهز على روح انا طلع ودوها 46 من عند ارسلان 46 فرع عملت لنا شويه حس هو كان 46 فرع جاتك التصفيقه والهم وجد اسمع عاود ترجعوهم لك وعاود شوط 50 اي لايث مبروك يا عايش فرحتنا يا عايشك كها برا مشينايك برا مشينايك بوستين برا مشينايك 20 20 الف زبي باه يعطيني حسين نكت برا برك فما شنو شباب الحقره ماهوش ياخذ 20 لجرا والله غالي في الاخر اخر العشية انا خارج نسهر مع اصحابي كل وقت في قمر تفهم انت تاكسي ديجا ب 20 سنه باك تخش تسهر انت ذيك خرجنا في الباك سبور وخارج وقتها شو نعمل بجد ذكرني تعرف كيف مع الباك سبور رج اللي يقراو في المنازل سورتو مازاسيس يخرج دي بال اسمع شو يقول لك راهم يخرجوا ياسروا من نفيام معناتها راهو سهريات وكل غرامات ويعملوا دي بال عرفتهم ذكرها ولا اللي ساكن نسكر تحت حيط انا الزبي اللي ساكن عندي فيديو نقرا في اريانا انا ونسمع في كلام المنزه سكر نايك انا بابا شدني فيديو نسكر تحت حيط في الساعتين كراس ما كنت تحب تخالط الناس الكل انت كعليفة معنيش كعليفة معنى نسكر ما تخلوش انا ماكسيمومي عندي كتار في الزغب اشتخلت شريط بيشرة انا كي كنت صغير انا كي كنت صغير اخوي رقر في اريانا زبوب عليك جينا نسمع منيك هذا يا جماعة المنزاسيس يقولوا هو ما جابوا تيك توك التيكتونيك التونس تيك توك عادي ما تسبع سهريات وزبي وكل جو فلوس وهاي لمن وصاريت في الديار واللي بارون يخليهم ويخرجوا يا ولدي كنت نقول والله ما تدار كيف بعد ما اسمع نحكيوا مع الكل واحد راهو ما عندناش نحكيوا جست مش الكل برجولي مش الكل باي مش الكل بيان سور مش الكل ما فما منه برشا اما فما منه برشا في اللي سيت كل موجود برجولي ماهوش ديبا باش نقعد نحكيوا عليه برشا في اللايف انا خارج في الاخر جيت معناها جاوك العائله الاخرانيين اللي جاوا في العشيه مدت لي ذلي شويه وكل قال لي با يا اخي ماكش باش تقعد خزرت الدونيشن سانسير بوم استحقوش نقعد قلت له ليه هزيت حويجي وخرجت ساعة خذيت الباك قلت لك خذيت الباك انا هكا اي تقول سي بون قحبون انا خاف اسالك في الباك قدش خذيت دوز ادمي في الباك نتكيف في البيريود ريفيزيون نتكيف في البيت جوني غير افوتر امي امي تدخل طيش باش ما ترضي في ضمير طيش لي باكو مريت على وجهي وتسكر الباب 100 دينار ما عند لورد سناك شباب لورد سناك هاو هنا هاو لورد سناك باهي مريك الكامل يا لورد سناك راك العصبه تقول رجعوا لي راه العصبه راهو قعدوني راهو شباب عنده اكسل بقشيش هو عنده اكسل بقشيش وانا عندي اكسل مولا بقشيش كي نقول له كي يحب يجبد كي نحب يجبد ابعث لينيك هذاك البلاك كامل على الباك على الباك والميريت والله سيد هذا جبنا ركوكو يا ودي جيب اغسل اغسل جيب علي شمام ميسي جيب فاطمه بوساحه يرحمها جاتها رحمه في الغرب الله يرحمها جيب جيب اللي تحب ما يكسر الفيوز في البلاد هذه كان ليث كان اللي يغلبك حسينو ما يغلبك كان يحاحي ولا درشني اي ما يكسر الفيوز كان اللي يغلبك فهمتش كيفاش خرجت كيفاش قال تبع ما ليكم فهمنا هكا ركز مع الجيست هذا هاو هذا فلوس بالجيست
لي فرام تاع كهرباء معفن ملي فلوس تاع بخشيش حطينا بديت نستنى فيها من مشاف مليون من العياري والله دراوين حيو يا اخي بعد ما خديت الباك محليك يا صاحبي ميرسي والله احلى برشا اللايف معاك هنيك باكوري احلى باكوري ميرسي بوكو ديما عودوا جيبوه طفل هذا والله يا باكوري سعيد بالاخر كمل حكايتي خلي كمل زبر من الحكايه تفضل انا خديت الباك سي بون 12.5 هكا عامل هكا في الدار انا شعلت السيجارو وتخلي خويا مقاومة الإرهاب أي قتلي باش تولي سنة طفي نايك الدرج ما تخرج الريزولتا ما كانش يحط حسب عليك ما كانش يحط هو برا نايك اخرج نايك تكيف البر عند الحق عند ألف حق كاو انا جو كاو حكيت برشا مثالش شنو حكيت برشا هذايا جوك باهي ليه 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 باه باهي فرحان بيك الزبي والله باهي نحكي لكم في بابا شدني بالشراب احكي لنا احكي لنا برب احكي لنا ديديكاس الخو علي عدي في الباك ان شاء الله جمعت الباك الكل ناجحين اخو علي بيو بيو بس احتس اخو علي بس بس هكا ديديكاس لا يعطيك اعطيني انا ما نحكي حكيت كيف تشديت ما في نشرب في الليسي لما تعطيو 50 دينار دونيشن مع بعضكم حكيت مع بعضكم ما نيخ 10 2000 مغادي باي سينو ما نحكيش استعد الاخبار الثاني اللي هو يهمني برشا انتم نتصوركم نبعثوه هنايك على دراسة فما لي وان بيس باش يقف شهر كامل خاطر اودا لطف عليه باش يعمل عمليه على عينيه على عينيه في بالي ان شاء الله يتنك سكر فمك سكر فمك احترم ديجا حضرت له دعاء بتشات جي بي تي اودا اودا بالحق كان تسمع فينا ان شاء الله بالحق لباس بالحق يا اودا رانا نحبوك ونقدروك بالحق يا اودا والليفر والليفر اللي عملته يا اخي نحكي وحدي راني فما فام تاع دعاء هذوما هم ستة احكي لنا عاد سبعة اسمع شد حساب لهنا زيد اعطيني فام تاع دعاء معني حط لي معنيش موسيقى معنيش لا لا ما غير موسيقى ما غير موسيقى على الكوبي رايت اللهم رب الناس اشف مبدع وان بيس وان بيس اتشيرو اودا ارفع عنه كل اذى والم نم 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 الهمه الصحة والقوة والشفاء العاجل امين اجعل العملية ناجحة امين والشفاء العادل والشفاء العادل واحفظه في رحمتك ورضائك امين ارفع عنه الالام الام انه الازرق ولا الاحمر عودها عودها واسكت عودها واسكت ارفع عنه الآلام امين واعطه السكينة امين والراحة امين يا رب العالمين اشفه وارزقه العافية امين والسعادة امين 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 ان شاء الله يقوم لنا بيه السحسة الطرخ كامل لنا المونجا بتعوذني ما حبش يوفى فهمني ولا ربي يستر ربي يستر الراجل وليش بعد الدعاء عنده استيغمات بعد الدعاء هذايا يا لج انت تعمل في مونجا عندك 27 سنة يا لج بعد الدعاء هذايا ما ظهر لي وان بيس بشكل والله ظهر لي وان بيس بشكل الله يهلك نيك نيك وامشي وامشي 69 مولا مولا الباش ليه دونيت 120 اي 120 اقرا فيها 69 معني انا تمش قلت 50 مش نحكي حكايه بتاع لازم نحكي ثلاثة اخرين فازي احكي لنا ليه الباب يشدني تو هيا يلا مولا الباش هاي مولا الباش ميرسي بوكو خويا احنا كنا فقراء ونحبوا نحبوا نجربوا الحاجات معنا قلنا علاش كيما الشراب اوكي قلنا علاش ما نجربوش نسكروا عندنا ساعتين كروز وبعد نقراو ساعتين تكنيك قلنا يا ترى زك البيما زك البيما يا ترى فك الساعتين كروز شو مش نعملو تشرب تسكر تفيق نحى الريحه وتمشي على روحك خويا وتعيش نهارك راهو اول مره باش نشربوا والله الله سمعتها اي 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 اول مره باش نشربوا باش نشربوا اسبوعه ولا اسبوع يا خويا شفنا في بدنين شكون مورفولوجيكمون ينجم يقنع وقت مونوبري مونوبري مازاسيس سي سي اقرب حاجه لكم ولاو فما وقت الشامبيونز هذا تاع النصر قضينا من عنده مر وقت كان يبيع الشامبيون روحوا سكر سكر توتا كان ولا لا لا شامبيون اوكي اوكي باش تعطيو فلوس سي با اتس ماي بيرثدي ربيع بنضيف الله بيربيو كل عام تحب خير ربيع بنضيف الله بيربيو يا ربيع بنضيف الله بيربيو باكوري عطا دينار برك مبروك يا ربيعات عايش خويا ربي يفضلك به انا اكبر واحد بدنيا وعندي كترف كزغب لهنا نجم نقنع مولا مونوبري وكم انا رقعه دونك مانيش ندخل بعد دخلت تفهمنا ساعه قبل كنا شنو باش نشربوا عبيد اول مره تشرب شنو تاخذ بيرة بير مثلا بيرة فان فان وفودكا خاطر تسمع بها فودكا خاطر تسمع بها بيرة بيرة فان مشينا فودكا
اي خطر خطر فودكا اما اسمع بها تسمع بها اتس نوت ذيس ذا بروبليم يجيبوا فيها سيك نو ذي بروبليم كونه كل واحد دابوزا فودكا اهزبي يصيروا كيف المجاسيس ليه ساعتين كروز هذيك هي راهو دابوزا فودكا تمشي ترجع تقرا احنا بالنسبه لي احنا ايترا ما ايترا فودكا كيف كيف سكون كو ما عنديش انا ريفيرونس تاع راب باش نتناك هو كان تشرب في ساعتين تشرب ثلاثه دابوزا ما تتناك خلي عاد دابوزا فودكا ما نعرفش معناها خممنا فيها قلنا دابوزا فودكا تونسيه وقت اللي فيها النجمه ب 25 دينار اه كل ريحتها بالمدالين هذيك دينا واحده سيترون واحده اورانج واحده كافيه كل واحد عنده كعبه فودكا وكعبه باكو جو باكو جو صغير والكبير باكو جو كبير احنا كل شيء في الليتر صغير روح في امريكا عرفتك المول ثلاثة لترات والله ما نعرف والله ليه ما نعرفوش اي شباب ذري ما يدروا ما عنديش انترنت ما عندي شيء جست قبل ما تكمل بربي برج لي برافو 1200 قاعدين يتفرجوا اول مره نوصلوا لها والفلوس قالك مانيفيك ملا صاحبي قداش من لايكس باهي اللايكس بربي شباب حابه تطلع 1500 حابه تطلع اللايكس هاي شو عندي بورسنتاج انت كتر نحكي من بعد نحكي من بعد كمل احكي كمل فينانسيرمون راهو نحكي من بعد ديما بعد اللايف انا ولد الشركه باش نكبروا مع بعض اي انت احنا برك باش نكبروا راه واحنا مع بعضنا وانت هكا مع بعضنا اسيرو مشيت هكا شدت في كذبابتي هذوك كل الفودكا وقتها كان في مونوبري في الكاف فما واحد يعس مشكل يتقاوى داخل تو واحد بورتي عباره بورتي واحد على 300 هكا تدخل وتهز عباره داخل بواطه عباره داخل بواطه حاسيلو هكا ماشي ويمكن خمسه فودكا شاد هكا والجو ودرشان خمسه فودكا خرج فيها والله خمسه فودكا سهريه عرفت سهريه نتاع 30% 30 عبد عرفت 30 عبد باش يموتوا مشينا لهذيك قالوا اي توا وين باش نسكروا وين باش فاسيل في حومتي عندي ورايا كجبل اللي يطلع ليكس 20 في الكلاب العربي وكل شيء مشينا كلب فوقنا هكا فوق ريوسنا فما شبيه كاميرا انا خاف لكل واحد فيهم ياكل كلب مانيش اسكت يا زي البلاد يا زي البلاد مانيش مهبله اي فوالا نحبوا الحيوانات يا اخي نحبوا الله عليك ولا سمعت التيم تاع سوغوغو يا ولدي انا باني من بلايس انا باني من بلايس في الجمهوريه وما نشوفش حاس فيها هزينك الفوتك هزينك الفوتك هذوك بتعرف قبليات ودنيا مشينا غادي وبدينا نوك توك هذه تنفع هذه الضر هذه تنفع هذه الضر بعد ولينا نصبوا كيف رغبك وجو الشطار ولينا نصبوا الفودكا ديريكت في باكو جو ونحوسوا ولد قحبة صارف ما ولد قحبة للزبون سيئ انت وقتها راهو كابتن وسخانة سخانة وقتها قديش نارش نارش ولا ما عنديش اما ليه ما هيش سخانة خاطر في قراية في الشتاء مشينا من بعد مشينا وين جرين تو قدام لي سام اساسيس في الجنينة هذيك عرفها الجرين اي قلنا كيفاش فما واحد سيرين سكرت على شكون باهي سيرين دوبلة تعليق ثانك يو حسن لوف يو ايطاف حتى ايطاف 31 زاد ثانك يو حسن ليه وزوز 31 انا باش نذوب ذبط يا ذيب ذيب انا لازمني كليماتيزور باه تاع عندي باتيسيري شنو هذيك تاع كرارزه تاع كتف تاع كتف حتى الكتف نتاع شكون هذا المروحه بلا واحده مريكي تحسها مروحه تحسها فكره كسر صبوره معاه تحسها مروحه تعبني وانا نشد اكثر من تعرفتك المروحه ام سي لوج مروحه تلقى ار جي بي ام سي جيمنج مروحه جيمنج هذيك هاي ما مقلعينها من البي سي وجدي وجدي عنده ميساج زبور قال لي قداش عندي بورسنتاج العصبه ميرسي بامال دي تو يعطيك الصحه وجدينا ناس مشينا للجرين قلنا تو باش ندخلوا نقرا شنو لازم نعملوا باش نحيوا الريحه خاطر ريحتنا راهو اكل السكر فاني ولا اكل قهوه عملناهم هذوك مزوز ما فما حتى واحده لا يزيدوا في الريحه يزيدوا في الشيخه زاد الحلو يزيد في الشيخه مشينا خذينا باكو كريستال زيب ابيض ما تدخلوش بريحه الدخان ما تدخلوش بالشراب تدخل ليت الخيمه تدخل هذاك اسمه الصافي مش كريستال صافي هكا اوف 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 على بعض وبعد مشينا خذينا بصل من البوليرو هذيك اللي كانت الماكله بصل في الومنيوم نيكو في البصل لك هيك معناتها هذا في ذكر مش تحيو الريحة وانتم قاعدين تخربوا في المعدة شفيها تخربوا في المعدة 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 عمرنا 25 سنة الولاد 15 زب بعد مشينا البوليرو بربي شكون شكون القحبون نتاع الشلة نتاعكم اللي قاعد يقول لكم توا وقيت بصل توا وقيت بكر ليه ما وقتها هذوما المخاخ وقت كنا بالعين وما عادش عندنا مخاخ اوكي وقت التفكير تنك معناتها تبداو قاعدين وتخرجوا عصبة مش فكرة اوكي صحيح والفودكا الفودكا نكتنا الكل كلنا تنكنا بالفودكا بعد دخلنا القهوة هذيك جرين
بدينا وقتها مازالوا كي دخلوا لي وحدات هذوكم بالفلس الكسر بالفلسه مش فما واحد معنا الله يهدي قاعد ينزل 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 الكيكة يتقحب على مولا القهوة على السيرفر ايه قال لا تقحب انت هاي 11000 وقت 11000 على بكره القهوه ب 600-700 فرانك هو ضرب ما يقارب 11000 روحنا بقيت قهوه ذا كل شربنا القهوي دخلنا نقرا ضمه كل في ساعتين كروز اي اي دخلنا نقرا وكي كي كي كاكا كا نغزروا بعضنا نتيحوا بالضحك وفما واحد نقص نقص النقص خليني ريقت في الجازون تاع البوليرو والله نسيتوه انتوما جات صاحبه امه كلمت امه جهز اخوه هذا ترفع هذا يرفع انا نايمي احنا اللي قاعدين حيين الداخل بدينا كي 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 كا 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 نقراو في التكنيك جاي البروف هكا كرس قالوا انت فما واحد معنا يسكر قالوا برا جيب الريترو بروجيكتور الريترو بروجيكتور تاع قبل مش كيما الريترو بروجيكتور مش كيما البروجيكتور تاع تو على حجر زينه هكا كبر تحط ورقه ترونسبارونت مشى لم قوته والزبي ومشى جابه هكا قبل ما يخلط بشويه يتناك يتيح يكسر زب ورمه زبي هبط هو والريترو والدنيا هبطت ونتصور معناتها الدوله يولي هذاك بمليار سمو مازاسيس تحت مليار مليار مازاسيس تحت الولايات كل ما فماش منه فما كان هوني وانت كسرته يا منايك و1900 عبد يتفرجوا الزبي زوز ركرات طاحوا اليوم برافو 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 انا يظهر لي اسكندر وجهه مبروك مش ليث اي اي انت كنت كسر زب ورمه قد ما جبته في لايف كيكه مره يا اخي في الاخر هذا الكل فتكم هذا الكل تصور القاعده تصورت موثقه القاعده اللي عملنا سكرنا وكل فما زاد عنا فا وعنا بنات معانا وكل جاي معانا وكل فما فا يدور فما مناش كون جاب فا وكل اي نهار من نهارات عنا وقت البي سي واحد في الدار دونك اي حاجه في التليفون كي باش نفرغ التليفون نصبها في البي سي والفيديو مشيت سرحت معاه مشيت مع الهابط وانا نسيت هذا ما وقفنيش عامتها هذا اللي بعد عام الفاس جاي بابا كالعاده يلوج ما نعرفش انا صالحه تبعبس في زياد غرسه ولا حكايه فيديو في مصاببها هو تيمانه يغنيوا مع بعضهم صالحه تناك توفيت الزبي فنانه قديمه وزياد غرسه الله يرحمه يقبل تفضليك يسكت داي يلوج 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 بام يلوج بالاسامي والله يلقى يفلي يفلي ما يلقاش مثلا صالحه وبعبس فلان يدخل يلوج فيديوهات يدخل عمك على الفيديو هذيك جيت جيت قدامه دخل ما يلوج فيها ذوك الكل حل هالفيديو على الزبي انا داخل من البيت كالعاده نطيش فك شليق في صباتي زبي ونسمع الفاموز ليث اجا ليث اجا دخلت لقى بي سي محلول والله والتصويره اللي في البي سي الواقفه كيما المينياتور في اليوتيوب نعرفها تاع كملت تفرجت في الفيديو الناس كل فلو عملها بربي 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 حط كاميرا عليه كيفاش فلو العباد كاميرا امشي في الكاميرا مشيت الفيديو مشيت الفيديو في الاخر ما يتاق فجاه خاطر ما نعرفوش نصوروا انا التو نصور الناس كل عملك اما فلو وكم التليفون هبط كم اي فوالا الكل مجبد هكا وكملت الفيديو قديمه نتذكر اللي نعرفها مش اما ما نذكرش انا هي اما فاهم لي فما حشوه السنيه بداو يرعشوا عرفت السنيه قاعد يتقلعوا بلايصو قال الرعشه لانه السكر بدا يتيح خاطر هو لقيته في حاله لا يرثى لها عنده عام الحكايه لا يرثى على زب ورمها استنى الجريمه صارت عندها عام الجريمه تقديمه قال لي اقعد اقعد انا قلت انا مش نشبع علما ان بابا عياري وعمره ما ضربني كان مره بركه وانا صغير خاطر شدني نشايش عمري يمكن 7-8 سنين اوكي بركه ديما عمالي كي الزبين ديما شيشه تفاح اسمه تفاح هذيك الشيشه التفاح اللي تضعوا له انتم اما هذا شيشه تفاح اللي شيشوها انا اتيرو افتخر قريب نعملوا 2000 فيو الله يسلم النبي برا برا كملت بعد هذيك تعرف كيف ضربني فلقه امام فلقه مودرن معناها جوست قال لي اخدم لابدو هسقيك وحدك خاطر الفلقه اللي عباد ما تعرفش اكتب فلقه في يوتيوب في جوجل تشد لك ساقك هكا بلوحه ويدي وسقيك فوق ويضربك على القاع تاع ساقيك وماسي عزيز عزيز مش تاع عزيز لا يظل ما يلي مش محمد عزيز حاسيلو يا اخي وقتها هو ما عندناش احنا الفرقه في الدار هو عياري اما مودرن قال لي اخدم لابدو عياري هي اختي صبت بيا تحيه لها مودرن قلت له 50 دينار صبري بالزازي احلى ستوري تيلينغ برافو ليث صحه لولادي نعم بوزينك انا مروح من دار ميرسي سيف الدين بن عزوز نعم انا في دار خالتي السيد هذيك خالتي عرفتك الخاله المحليه على الاخر
يشبيكم الاولاد خلي كمل يحكي كمل كمل احكي خالتي كم احلاها على الاخر تعطيك دخان في الباك جابت لي دابا كعبه شراب اكل سبريك اللي احلاها التوا معناها كالخاله اكبر وحده في خواتها راهو اما معايا انا اخير من بناتها بناتها كانوا يخرجوني من الدار يغيروا من كنت كل يوم نشيش في دارهم مروحة اختي هكا درش عملتنا قلت له با تعرف ليش ايش كان يعمل قلت له ايش كان يعمل قال لها هي شايش مع هادي نيك فراما بك الـ 19 انا خسرت لها بتاع نعم خرجت ولا ما خرجتش في ناس لقيت نعم عمل هكا شطاك شطاك حاسيلو دونك نعرف كمية العقوبة يضرب مرة في العشرين سنة اما توجع مغلغ لمشارجي قال يقعد قعد سبي حتى نزل الاسباس انا ماتي توت الفيديو علاش قلت لك فما كعبة شراب سبينة ليه ليه هو مش فاز سبينة ليه فما سبينة الموزيك ما تسمعش انا على شراب المشكلة وين قلت خلنا نلقى في روحي خاطر نتذكر ما شربتش في الفيديو اوكي خاطر وقتها فما درا شكون فان تمنيكو عليه ولا حاجه هكا دونك قال لي شنو هذا قلت له راني قعدت معاهم وهك شوف قلت له هكا جست شديتها كعبه شراب نفدلك ونعمل هكا ونقرطع زب ورمها على فرد جنب في وسط الفيديو هكا الادله وانت وهو وقتها هو قاعد يقول بوه اللي راه ما شربش جست عمل افاسي هيستوريك كونفرساسيون لا عمل افاسي بور موا كهو مش بور لسكول لا لا روتيري ونحيت اللونات قلت خلي باش يجي خلي يجي وما تجينيش فص في عيني شنو هذا قل والله راهي غلطه وماك تعرف كروا عليا والله جربت هذيك اول مره واخر مره عملتها وفي الفيديو يقول لهم لا فكرتي ولا مش فكرتي انا ولا مش انا وين هذه قلت له في الحومه انت زاد شيبهم الحومه قال لي تو تسميهم لي واحد واحد وكان يسمع شكون شكون شري لهم خارج بالفوتكات في الفوتك فوتك صار يحب على سامي وال قال لي سميهم لي واحد واحد باش نمشي لداره ونفيق الوالدين وولادهم فاش قاعدين يعملوا في الليسي هذه فضيحة اون زون او الناس كلها الناس كلها مناضل مناضل مش مناضل 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 شمس الدين فتح الدين خير الدين صبهم الكل ايه ما حتى اسم صحيح ما وقتها كلهم جاوني بالدين حسين فتح ما نعرفش هو كان قال لي عاود سميهم مره اخرى تو حتى بنات سميتهم بالولاد يا اخي هو في الاخر ما عمل لي حد شيء اما بيان سور العقابات تاع الفيفا هذاك لا مصروف لا خروج لا تكور وعاقب اربع سنين ما عندكش الحق تاكل بالواقفه بالقاعده تمغض ما عندكش الحق تعمل من عاش تتقرع هذوك كل العقابات الزبي وفات غادي شدنيش نسكر انا مره روحت بالعو في اسبري مش قلت لك العام ما عادش باش تشرب يا عاد بابا في الليسي في بالو بطل شرب مسكين والله انا ليه واصل تحيه لي واصل عايش خويا ترويحه البوخه هذيك راه حكايه روحوا لعبنا موسيقى في لفايت في ستح روف توب جروبيت قداش عمرك وقتها 22 21 نيك في البوخه روحت للدار في بالي مخ في بالي تاع جار ما ساعتين ما ثلاثه تاع لي مريقلين هنا مريقلين مع طلع العائله راخده العائله راخده انا ربحوا بيلعوا برشا مروح جو ميرسي على 31 دينار انا مروح مع زوز اولاد يذكرهم بالخير زياد بقى فول زياد بقى زياد اللي عنده اللحيه ما يغني هبطنا بشمبولو في الباركينج تاع دارنا كي هبطنا واحنا من بلعينه برشا كل واحد قاعد يحكي مع الاخر في حكايه وكل واحد مشى بلاصه يبول لا الزبورة ما كان اسمع راح زبي تو غدوة هذا الكل العشرة بتاع الليل امي طول من الشباك ترى فينك فتفرقنا وزبزبوا على بعضنا كل واحد شاد باش يشبي بول في بلاصه وطلعت للدار وحليت باب الدار بيان سور راني الكوبا لهنا انا ضربت في البلايصه كلها للكوبا الا في الكوبا كان بعد كي ضربت في الكوبا يسحر هاري بوتر وبعد قلت لي بعد البخرة ما نشكر ما ننصح بها حد عمري ما جربتها في حياتي ما وكمل صحيت خليك في الجهل حليت الباب هكا نلقى زوز قدامي نعرفهم امي وبابا جارديان سيليست الله. حتى فسامي هي بتاع مساعتين تاع العشرة قلت تحشي انا داخل هكا ويمين يسار بالحق راهو مش يمين يسار تاع قحيب راني قاعد يهز هكا والضحكه ما تنحاتش خاطر نحس في الحشوه وعيني حمرة ونحب الرد خاطر دخلت بعضي بلي دقيقه سؤال شنو البوخ البوخه سي اون ليكور دو فما تمر وفما فيق اللي هو كرموس كرموس اما تفتخك ترى تقول ميمه ابو خبزه جوست تحرق جوست تحرق
دوكا. هايلة 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 هايلة. حطني هنا وكهو خليهم يصفقوا حطني هنا. هايلة 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 هايلة. دخلت بعد هيك امي بابا بابا كل عبيد يحب يحافظ على قدره دخل البيت وسك الباب. جاتني امي قالت لي شو هذا ما كل اقوى من مالينوار مثلا متكيف عندي جمعتين كيفت لدومي كيفت نيك قلت له شو قلت له ريد بول ايه با اقتنعت قلت له شربت برشا ريد بول وهذا ريحه الريد بول اقتنعت انا قاعد هكاك ودخلت بعضها دني خاطر تعيط ريد بول اي اي ريد بول وترشقت الباب وش هي حالتك هكا بدري شنو عيط لي باب قال لي ليث ايجا ايجا مشيت له يزور لي ريد بول هو متكي في الفرش هكا لو باران وانا نضرب وانا واقف قال يخف بالكدا واقف قلت يخش بيك ترافيق عاد تفهمنا احنا من الليسي وانت غدرتني حيط حيط منيك وتروح للدار هكا وانا نصلي ونقول له بارد بول قال لي ليث انا طبيب والحاجات هذوما يجوني ديما يجيك بالحاجات يفرق بين الزبي عبد بيلو وعبد صاحي كمام فانسان جوست فما قال فما شكون قال لطف على ظهرك يا ليث خاطر كذا اللايف عليه ساشا مورنينغ رايز ميرسي بوكو يا برو انا عامل هكاك قال لي شنو غدرتني وانا نصلي لهنا والملائكه وانت تدخل لي بالع وهكا وما ربيتكش هكا وهذه غدره كيسكو جي في برجوليش حسيت كيسكو جي في جي ريبوندي سور سا الله الله الزبي اسمع الفاز كيفاش لقيت انا وقتها نخدم موسيقى عام بالسرقه خاطر ما خلونيش نخدم في البيرة وهذا الكل في جرتكم انتوما وانتوما ما خليتونيش نلعب موسيقى استنى استنى وليت انت بوزيسيون فور اي 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 وقتلتوا لي طموحي ما قلت ربيتك يا برو ما قلت ربيتك هاك في الداخل برافو انا خلينا نحكي لك قبل اش صار احكي لي قلت له هو يحكي يحكي قلت له بالله دقيقه انا ذا كل ما زلت راني شاد مانيش بالعه قلت له بالله دقيقه مشيت للتواليت النار شريزه على البوخه ردت البوخه يعلم بها كان الرب رجعت البيت هكا ونمسح في اموري بدنيتي قال لي برا برا دوش تغدو نصلك تقرا في اسبري قلت له ليه ما يسالش تن لي قال لي غدو باش نوصلك انا شوف اللي تعرى وحبي بعض مشيت دوش بيان سور مش كيبي عند الطارب الاخضر الدوش نحكي لكم على الدوشه كنت سيزويت في الهواء نهبط الصابونه طاحت نعاود نعمل كنت سيزو اخرى ما تسمع كان الكازو زيل صبا صبا كل ما نطيح نضحك نكتلها امها زدتني في الشيخ دوش ما تعملوهاش بعد ما تذكروا الاولاد راهي تزيد في الشيخ كملت هكاك الزبي وعملت العركه بتاع الموسيقى وثنية كامله وخذيت وقتها لاكور كي تسكر معاش تروح زبورم للدار اوكي كاب ضرب ذا مايك ضرب ذا مايك ما ذيك ما نجموش ضرب ذا فونتيلاتور والحمد لله من وقتها واحنا متفاهمين زبرات كبار كي نسكروا ما نروحوش للدار وجونا به ثلاث ربيع نكهاب بالله والله يتبارك الله ليكسي لايف ملا ستوري تيلينج يا صاحبي ومره عندي برشا حكايات جوس بربشوني نتذكرهم تو الناس برشا 2100 فيوز 2100 فيوز ماشي همهم تو حتى 10000 ماشي همهم والله بالرسمي برافو والله مليار دونيشن غير ابو بربي ياكل لايك يا شباب ما تنساوش ينعب بوزينكم واحد واحد اني واي كمل لنا لجلوجه والله شكونك في الفينومين تاع زبي هذا انا طلع يا دي ماهوش هكا في اللايف في لايفوك نحكي ما عنديش المساحه لا خاطر ما عنديش المساحه دائما نجمش يحكي على راحته خاطر كي زوق عادي غسيل يدخل يغدرنا وعنده ألف حق قمع القمع في دار لوج اللي عنده الحق خاطر الجيران صايب عليك من لوج صايب عليك من لوج هنا تحكي شكرا لي شباب عندي انا تحكي ما تحبي ايه ما تفهمنا انا ومن دارك وحلك لي ماتيزورك وما يكلمك حد وببسه بحذايا وببسه بحذايا متحير عليها صلي عني بي باهي جوست فما فيك نيوز اللي تعدت عديناها هذا تعديناها بقول فما فيك نيوز قاعده تدور في السويد ولا السويد قال لك عملوا شو اسمه وردوا النيك سبور قال لك ردوا لو سيكس سبور شنو فما بطوله وكاس بطوله فهمني ذي الارتيكل اللي عبيت تبعث لي فيه سمح لي سمح لي ما تفهم شكون الاول في النيك والاخر في النيك الزبي لايك مريك مريك راهي هذيك سمعتها قلت استنى قلت استنى يا ودي هذه اللعبه الوحيده الفائده في المشاركه يا اخي والله ما يهمنا شيء سفري اما يا برو يا برو يا برو يا برو لحظه لحظه الاخر في النيك الاخر في النيك راهي مريك سويت بالفيزا شنو سي بان بروبليم سي بان بروبليم الاخر في النيك انا ما عنديش مشكله فما مريت بتاع ثقلات بشكور هاي تبقى تيري كبا تيري كبا كذا تيري تيري all eyes on me دوك حبيت اثبت بالمعلومة خاطر ظهرت لي ياسر كبيرة باش تتعد ايه جوست طلعت الحكاية فما شكون عنده فيدراسيون تاع نيك
عامل فيدراسيون وحده كلوب فهمني اه وحده هذا يبكي بالقسم عامل تشكيله عامل تشكيله عامل تشكيله وجاب دي زاكتريس ودي ناحي جن العاشق اي ناحي جن العاشق فهمني ولا و وجوست قدمها في شو اسمه في الوزاره نتاع سبور نتاع السويد وقالوا نحب نولي سبور ركني اوكي هكا هو يا اخي العباد جدد عليهم اللي في السويد ولات العباد داو ترينيو العباد مهدي مشفر جاي فهمني ولا مهدي مشفر جاي هذا حطوني رئيس جامعه مهدي مشفر ديما منورنا بالتدخلات على النيك حبوا النيك احلى سرور تي وينك السلام عليكم بربي لحظه برك بربي لحظه برك حاب نقول كلمه مثال شلج بربي على ذكر الدونيشن وكل فما شكون يعرفني هو تو يغزل لي في عيني قاعد فما يدونيتي لي في الاوف انا واللوج وقف معنا امور التبرج فينا اخويا في الاوف يبعث لك دونيشن فل يبعث دونيشن وكل ميرسي بوكو هو ما يحبش نقول اسمه ميرسي بوكو اخويا الغالي بالحق ربي يخليك بالحق ربي يخليك ميرسي بوكو اسمه ليث اسمه ليث لا باش يبدا اسمه بنا حرفك بالال بالال بالرسمي اسمه بالال حرف لولين ال لطفي عايش في وينك اوتوكا حق ميرسي بوكو على سوبر برو دونك جوست حبيت نصلح معلومه خاطر بالحق بعثوا لي برشا مش عبد مش اثنين دونك حبيت نتاكد منها مش اربعه دوك هذيك اش عنا نحن اليوم في الاخبار حضرت لكم لعبه لعبناها اول لايف ماذا بيت شارك معنا سي لايف نتعديو الريبريك تحكي لكم اللعبه تفسر لكم اللعبه نلعب انا والكومنتريات كان يقولوا اي نلعب يقولوا لي نلعب كيف فارغ باش نلعبها قالوا ما قالوش تو سالتهم اي هاي نقرا فيهم اي 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 بربي ليث العب هذيك قلت لك بربي ليث العب شو اسمها امل باشا امل تكره سير تتفرج عرفتك اللي سير امل اكثر وحده تكرهني شكون مالك بنتي النار احلى مالك ميرسي بوكو anyway شنو هي تعملوا تحكيوا مغربي وما تخلصونيش علاش شنو ما تسالونيش ما هو البروفيت بتاع البروفيت في اليوتيوب بتاع المات وزبل كلهم مغاربه اشتركت سوى واحد مع واحد لا ديريفي هي اللي جات ديريفي صعيبه فما تونسي تكي اكاديمي زاد تونسي شنو هو حتى تكي اكاديمي راهي قديمه احنا لو طفل غلطينا اي الاهبش قولك علاش هو الماروكي انا راني هكا شفت الماروكان معناتها فما برشا دروس وكل متفاهمين اما علاش قال لكم هندي الهندي انفورماتيك انفورماتيك يا خويا وات از توداي وي ار ليرنينغ تو دابا محياتي الهنود انا مت بال اوكي اما واش قال لا ديريفي ديال واحد زوج ثلاثه عاود اشتحر ضح اشتحر ضح يخرج لك اكس بلس 2 زبي ملي كانت هكا وتفهم حتى عصب ميرسي يا تيوين انت سعيد شوي مش ان اون فيت اللعبه عدينا اللي فات عطينا الجينجل عطينا اسلامه جينجل خدمتك ذا بلوتوث ديفايس از ريدي تو بي اوت هذيك ليله هذيك اللعبه ريدي تو بي اوت اكل كيت اللي فيه بلوتوث ب 15000 وكاليتي كي نامي اما كمان يخدم تسمح الاغنيه ركزوا معي اللعبه تسبلمون تيوسكو محليه هزبي خمل عليه هز لايف على كتافه والله ظهر ولا بيه ظهرك لبيه كان يخرج ليث توا كان يخرج ليث توا نتيحوا 23 فيو والله مسك الاولاد باهي اون فيت ترجمت اغنيات وعديتهم للجوجل تراد وانتم تو باش تطلعوا شنو الاغنيات خلي لايث واحد مش خلي لايث لايث خاطر ارتيست وهو زعما مزيك جو يفهم زعما لايث وعدو يمكنش تطلع زوز الاولاد يعني كم عمري ما حفظت حتى اغنية اسمع مره الشانتور في صعب زبوبنا ما حبش يجي تعاركنا احنا وياه قالوا لي لايث انك روحك اطلع غني في بالك عديتها جورج باسوف حط الميكرو في ضبوتي ونغني مع الببليك ماني حافظ حتى زب ورم غنايه اللي نلعب معاهم عندي عامين وانا ميكرو في ضبوتي اما حافظ اما باربي جيرل صلي على النبي حافظها وطيبه زاد نغنيها لك غنيها ثم بعد كمل بها كراوي يلا سيدي يلا اعطينا الغنيه الاولى باللحن ولا بالكلام كلام ويسرست الجوجل انت سعيد زورا وتتبادل قيامك إنه عالمي كله وأكثر من ذلك بكثير وحدي أصرخ باسمه عندما تأتي الفوضى وبعد ذلك ينهار كل شيء عندما يرحل أود أن أخبره كثيرا لكني لا أجرأ هو الذي يجعلني يدور في الفراغ الفراغ يدور في الفراغ
الفراغ غزل في الفراغ يجعلني أدور. برافو برافو برافو. نونانا كومبانو نونانا. بالانجلي ولا بالفرنسي؟ باهي اوكي على باز اوكي. باهي داكود وباهي جست حاجة برك مادام 2000 يتفرجوا شباب. 2100 فما ليليا نتاعنا نتاع تروفو أنا واللوج. وانستغرامي. والانستغرام نتاع بوبس. وتروفو تتقاوم عنا نحن الزوج. بالله انستغرام بوبس. بالله انستغرام بوبس مسكين. والله تو فرحتوا بها الطفل. ما تفهمنيش أصلا اللي عاملها انستغرام أنا. بالله في ديس في البايو في البايو نتاعي فما انستغرام حط لي الزبي في الشاشه اهاكم ليليا شباب دونك هذوكم بالله انا بعثوني النايك لحظه برك لحظه برك حازم مجاهد ميرسي يا حازم ربي يخليك يا برو دونك فولوينا شباب فولو انستغرام بوبسا اي انا بعثوني النايك مثال يدو في الزبي لايف بوبسا بعلا. بوبسا الاهم بوبس دو لابرادور الاغنيه اللي بعده بالانجلي ولا باش علي بشويه برسم الاغنيه بالباس بالانجلي تفضل احلى في وينك Mon anaconda non, mon anaconda non, mon anaconda n'en veut pas sauf si tu as des petits pains. Chérie, un garçon nommé 3 vivait à Détroit gros, gros, gros argent. Il recevait des pièces, était en fusillade avec la loi, mais il vit dans un palais m'a acheté Alexander McQueen. Il me... مونا كوندانو مونا كوندانو ماشي كنا كيفاش كيفاش دونت مايا كوندا دونت هذيك هي خرا دانو دا 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 رجع الكرشي ما بدناك الكرشي بالك الاولاد من كثر ما سمنت عملت فم في كرشي والله عملت فم في كرشي 31 درهم عند مين في المريه ولا الكل عندي فم في كرشي علاش عادي فاز هذه تعرفوا ايش انتم ريت هذه انا زبلت هكا استنى انا هي الاكبر ومن بعد كين سايد هل انت اكبر كيف انا ديما اكبر ديما الكبير انا اكبر في كل شيء لوش الكبير الكبير ربي نحن عباد به زيدني الاغنيه المواليه باهي كي نربح شنربح الغني ركز المواليه صعيبه لك اما الببليك يعرف انت باش تربح المواليه صعيبه ياسر امشي سهل لك غنيه على باس بالانجلي يلا طب نعطيك شويه هين تويت كل صلاتك أيها الصغير لا تنسى يا بني لتشمل الجميع أنا أضعك في الداخل أحميك من الخطيئة حتى يأتي المنوم النوم مع فتح عين واحدة تجتاح سادتك ضيق ضوء الخروج أدخل الليل خذ بيدي نحن في طريقنا لعدم الهبوط أبدا هناك شيء خاطئ أغلق الضوء الأفكار الثقيلة الليلة وهم ليسوا من بياض الثلج أحلام الحرب أحلام الكذابين أحلام نيران التنانين ومن الأشياء التي سوف تعض الاسم الوحيد اللي حافظه في الميل انتر ساند بان طبعا تاليكا سلسة محلي والله ماني حافظ حتى اسم عندي برشا ما سمعتهمش الزملين عالت ثم راني تضيعوني والله ماني حافظ تحيل ميتاليكا هم متابعين وفيين للشلبات فيهم والله السبوم عندهم ما يعملوا تورنيه هما اون بلان تورنيه راهم يدوا في الكوليس قاعدين ميراث ما تفرجوش فيكم تفرجوا فيكم ايطاليكا يا ما لا يتفرجوا يعطيك عصبه ميراث كل تايم هذاك الكاسكيت تاع كل تايم لا 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 كل تحيه لسيف وملك وانا قال لي جيمس هيتفيد ديما العصبه لسيف وملك تحيه مايك كل لارس خاطر هو الوحيد اللي عنده تليفون سمارت فون الاخرين كلهم ما عندهمش تليفونات دونك يركشوا كلهم يتفرجوا فينا في بالك لو جاي من اللي بطل دخان ولا قحف ولا قحفر دخان لا بطل يشريان الدخان بطل شريان ولا قحفر دو فيب اسمع عقد زبي عقد زبي شنو هكا حتى اللي العبيد في الاخر نعطيهم حتى التكحيف في الخارج اعطيني كاميرا حتى اللايف زبوا رم الكاميرا حتى اللايف اللي فات هكا راهو دهمه هيت سيكا دهمه هيت برك في قحفوا الدخان في العالم المتقدم يقول لك انا اعطيك 1 دولار خاطر ما يبيعوش بالديتا يقول لك اعطيك 1 دولار و 1 يورو اعطيني سيجارو احنا في تونس ساعه عنده كل اللي يبدا يحشي فيه يبدا جايك ساعه عمل لك هكا اي 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 نسيتو شاتي بريكية بلي سيجار وبريكية نسيتو انا عجبني مرة فل في الشارع وقف لي قال لي عندك بريكية غليت دخان الولاد قال لي عندك بريكية عندك بريكية قلت له وين تفضل قال لي عندك سيجار بالعكس اي بالمقلوب جات قلت له ليه هذا بتاع قلت له حط يدك هكا خلصندر انا بالرسمي اخطت فليك يكرزوني العباد نتاع اوه انا دي زبي نسيت دخل في الكهرباء نسيت في الدار نعزك امك القهبه مع نعدين زبي ما عادش تنسى نيك امك زب ليه وحد باهي تنسى ساغي احلى رياض سبحان الله سبحان من لا يسهو ما تتكيفش ميستو اش وبروك لوج ميستو اش وبروك تاع ميستو تاع دينار وخليل 6000 في راس قال لك يبوسوا لي يبوس لي في كرارزي اختاروا شكون يبوس لي كرارزي فيكم ايش
جبت عليك يزي ما بدا احشم احترم نفسك انا ما وريش بلوس 18 انا نيكوبان باهي شباب خلينا نكملوا الغنية الاخرانية عبدو باهي باهي شباب لورد ها هذا يا نسيت استنى 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 قدام العباد استنى اتذكر استنى ما نقول عبدو شباب 1300 لايك هيا نوصلوا 1500 هيا في الغنية قداش ما تشبعوش باللايكس كيما كطلب ركيكك اللي نهار كم جيعان من صباح الليل ويطلب الفلوس اما ودنيا ما براكول الغنيه جايه بالعربيه لايكس يا فليث هما ستاتس يريكومونديو لك لايف ويت بروشينمون وتبدا باهي معناتها الالغوريتم تاع الشان ما تغمزليش نغزل لي في عينيا عندي عندي عاد ركز عاد الغنيه الاخرانيه شوف شو يحكوا في زبوب une nuit et aux nuits à quoi vous fait-on ressembler et ils m'ont dit non non je suis jeune et triste dans mon cœur nous aimons voler et survoler ils aiment me couper les ailes votre fils Rani étouffe et tu demandes mon pardon c'est tout boueux c'est tout boueux ونزيدوا الاخرانيه كيف كيف بالعربي كل غريب شكون اخر واحد اخر واحد اخر واحد انا نسيت كعب يلا Comme tu es adorable, incroyable et plus étrange que la fiction, comme tu es adorable, elle possédait tous les charmes de la beauté, tu m'as charmé. Tu m'as possédé, laisse-moi juste te suivre, j'écris des mots, je veille quand je dors, quand je te vois, je t'entends, tu m'as changé en quelques instants. Tu m'as possédé en quelques instants, tu m'as fait manquer tes yeux pendant un moment, tu m'as charmé, comme tu es merveilleux, tu m'as rendu... Comme tu es adorable, incroyable et plus étrange que la fiction, comme tu es adorable et possédais tous les charmes de la beauté, tu m'as charmé. Tu m'as possédé, laisse-moi juste te suivre, j'écris des mots, je veille quand je dors, quand je te vois, je t'entends, tu m'as changé en quelques instants. Tu m'as possédé en quelques instants, tu m'as fait manquer tes yeux pendant un moment, tu m'as charmé. لا 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 ما عملوش بالترجمة باي سحرتني بلحظات هاي شقعد لنا اخويا الغالي في برشة حين هاي ما اروعك ياسر سيبها سيبها الطفلة يزي ودي كان هبطها دوبي الفاتروير وقالوا متحرش هارسمنت لا لا انا جوست متحرش نارسيسي بغيغ نارسيسيك اخي مش هو في الكليبات كان يجيب عباد اخرين يمثلوا ويغني لهم تذكرش هو الزب يمشي يجيبهم لعباد كادر وفيه امان امان ستوب بدي شيمينج امان قديش ويتمني كشف كرشو هو قبل ما يتمنيك على هذا الشعيل على نبيل شعيل نبيل شعيل كان تتفرج فينا تخرالي فيه وظل يعمل عملية وضعفه الكل هو احسن جسمك رحت الجسم باللي ضعف راح قصوا له صوته معاه بوبوكي ميرسي على 10000 العقبة مية اللايف ليث ارجع لنا ميرسي رجوع الربي واحنا نعملوا له كرسي لان تدخلات تي برا نايم باش نمشي نحل مشروع وحدي برا حل يا ولدي برا ستري رونتابل تفرج خدش من لايك معناها باه دخلنا هاي دخلنا فيها لج 75 ولاد هيا قالي قلت لك جنجل جنجل عسلامة جنجل تعرف الفونتيلا تلحج البيه فيه من قبيلة تخش عليه في بيس داتريساج الطيارة تولى هبطت ما نعرف ايه باهية بربي تيكي الزبي اللي تعديه انت جهد شو مسخنها ديجا الجهد اللي تعديه انت هززها اكثر من صبا تشنو اتنيك في الراس خلي عندك وردك شدك شعرك هباب غوريلا بود غوريلا بود هاي شكونو تيتنيك في الراس هاي نيك راسك وعلى نيك في الراس ما صار انت هكا كنت مقبلك مش عارف زب ورمه هذين الواحد اموا ينحي شوي ستريس من الباك ليش نفضح كيت ستريس الباك بربي اي اي نحات ليلى ولا ما هاي والله اللي عندك انت ضيف انت ضيف تفكر لازم اللي تزبي على الضيف تفضل خويا تفضل به شباب وزيلا شكون بربي تقرا باك خويا تعدي برا امشي اقرا على روحك يا صاحبي برا اقرا خلي كانوا خدر توا فما عباد تحضر مش لازم تشد تحضر سقم كل شيء خدر زايد تيما طيح شابيتر 3 وطيح شابيتر 4 باش يجيك وزا مشتا 1 و 2 باش يجيك 5 و 2 وبقدر ترابي حضر يجيك 5 و 2 باش تحشي لك قد ايزي بلا هو ابن نتاعك قدر تربي بقدر تربي تهزها لاباس ربي معاكم ربي معاكم اي اي لاباس من عاش غدو اش تعديه غدو اش يعديه شباب باك يكون اش يعديه غدو باه اول عندي جو الكل لايف ويت شرب قفيم باه نجاح بدي زويت يلا نبداو قال لي قلت لك فرونسي طلب حق قال لي تقول لهم نيكو كليم هو نيكوني ساعة نبداو في قال لي قلت لك فيلو سهل الفيلو فيزيك وفرونسي لاباس برجولي تحشلك باهي علاه هكا يزي سيبهم بليد وركيك
والله يا ديزون باش تبدا تضحك على روحك، تقول الزبي استريسيت من الباك اتوكي، تبدا تعرس وعندك صغار ونهار اخر ما توقفش في فرشك وما تلقاش خدمه وتبدا بطال وعايش في داركم، تشوف الباك قداش يضحك. ربي ديما عامل لهم مساجات تاع موتيفاسيون، دابا ديما عامل لهم سباب سباب. نحبك وحش، نحبك وحش. المال المات نيكم المات نيكم والله فيزيك الفيزيك فديك نحكيو سيريزمون دقيقتين. والله يا عام اخر باش تضحكوا على رواحكم على الباك، واللي قال لكم خذ الباك ترتاح يحشي فيه. راهو راهو الباك سي ان اكزام كيما عديتو الزب ساكن هيك كيما عديتو في البريمير دوزيام وتروزيام في الليسي نفس الحاجه، جوست البروغرام اتول راح نضربوا لافيتي لا بليت كي الزبي وماش فما قدر في حد شيء. وين هذا عيلتي باش يسبوني دونك بالنسبه لي عيلتي باش يسبوني عطر في روسيا عرفت طرس يلعب دلي وقت قال كميا انا عائلتي انا باش نروح لدار عائلتي باش يسبوني شقت في البلكون نبكي حاسي الاولاد والله بالرسمي والله على قد ما تاخذوها سهله على قد ما نعطيك حاجه تستريسي تحشيلك على خاطر شتر مخك باش يبعثك نايك وبالله شلي كنت تتفرج تكلم في الزبي كيفاش نهز على سماك مشيت شي تنايك هذا شلي خلنا نفضح زكم يسكن في باريس عنده الفرش سوبر بوزي على الدنيا طاح زب ورم الفرش خاطره صغير عمره عامين الزبي خاطره ناقص الزبي في مخه طاح من الفرش كسر ضلع ولا واحده فيرتيبرا فرحان يكلم في النام ميتا بكشي في بالوش انت في لايف يا عسبه لي فما شكون في بالوش انا في لايف والله في امي قالت لي شكون البارح اللي باش يفكك من عند شو اسمه قل هذاك دهمه وفكي فكني سي خلي هذا اللي ما عنده ما يعمل قاعد عامل هكا الدار اصبر حاجه تصير ويتفرش الزبي في لايف ديك كاس كريم شل ان شاء الله يتناكك انا عم الصديق زبي الزبي تصور مايك نطلب واحد صاحبي في لايف يطيح لي قدري هكا الزبي صعب وصعب وزاد بعث لنا فيديوهات من رجله تليفونات بعث لكم زوج فيديوهات هي كثير ما غير ما سميو الاخر ياسين 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 سعيد يسكن زاد في باريس يبدي قال بعث لنا ثلاثه فيديوهات قلت شنو تنيكو كي سرمو باش نموتوا بعث لنا فيديوهات ضربوا عندهم شهرين ميكلو واتو واليوم ماشي دونيتين كلمته بعد دونيتي وانا ربرب علينا قالوا كذا قالوا هكا يلعن كذا من كذا صافا هاي برا عاود جنجل بالله قال لي قلت لك عاد انا جنجل قال لي قلت لك دخله غلطه والله غلطه في راس احلى في راس ياسر بالاخ يسمع تبعت ما انا كي نبعد تقول لي اخر بخاطر ما يسمعوش وكي بعد باش يسمع زبي حد تقول لي سمعي وليت تسمع هذيك كي بتقول كلمه زايده في الدار الزب سبايسي كاندي قال لك عملت بوز من عاش عمل ولا عمل بوز من الضحك من اللايف بوز ما عادش نجم تو تتفرج فينا بالمخ اي مرج فينا المخ ما انا نجم نقولوا لها اش فما في المستقبل اي 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 يلا نبدا يلا نهرح نهرح الوقت باش يولي مش عارف نقرا من مونجيل يلا نبدا نقرا و... صحيح عندي تورناج على الصباح على السلامه لجاي ودهمه وليف انا لا لا ما قالتش ديما ما يسلموش على زبي اصبر على خويا على السلامه لجاي ودهمه انا من الكابتن اللي تبعوا فيكم من ايامات اللي كان لجاي بشعره وقبل ما دهمه يسمن يعني صافي لونغ تومبس اول حاجه نحب نبدا بالطحين الحلال ونقول مخك عجه اكثر من مجرد شين يوتيوب برشا نعتبروها هربه من واقع بليد وقيد تحفون للاسف يتعدى معاكم فيرتوالمون هذاك عليه ماذا بيا ما تغيبوش على الكوميتا نتاعكم بارك الله فيك ميرسي ندخلوا في الحشوه والزمم سيلفان نتاعكم عنده مده مريض بالوحده والوحده هوني تلم الاصحاب والطفله اللي حبيتها بعد ما كنت على مشكون نرضى نبنك ونعمل قهوه توافقت اقرب العباد ليا والشيء هذا مخليني نفقد لي روبير نتاعي وننقص ثقه في روحي وتريب منيك ان شاء الله يعانيوه اللي يتفرجوا فيكم ومش عاملين ابوناء ومش مفعلين الجرس اللطف الفان هذا كيف ما يقدس العلاقه العاطفيه بين الطفله والطفل والطفله يقدس نفس الطريقه الصحبه وتغيدوا على الاخر كي يرجع عليه زمان وعشره 15 سنه تمشي كيكه بغض النظر شكون الغلط والمشكل انه على ما نحب اصحابي ما نجمش وما نحبش نعمل اصحاب غيرهم رغم اللي ما عنديش حل اخر خاطر هذوما كعبتين تعداو ما عادش تعني لهم والبرود ان يكمل كره وحتى كان عمري 24 سنه لو فات دافوار لينيرجي مره اخرى صعيبه على الاخر في المواضيع هذه وخلي عاد باش تعرف طفله جديده وتبدا معاها من الاول الباركور مانيش عارف شنو نعمل نستحق نصيحه هذاك علاه جيت الاولاد جيت طول العباد نحبهم وعندي ثقه في رايهم وتجربتهم سورتو واخر حاجه ما نجمش نخبي اعجابي بصحبتكم انتم زوز بون ما فهمتش فاش يحكي صحبتكم انتم زوز خلاف الخدمه اللي مازلت باش تقعد وتشن على اليوتيوب وتشلبق مخخ اللي تبعوا فيكم وميرسي انفينيمون
والله بو ميساج ماني انا خاطر قاعد نبدل ديما في كاس لا 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 بي بي قلت مثال شلو جاي يقول لي ديما يقول لي علاش ما تعديهمش الحاجه هذو ما قلت وي اخترت حاجه باهي والله اش تحب نبدا انا ولا انت عندك مدخول انت ولا تيتونفو انا باش نموت بالسخانه اه به طايح الدوله خذ الاناء ما عطيوش في لغدوه به جوست معلومه لصديقنا ما قالش اسمه لتر غدوه عادي ركز معايا ايش اسمه صديقنا ما قالش اسمه اللي هو موجود اسمه في المات في الواحد وقال ما تقولش على اسمه اوكي ريم عام تحيه ليك مسيو انونيم تقال تسكت تيزي تعليه هكا انجينير يدك في السبي انجينير يدك قريتهم لزنجير قريتهم عبد طالب نصيحة راه ويحكي سيريو على الاخر انت ما تلزمش تكون سيريو درجين احسن روحك فينك تيس وقتها انا نقرا في الميل وانت ما تدوش غاديك فونتيلاتور قاعد تتشمس ولاش من عصبه تتبرد دونك احترم معايش خويا خلينا ننصحوا السيد يا اخي اكل ماما زبي تبدل كاو قريبيو في اللايف كاو عملت من الكاميرا كاو فيك تكسع من الجو كاو يس انا يا كاو اي نعرف نفسك تعطي يس سيري انجينير باهي لا خلينا نرجعوا سيريو الوجيعة نتاع الربتور وك الفراغ اللي تخليه العلاقة حاجة عادية امبريس هذاك شنو لازم نقول امبريس للاخر عادي انا واحد من الناس عشتها 4 سنين من مخلوقة ما نجمش تنساها وعادي صغير سي نورمال هذيك كيفاش يقولوها هو اللي كيفاش اللي ما يقتلكش يقويك بالضبط وعادي سي تون اكسبيريونس باش تخليك نهار اخر مع انسانة اخرى تكون حاضر وعارف روحك وعندك دي روبير ميسلش ذي توا شوية أمل مهم قرد أن أوبجيكتيف وميسلش مرة في الفيل أعمل جارية باهي الجري اجروا اجروا ليه مش الجيم برا اجري خطر الجيم كومنتمنت كبير أضحك مينش نضحك الزبي توا مش قاعد نضحك تتفز في نمي لويه إذا استفزك تتخلي في بلاي يحكي بلاي خليك والله عجبني كلامه والله عجبني كلامه دوك يلو برو أصحاب راه وشوف أنا توا أنا ودهميني عنا شلة بتاع أصحابنا قعدونا 3 يظهر لي 4 من الناس أبار أنه قعدونا 3 و4 من الناس حتى اللي قعدوا صحيح هو كلها قطعت أما حتى اللي قعدوا رانا نراو بعضنا بالحق في المناسبات معنا أو عرس أو مقابلة مرة في الفلقاو حتى واحد يعرس من أصحابنا دوك مش في الأخر راه باش يقعدوا لك أو بلي وصلحوا لي كمتمنت هالزبي كمتمنت صحيحة ولا لي سايبوا زبي نايك شنقلب زبور ما هي عاد هي على الزبي زبور من اللغة المعفتة يا اخي نحكيو انجليزي ليه نحكيو عربي ليه سايبو زبي راكم صالحوا النمي انتم بلي دقيقه كومنتمنت هزي هي او شنو زلفها غالط كو خاطر كومنتمنت كومنتمنت ما قول لي صلح لي انا مخليني ها هو نسيه عايش في الامريك في زك نيويورك في زك الانجليزي في نيويورك الزبي ريتك البلاصات ام هما وحده نتاع مترو هو عايش في زك هذا السيريو اللي كنا نحكيو عليه توا ايوا بارابو شاد زبورم وحده صافي قد زبورم في اللغات الكرون في زبورم شوت هذا بالراس اللي مازال يصلح لي لغه راني طايح وين يسكت في اسبري تشرب تشرب بيه شي الفيلم اللي عملته هذا الكل ماك ما تعرفش تحكي باللغاتك هاو وشكون صلح لك وبركة صلح لك صلح زبي حد يخوذها ما نصلح ليش ملا معقد شو عشت ياخي ضربوك باللونجلي قبل لفوها على تربته باللونجلي فاكيو فاكيو اه فاكيو ما نحكي لكم العقدة بتاعت اللونجلي مسكينة داكيو 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 ما قالك الايفون مش نحيو الفاز هذيك تكتب فاك يحط لك داك قال لك ما عشت كرزو قالوا له تقولوا سبوا بالعربي تقولوا سبوا بالعربي بلي خلينا نحكيو على اللذومه اللي حس ما فهمته خاطر والله قبيله كنت تبرد مش قلت احترام سيده ما في حتى حد اما الزبي قاعد نموت ولو جاي يعرف نمي كي نسخن الزبي نيك واحد شو اسمه هذيك جوانت كولاس في راسي شوف نسيتك البارح شنو اش قلت لك لبست اخف زبورة تطلع بالشمس نيك نلبس دو بيس هطب ليه معناها نحكي ليه يا ودي نحي مريم هذا في قلب موضوع تنزل فيه شد معاك منيك في قلب ما فهمت نضحكوا فلك ديسبسيون اموروز صارت له هكا ولا وكل عشناها واصحابه اللي ما عادش العلاقه جمله موجوده مع اصحابه معناه ما عادش موجوده العلاقه اش معناه ما عادش موجوده معناتها ما عادش يقعد مع اصحابه كل ما عادش موجوده هكا بشوي تقلك كبرنا وكله تبدل كل واحد خفصل انا كان عندي ظهر لي عدد بتاع اصحاب
خاطر احنا وقتها في انكتوز بار اكزامبل كيبدا الكلوب فيه 90 عبد ولا 80 ولا اللي هو أي. ومع قرايه الفاك معناها عندك ديجا ملك لاسوم الفاك نومبر يدوخك معناها انت امبوسيبل نهار تحير تقول بعدكم باش نخرج اليوم نجم تخرج من هنا لعامين اخرين مع كل مره عبد ولا كل مره جروب كي خرجنا من الفاك وخرجنا من الاطار ذاك اللي هو بالسيف قاعد يلاقي فينا في بعضنا قاعدوا في حياتنا ثلاثه اربعه من الناس اللي تو نجم نسميهم لك معناها فهمت وسي تو تا في نورمال اما منهم طلبك بليك وسبيتو وسبيتو هذاك نشوف قد نعز معناها الصحبه قداش نحترمنا دونك ناخذ الموضوع هذا راه سي تو تا في نورمال على قد ما كنت تقدم بالعمر يا خويا شوف بوك وامك وشوف ديما تلقى واحد ولا زوز في حياتهم الكل تصور بوك عايش 60 سنه يجي نهار مثلا في العيد يعيد عليه واحد ولا زوز هذوكم اللي باش يبقى سيتو تا في نورمال بعد بقينا تقول لي انت تاثرت بال بالقصه وبعد انعزلت على نفسك بار اكزومبل وليت ماش تقابل العباد اي با الحكايه هذيك صحيح كلام لوج فما تنجم تعمل سبورت لازم تعمل دوتر اكتيفيتي اما الحاجه اللي لازم تعملها كولو لازم انت تحكم في مخك مش مخك يحكم فيك خم فسر باش نولي شو اسمه انا لا انا سحبنا بتاع حاجه برك تاجل شنو يا ولدي نحكي مش نتوحب كمل انا مش احكي كي جماعه التنميه البشريه انا جيت باش نقول حاجه برك كرست كمل جملتي انا بعد احكي تعقيب عليك اي ما زلت ما كملتش تعقب على شو على الزكم شنو بالنسبه لي انا كما صارت لي انا وصارت لعباد اخرين الفرق كانوا انت تختار كونه باش تتعداها الحكايه و تكذب على مخك اللي انت تعديت الحكايه من كثر ما تكذب على مخك تتعدى الحكايه تكسر الاستوديو اما سي ان افور اللي لازم تعمله متعبه وتهرب عليك مثلا الهروب للالكول غلط الهروب للدروغ بانواعها غلط كانك تشرب من الاول كامل اشرب اما مش تدخل في الاكسي بتاع ونسيتيني واغزلي العالم فما 7 مليار دويت فما مجدوده بحتى حد فريمون حتى حد انت وصرمك تحكم في روحك وتحكم في مخك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونحكيو بيان سور على ديما على فيكور انا مانيش جايين هكا حفظنا كلمتين ونحكيو رانا انا واحد من الناس الموضوعني اخترت باش نتعدى دونك تعديت وبيان سور لقيت عبد زاد اللي هو خلاني نتعدى البيريود هذيك ويرحم والدي ديديكاس العبد في مخي برافو برافو عقب على الزبي عصب عليك توصل نعطيك بوسه فمك لا جست حاجه برك حاجه برك كرزني انا ولا بالرسمي هذايا لو فينومين جو تو جيم ولا يكرز الزبي على خاطر وليت كل يوم نقرا فيها يزبي سي كوم سي هذاك هو الحل الوحيد ولا حل يا ولدي حل برشا مشاكل مش هذاك هو الحل هو حل برشا مشاكل انا واحد من الناس انا روحي خاطر ما عادش نمشي نتكلم انا واحد من الناس في اللايف ويت خويا راهو قداش من مره نعمل لايف ويت نطلع عباد يحكيوا في ديسكورد وعباد عندهم مشاكل يحكيوا وكل طاقه ديما جورج جورج يا ولدي راهو ماهيش حل فما عباد ما تحبش تمشي ما تحبش ما لازمك تمشي ليه يا لوج ليه فما عباد تحب تشرب الجين يا صحيت ولا تنجم تلبس جين لا 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 خف الضوء خف الضوء حكيت سبور حكيت سبور يا لجي راني مانيش قاعد نقول لجي راني مانيش قاعد نقول راهو ماهوش حل ورزبي ما كاينها ولات هذيك هي اللي الحل الاولاني وسبور وحق وحاجه في حياتنا دو فيس شبيك الدفع بقلب ربي هذه قاعد نعطي في رايي انا في الحكايه انا قلت ماهوش غلط اما ماهوش الحل الاولاني الحل الاولاني هذا بالله وراسك اوكي انا بالنسبه هنا اوتوكا نحكي على روحي انا بالنسبه لي انا انا بالنسبه لي انا الحق نتاع السبور ما عمره ما كان حل ليا انا مانيش فاهم قديش عديت مره في سبور لعبت سبور قبل كنت ديما نكور قبل وكل شديت مليح يزب لو جاي تحكي على روحك تقول عمري ما شديت لا ما قد عملته لبدني لو جاي ما عملتش بدني ونعرف اللي هو لو كان جيت خمامي يسمن الكلمه الوحيده الحافظة مره عمري ما شديت سبور وشديت في رجله بالكدي عمري من الحق اما زيدا ما نشوفش روحي اني حل نتاع مشاكلي تبدا عندي مشكله وكله ولا مكرز من الموضوع ماهوش السبور هو اللي باش يفرهدني البرجوليه ماهوش عيب معناتها ما يسالش معناتها هو خاطر ديما لايف ويت ديما نعمل فيهم وكل ديما جو تو جيم جو تو جيم جو تو جيم جو تو جيم سيكم سي الزبي انت تدخل تعمل جيم راك الزبي بصولي اصبر زبر وما عبد في الدنيا نجم راك تولي عبد لهيت روحك وكل متفاهمين ونجم زاد ما يكون لكش حل تنجم تدخل تبدل الجو متروح للدار تنيك تغطي على زب ورم راسك وترقد مكرر ستي برجولية معناها ستي تفضل احكي نحكي وكيما السبور دو كومبا مثلا انت واحد يترينا كاراتيه ولا بوكس مش معناها بشو يخرج خريف ايه ايه ايه. اكثر حاجة يعلمك سبور هذا كونه انت كيفاش تتملك اعصابك وهو سيانتيفيك ما بروفي تخرج لك هرمونة اللي هي تخليك التستوز هذا تسيبها غادي أبار هي تخليك تركز اكثر وتنحي برشا تخميم خايب التكريز دي تنحي اما سي با لا سوليسيون انا مثلا تو رافع بيت في الباركور تو كي نبدا نحوس مع بوبس
فما واحد يعمل في بوب في بوب يعمل في بامب ويعمل ايه يا وحش وبالعيات علاش بالعكس الموتيف سالموتيف ايه انا علاش لازم نسمعها كل مرة ترى انا متعدي تفجع نمي هكا نبدا متعدي هاي ولا انا تو مثلا مشيت للسال مشيت للسالة مش على خاطر ديسيبسيون ولا زب مشيت للسالة مش نبدل الجو يا خوي اسمع انا يسال انا يسال مشيت زوج سالات منهم مشيت سالة اسمها اكسجين 30000 تاع ريان تاع المزاويد هذيك وبعد خرجت من هذيك مشيت الاخرين وبعد دانيير ما دخلت كاليفورنيا جين دانيير ما عام والتالي والعام ونص اسمع ما تترينيش هكاك على خاطر الضلعه هذه تتعمل لها هكا اسمع ياسر قاعد تخدم في الجامب راه كي تخدم برشا الجامب اسمع في سايب عليك من الجري راه كي برا مشي نايك هذيكم هذيك خدمه نخدم زبور مع غالطه ريت ليلي الحب نتناك بالتير في وجهي شهاها من اللي انا صغير انت علاش وين ندخل زبور مساله لازم انا ندخل وكل الاولاد يبدا لابس ماريو الخلع سترينج اكلي اكلي هكا الخلع يغطي لك التيتون يغطي لك التيتون يغطي لك التيتون وضبوط هكا خارج ودنيته يبدا وهما تقولش عليهم ما بنحبش نقول لك المرضى عليه علاش انا نجي نبدل فكري انا نجي نبدل تحط دابوزاميتك هزها الاخر غلط في دابوزت وماء الاخر وهذا درا فيش يعمل والبنات مساكن انا راني البنات نشوف فيهم هي تمشي الماكينه وفما 14 وراي بدو الماكينه القهبه كلهم يفهموا لا ويبدلوا الماكينات الكل وهي بالمسكينه باسكت راهو برجوليه جماعه الساله اترينا وسكر رايك فمك الشعر الخارج تاخذ كلمه وسكر رايك فمك سكر رايك فمك كان انا جيت قلت لك يا مثلا يا حما بدن اجا عاون زبي كيفاش نهز زبورمها اجا هزها اذا انا ما حكيتش مع سماك نحب فمي نترينا نهزها لالتير فمي زرون نحب نسالي بالثاني هكا نحب نفقس انا على واحد انا امور زبي يا اخي نحب نجري ساعه انا كنت ندخل نجري ساعه ونص زبورة يجيني اسمع اخويا التابي راه ماكسيموم 20 مينوت خاطر وراك سي عثمان سيمونسف سيمونسف يجي بعد البنك هذا يجيب سوريتو سوريتو تحت الواحد لهنا شددها لفافها في الكراج يجي بدلوا يجوا سيمونسف عنده دو كوتش خاطر يمس فيهم وللا منصفه كيف كيف باللي دخلت عندها دو كوتش انا الزبي من يمسوا فيها اي انا ملي دخلت وللي خرجت ما حكي مع زبي حتى كوتش يحكي مع زبي كيبس قليف نقول له راه هذا جديد كاليفورنيا اخرى مش اه كاليفورنيا الكل فسالت الكل ماهوش حاجه زلمون اللي ناس ما نجي الصباح لي كوتش الكل يحكي وكان مع سيمونس فخاطر هو سيمونس وتلقوا انستغرام وموجود ولا زبيبرات شاي ولا وانستغرام وزبي ويترين معاهم ويصوروا مع بعضهم يهبطوا ستوريات وملا جو ملا شيخات انا ما تصورش معايا حتى تصويره يو بدن هذا يتصور هو بعض اللي قلته هذا الكل ماكش داخل حتى سالة ماش ادخل تنش نعمل انا كنت نعمل سبور والله ندخل كور ونخرج نقعد نجري في تابي ما يحكي مع زبي حد ماكينات ولا ماش مزق امهم وبعد بطلت زبور امها الحكاية ولي تخرج نجري في الشارع هزك البهبول ما حاجتيش خاطر بينا باش نولي هكا ولازمك تنفخ اسمع خلي انت تاول لازمك تشيح باش بعد تكبس باش بعد بدنك ما نحبش هزب نحب نجري تحرق وتعرق وتشيح وتلمع ونعقر نعرق ونروح نرقد كل بهيم ونبدا جيعان ونيك ساندويتش ايا دبر في الزب اش قالك انت حاول اخرى لي فيه ايا وريني وريني كيفاش تخرى لي فيه نحب نشوف نحب على عيني ميرسي سيتي مون كود غول بار رابور او سال دو سبور على خاطر الزبي حاجه ياسر مقرفه برجولي برافو اللهم صل على النبي 2100 ركور جديد لا وصلنا له قبيليك رجعنا 2100 كنا قبيله 2100 تري تري بيان وي لايف هذايا برشا ركورات تحطمت والله اللهم صل على النبي مقدورات تحطمت هذا اللايف مشكل الركورات رقبي لك قدر يتعطم انا ديما مونيك الحمد لله استرس مزلز جعبي حاضر بالله فما غنيه نحب العداد ديكاس فرما لا 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 عصب عليك والله مش غنيه برا عصب عليك عايش خويتي برا مشيت لمنايك مش هاي الزبي مش غنيه زو كم معروفه يا دي جمنفو انا جمنفوش شكون غناها شكون غناها واحد مش معروف كم في واللايف يجيب لنا تربي واحد يتلها في زكو وزك الغاشي شو بدخلك فيه صحيت صحيت وي 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 هذا هو كان مساج مرسي يا لايف كل واحد يتلها في زكو مرسي يا لايف نزا نقرأ ميلي بعده بري يلا لا 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 ميساج ميساج ما ينساوش قال لي قلت لك تبارك الله ما ينساوهاش ما ينساوهاش يجيوها بالذمة الزبي عندي حبة هناك ينمي الحس كيلو كل ما نوصل خلف ما تبينا فيه جبيني هذاك بوتاري زيت كي ننزل تعود من الاولى اوكي ونرجع نقرا مكتب وكل لا تعود فيديو الاخر تاع انا نتاع لو جاي اوكي
باه باه اوكي. عالسلامة دهما وروجي اي توت ليكيب. اهلا بالليكيب. يقصد في الجماعة راه مش نمشي نقعد غادي. نخلص سلام ونرجع. اليوم نحب نحكي على فازة صارت لي ما عندهاش برشا. مروح من الفاك في امان الله عامل جو على اكل الاكزاما خدمته بالباهي. ايا روحت للدار شاي ضحك الفاز. قدر اتذكر عملتها في الكوليج يا اخي امي قالت لي اخرج مش يمشي حسين وتشري في الملاول والسراول جبت سبعة. زب سبعة مات زب بالله دقيقة توم كفنوا بالله دقيقة الطفل بعثوا له مساجات كنت ويت مضروبة في بروفيل واحد اسمه ناتور بلانت قالوا الزب حشاه معك لايف بس وصلوا له مساجات هكا كريم شلي لي زب القهوة القهوة وما يبقى يتفرج زب زب خلي شنو يحكي خلي على شنو يحكي حد شيء قولوا يدي شبيه بعد مفسر لك ريت كيفاش ريت كيش تحشي لصحابه يمشي نيك زبورة فازل كل شيء استناه ما وصعب لهم الزب والله والله خارجين يلوش على اسمه لقبه دخلت وعملت جيم على بوبس ذا لابرادور خير لهم تيلا عبد بجنبي يمل عليه في اسمه قولوا بيه الاستنبيت ومن بعد وكاو ماشي وانا جوتي سمحني كمل عادي عادي جوك بيه كمل روح بالدفوار قالك حشيه هاي هاي روحت للدار وحليت الميل اللي عامله هنا الفاك وما راعني اللي عندي في الايميل ما راعني الا ما عندي ميل في السبام اوكي هاي حليته ولقيت له بجي your account has been hacked all your data are lost اي يا سيدي هذه باينه واحد يفرق فيهم تكيت على الفرش وقعدت نقرا في الايميل اي اول حاجه بدالي بها السيد الباسورد متاعي مكتوبه في وسط الايميل وبعد قال لي ما دام عندنا باسورد نتاعك ما دام عندنا اكسي على الاوبريتنج سيستم نتاعك اول حاجه نيكينك نيكينك اول حاجه تضرب في مخي الكاميرا والفيديو وانا نعمل في العاده السريه تقول الخارطه اكزاكتومون السيد قال لي عندي عليك فيديو حاطط فيها على اليسار منظرك وانت تفابي على اليسار الفيديو اللي نتفرج فيه ومنحيه الفيديو كان ما ما نحيه كان ما تبعث لي بيتكوين في ظرف 50 ساعه سينو يتبعثوا لي 50 ساعه خلوا قالوا هكا يكبس تكبس 50 سينو يتبعثوا لي كونتاكت نتاعي الكل معقول تنكت في راسي وصار لي بانيك ما لقيت ما نعمل وانا وقتها قعد كان بسليب في البيت طول مشيت لبست حوايجي وقعدت استر روحه شم شعلت سيجار وبديت نخمم توا كان يبعث الفيديو الفك كامله ولا امي وبابا حسيت وقعدت نلوش في الانترنت عليها الفازه لقيت برشا يحكيوا عليها اللي هي سبام اما اللي نكني في راسي كيفاه كاتب لي باسورد نتاعي وعليه على الميل الفاك قعدت حسيروا ليله كامله نشوف كان ينجم الهاكر ينحي كاميرا انديكيتور ولا كان ينجم يقرا اي حاجه نكتبها حسيروا من وقتها وانا حاسس شكون قاعد يتفرج فيا ومانيش عايش وحدي كهو عاد تعديوا ثلاثة أيام وما صار شيء ومن وقتها ما عاودتش حليت بورنو في البيسي جملة أما خسارة الزب حبيتهم يوليوا يعيطولي بو عصبة في الفاك يعطيكم الصحة الشباب على الكونتنت نتاعكم وإن شاء الله ديما القدام والله فما فازة سهلة إن الناس كل تعمل فيها سكوتش ربحت الهاك الناس تقول سكوتش تحط سكوتش طيب هذيك الليلة لعبت نكت مليارات مارك حاتها في بتاع الفيسبوك مسيو فيسبوك هو حتى اي في التصويره في السيلفي ودوره بي سي مغطي ما فماش انت راك ما فما حتى سيستم انفايبل ما فماش في الدنيا مكي. ما خلقش سيستم انفايبل وكي تبدا عبد تو هذا عبد بلوزما مش معروف معناها المعروفين الكل يحطوا الدرش عليها زبي حط حط يا لوش حط ليه المعروفين الكل حط معروفين الكل تحانوا حط يا لوش حط ليه تو مثلا تكونكتي في قهوه تكونكتي في صالون دوتي معناها تكونكتي على وي في بيبليك راهو كان فما واحد حتى يحب يفدلك اسهل منه فماش يدخل لك على الوي في بالرسمي اسهل من زبور هذيك علاش تو ماشين لفي بي في فرنسا مره واحد حتى بالفي بي ما فما حتى في فرنسا مره واحد دخل باش يوريهم الهاك كتلفزه تصاور معناها بالتليفونات اللي قاعدين الكل في القهوه بعث لهم ميساج درا شنو هي فك ميم با كليكي وفما فاز عمل اكسيون ياسر ديبيل صار تك عنده اكسي على الميساج تاع لي اس ام اس والتليفون واحد تاع التليفونات الكل انا تفاجئت على الفيديو بتاعو حتى تليفونكم سكر شنو يبعث قال كمل دير المساج ياسر فوضى كمل نير برو زب شبي كشف صلي يعني بي ابرموها راه عنده نص ساعه طويلة. عنده لاق عنده لاق عندك لاق ياسر حتى تليفونك مسكر ينجموا يحوسوا في وسطو يحل كاميرا بالرسمي تحكي هي التليفون تاع بي في جابو سيلي رانو نا ورا باهي لحظه انا بي سي والله بالرسمي فادلك مانيش فادلك تو بي سي البورتابل ابارامون بيراتي ولا شنو الحكايه على خاطر قدش من مره نبدا نحط نتفرج في حاجه في الليل ونسكروا يطفى يتنحى الحس يطفى كومبليتمون يتسكر الضوء نقوم على حس فيديو تمشي ويوتيوب سي بون تحل مره اخرى وكل شيء معناتها نتنك في راسي بالكش فلسه تبلوك راني مانيش نسكر فيه من البوطون ولا من الاغيتي جوست نهبطو يرجع يوتيوب ودا شنو لحظه برك
تعاد يبدا قاعد يبدا قاعد فونتيلاتور تتناكل لهم طعمها. وانا نامن راهو اللي ديما فما فباز فما شكون فما ابعث حاجه تاع يميني وبها وكل ديما نقول باز يطلع شي بي سي يميني وكل عندي توا ملي مسكول بي سي عندي توا ملي بيريود اللي اللايف فيها مخر وكل ما عادش نحل بي سي جمله. حليت البي سي ثلاث ايام التالي جاني قال لي ايرور بيرفورمي ادرا شنو هو يور باسورد يسمك تعمل باسورد جديد كونكتي على الكونت اوتلوك نتاعك باش تنجم تبدل الباسورد نتاع البي سي. وانا زكم الكونت اوتلوك اصلا من با عاملو جست على خاطر البي سي عرفت اللي ناسيه. دونك زبي ساعه شقليله باش عاودت ريزيتيتو باش كبتيت نجم نريكوبيري بالتليفون. اما يا زبي والله خفت على الاخر على خاطر وفازا نبت انت ساعات نتفرج في حاجه على يوتيوب تعرفها كذا تفرج في يوتيوب وتنزل على ايشاب يرجع يولي هكا صغير الفيديو وترى يوتيوب على جنب تصير لي برشا مرات في وسط الواحد ما تسيكم سيفه مع بتاع تنزل لي شاب متنيك في راسي مسكون نجم تكون والله تنجم تكون اما ليلة تقوح بلا محل مسكون وزبي اما ليلة والله خممت فيها راه تنجم تكون بيراتي ولا حاجه خاطر انا نصب باغ اكزومبل عندي لوجيسيال ستريميو هذاك فما مره واحد في اللايف قال لي برجو لا هذا ما صايب عليك منو راه معبي فيروسات ستريميو تاع ستريم انا صاب معناها برشا حاجات معناها كي تبدا ريجارجي في حياتك وتسهى راه في التليشارجمون ساعات تقول اوكي على برشا حاجات يهبطوا. قال الكونت فيسبوك نتاعي اللي قعدت فيه راه فيه انتي رجع. رجع. منين ما ندروش نتفليكسي زاد ما نعرفش شو السبب ولا بلي اي نتفليكسي نتفليكسي ابارامون فيها اللي تليشارجيوه بيراتيته ولا خاطر انا فيسبوك طار كيك بعد راجعته بعد تحشيلي فيه ولا محل. اما بالحق قولوا لي شبيك ليه ما عندك حدا دخل. ها بيزار ليه ليه لا اسمع اسمع البيراتاج راهو موجود راهي فما عباد ما عندها ما تعمل في حياتها تبيراتي في العباد شو دخل في الفلوس من شكون زب بيراتي عباد كروز بيراتي في خاطر الحكايه هذه صارت لي انا وشكون يخدم معنا في البوبلي فرد وقت هو صاب نتفليكس وانا صاب نتفليكس برشا عباد قال لك لا ما صار لي شيء نتفليكس اي انا شفت قالوا لي لا 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 شنو هي نتفليكس يا شباب هي نتفليكس بالايكغريك اكستنسيون في الكروم يحلك نتفليكس يحلك نتفليكس تو سامبلومون تكونكتي بالفيسبوك يزمك تكونكتي بالفيسبوك اما بون نصحكم سايب عليكم اي اي فوالا يجي بس ديما يمشي مازال يخدم رجع مازال يمشي رجع مازال ترجع وقت البارح رجع البارح تيقص عنده قدر اشطر عام مازال باليش ليه هدي يزيد والله قاصص عنده برشا لو جاي متقش ايش فيك لو جاي سبب لا لا برايك anyway. يلا اعطيني الميلي بعد يلا تعطيني نقرة زحك لقط بها تعطيني نقرة واحد ما تقرأش يا سامي راه عادي يقرأ لا وقتاش عملت هاي زيدنا جاكي بعثت اي عادينا جاكي ايميل وهذا ليه شتا هو الميل ذاك كله ميل جست صفحتين لا عدينا جاكي وديك خلي المره الجايه عليه باه فازي مالا عندي نقراو شطر اليوم كاملوا بارتي 2 فازي فازي كامل لا يمشي باه تحب تقراها انت باه جست الحل جست تعمل هكا بعد هكا حاضر يفهم في التليفون يا ترى سالو دهما لو جاي اي لانفيتي جست حبيت كجيت في بلاصتك نقول اي لايف اي لايف اسمي حتى اسمه ما تقراش هي قالت اسمي وي اسمي اي اي اسمي مفيد ايه وي اونتر بارونتيز اسمي مفيدة اوكي مريقل دازو هولي دارنا مريقلي نكمل اكثر من الصراحة هذه ما ثماش يا سيدي الحكاية بدأت عم ناول في الليسي وانا سامي مفيد من نوع اللي نهز الكور ونخرج ما ندخلش نقرا خاطر بزي خاطر الليسي كي زب عمت المشعار اسمعني مفيدة اللي دون ليماج اوكي هو دليل خليها خليها جوابي عمتي مشعار عاد تضرب فيا ولد كلاسي قال شنو انا عجبته خاطرني ديب وشعري مصبوغ اونتر بارونتيز ملاحظه اللي مازال يقول الزب ديب راني نيك كتبتها والمهم باش نقرا كل شيء مكتوبه مش كيجيب حد شيء بتصرف يعقوبي راندوم جاي تحيه ليك يا راندوم جاي يا بيه ستريمي يوش بي اوبن سورس اوكي 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 كامل به. والمهم بيسك نمشيش نقرا ما نحكيش معه جمله عام سنه بزهري لمعفط جينا فرد كلاس نقرا على روحي جوي به قعد كل مره يجي يحكي معايا وانا عادي نجاوب ما نحقرش قعدنا بيريود نحكيو على اساس صحاب عادي نهار قال لي راك قال لي راك تعجبني ونحب نصوحبك قلت له جو ريسبكت فو سنتيمون اما سامحني لا مشني انترستد سامحني لا مانيش انترستد لحد الان دبرم ولا كل يوم يلبس باللكحل والله والله واكل كيت والكابوش على راسه هذايا ديبرسيون ستارتر باك تاع التوانسه
وزعما وديما كي راهي هبط راسي ودنك ستارانيم اموري ما تعجبش ما عادش تخطف راهي الاولاد وما عادش يحكي معايا جمله وانا تلفت قلت عادي طيب جوير ما عادش يحكي معاك بعد جاني قال لي سامحني تلفتك او زوز بكويت دخان كوا وانا عاد مفتاح ساعاتي دخان وكمل عاد كنت نقحف في سواقر نيرو زبي ملا فقر يا مفيد اخي القتال وجاو في داية زوز باك والدخان كامل بتبيعها ما قولش ليه الزبي وكما يقولوا الهدايا الهدايا ما ترجعش عيب هذا مش يقولوا يقولوا ما نحبش يقول شكو باه شكو قال شنو العبي اللي مكسول ينيكول يقول لك الهدايا ما ترجعش الزبي يكا هو فرحت سمعت اللي مشتو انت اللي مشتو فتال بازوكا مع الزبوبنا قري داركم بارك كامل هاك ضيعت لي مشتو هيك هو فرحت عاد بكبك والدخان من زوكي قلت له عادي ما صار شيء وجيت ماشي للقاء فما واحد يرضي عبد زوز بكوت كمال ارضى ليه انا ارضى زوز بكوت كمال ارضى وزي به القهوه يا اخي خلطت عليا قال لي امان نجي معاك قلت له مرحبا وين اصحابي يستناو في القهوه كي تخلى القهوه والقهوه مكرس قال لي راهو نغير وما عاد باكو دخان شريها هو اوكي ولت ملك يمين ملك يمين ولت بتاعو هو شريها ب 20000 قال لي راهو نغير وما عادش تحكي مع حد وما عادش تخرج القهاوي الزبي حسين الزبي شبيك برو سلي عني بي هي تحكي هذي حتى مخطوبين لا حتى معرسين لا وحتى عندكم صغار بيحكم فيك حد لا اذكر لا انثى يهديكم ربي خذوها قاعده برقيبه ليه لا برقيبه للنمي كمل برقيبه بعد الصحب طفله يقول لها خروج بالدار للزبي نعرفوا لا يثرى نعرفوا كيف بيان سي او لمسي شي قال لك كينغ سيده يعني دير لمسي مكبو قال لي راهو نغير وما عادش تحكي مع حد وما عادش تخرج بيه تعاركنا على الفازه هذه وعاود لبس لك الجمعه ريزيتا ريلو وعاود جاي وجيب لي باكو دخان مره اخرى واللي كمها كرامتي مادام فما الدخان هذه اللي تعجبني فيها تسب في روحها من غادي غادي منظمة بعد وليت ما نمشي نفطر ولا نعمل قهوة يخلط علي وفي الثنية هو يخلص هو وين بديت نكرر السباء السيد وين نمشي تبعني تقول كانيش كانيش بيسير سي آ ان اي اس اش ما فانيش اللي نظف البقايا نجمش نعمل سيجار وحدي رايضة دونك كانيش لازرق دونك حقرته كالعادة اكل لبسة الكحلة ديما حاضرة وعاود جبد لي عط صحيب وانا قلت له لا نعمل هكا ياك هاو باش زفي تعطس كافي لايف ما تعطس في لايف راه ما نحبش حتى حد كابتور خطفت خشمك ترجعوا خويا رحمك الله ما خير مره تعطس هاي كانيش وانا قلت له اي اسكت عاد يا عاد عاود جبد لي عبيد الطالب نصيحه احترم دهمك فدلكنا قبيله اكبس لي عيشك روحك ولا يتبع فيا في للدار ويستنى فيا قدام باب دارنا اكثر من الكانيش نخنق هكاكا من غير سبب ولا علم خرج بابا طردوا ولحمت عركه ترابريب وشي بعد مده حلبت اللي اي تصويره نهبطها ولا ستوري يعمل عليها كابتشور الجاليري تاعو كلها تصاوري اوتر بارانتيز ما فهمتش ايش بتفيها على تصاوري ولا كيفاش ومن غير ما نحكي وعاد عك الجرايد اللي او لمسي قال لك معفط السيد هذا سيبو هذا مع تشكينغ ليش عم نحطيت اللمسي ويبعثهم لي على الانستا كل ليله وتليفونات الاربع تاع الصباح وانا في زوك النوم ليله وتليفونات الاربع تاع الصباح وانا في زوك النوم ياك هو عاد تفح الكيل يزيها مشيت له قلت له يا سيد راه اللي تعمل فيه غلط راه قلت لك من لون ما عينيش بيك يا اخي كبش اكثر عاد انا ما لقيت به هوين قلت له اسمعني من الاخر راني زبي راني قلت له لا والله اسمعني راني ميبونه خلنا عاود نرجع للجمله كلاسيك عاد انا ما لقيت بها وين قلت له اسمعني من الاخر راني ميبونه وناشق حاجه اسمها بنات واسرام وتشلبيق فانفان بهيشي هكا ابعد زبي برك وكانت الاجابه الصدمه قال لي ميسالش تو نجي معكم الزوز معقول كي جاي الرخص عنده اسم والله السيد هذا والله الزوز ونشلبق مع الفانفان تعارك معاه وبلوكيتو من البلايس الكل ولا ياخذ تليفونات صحابي باش يعمل كابتشور تصاوري ويبعثهم يروح ساعه صحابك كي الزبي والله يعطيو في ساعه العبد اللي يعطي تليفونه العبد كي الزبي معقول التليفون هو حياه العبد معناه
خاطر ينجم يحط انا ديجا عطيك تليفوني دونك يعطيني عصبه. لا عندك الحق عندك الحق. نجم نحط لك الكليه اللي حكيت لك عليه بيراتيك انا www.piratesintelephone.com وكان تجار صحابي باش يعمل وحس وهز ستالكينغ من قدام الدار وفي القهاوي والليسي ساعة اللي ساهي من قبيلة تكتب فيه ال اي ال اي جريج دو سي او راهو ال اي جريج سي واحدة او اكسنتيغو او ليتشي ذكر كتبة ليتشي 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 فاهم ليتشي 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 في القهاوي والليتشي والسوشيال ميديا انصحوني ايش نعمل معها نشكي به الوزارة الداخلية ولا كيفاه تشكي به الحاكم وزارة الداخلية فهم مركز يخدم تحت وزارة الداخلية وهو يوصل شكاوي وزارة الداخلية كونسيبت والله انا جوبوس كان كبش بكم ياسر محلاه ونحبكم برشا يعيشك كيب جوينغ ثلاثه قلوب اما يزمك تشكي يا مدام حسب دراغون في كاتورز بالله خلينا نحكيو دقيقه لا شك باش تعمل لها معاه مع ذاك يا ولدي تشكي سيد ستالكر تعرفش عليه اش يعملها يا ولدي فاش تحكي خلينا نحكيو هذا مريض اي اي لا لا ماهيش نعطيو اسامي المرضى خاطر ما اسامي المرضى خاطر ما عندي حتى فكره اما هذا مريض دونك مريض اذا كل مره قاعد يساعد معناه اما ما دوني في الدنيا باش يخلط كل مره قاعد قوي جزء في الكمال نركبوا ليش الرعب نحن نركبوا ليش الرعب مش رعب يا خويا ما هو نعلم احنا لعبات خاطر انا نحكي زاده على حاجات شفتهم بالضبط راهو لعبات هذوما يقدموا كل مره يزيد يقدم شي يشوف انت لوين تنجم تحمل حتى لين يخلط المبتغاه دونك قبل ما يخلط حبه مسكين مش حبه ذي اسمه لا مش حبه ذي قبل ما يخلط للعنف ماذا بيك توقفوا عن تحدو فما مركز نجم تشكيله فما تمشي تبعث بوك وامك تبعثوا لدارهم يمشي يحكي مع ابوه وامه هذايا تتصير الاميابل نجم مركز نجم تعمل به هذايا فما حاجه يمشي حصح التزام وين يدور بيك ياكل على راسه من المركز دونك فما بوكو دو مويا تنجم تحمي بهم روحك خاطر انا نعرف طفله من كثر ما عمل لها 50 دينار عند سكوف سكوف كراف كراف جبرت عفو في الدنيا نسيت احلى سكوف الطفل اللي تصوحبه يمشي نيكو بتريحه من كثر ما الطفل اللي يصوحبه يشد هي ويشد شكو ويشد نيكو بتريحه وهذا وين يوصلوا معنا لعبه أيه. دونك ماذا بيك توقفوا عند حد وما تمشيش تقول تاي مسالش خلي تبعني انا نعرف قصه نتاع كوبل زوز منايكين كذبي اما بلا دقيقه احكي لك راك انت في كفازات تاخو في باكويت كامل وفازات اللي من خلص. تدري هي منين تدري لا لا منين تدري لا مش عارف سوف تفل وزاد نقولوا بون هاي بون اوكي انا بالنسبه لي انا اولا ما عندك علاش قاعده تاخو في الدخان وما عندك علاش يخلص عليك هذه دو ان دو انت كنت مديت كل مره كذا كذا ما تنجمش بعد فجاه تولي لا انت حليت شويه الباب وسي نورمال هو باش يغلط في روحه سي نورمال هو غلط اما سي نورمال باش يزيد يغلط في روحه في الاخر اما راه هو غلط اما انت غلط سيكوبات معناتها ما ناخذوش اي ما ناخذوش حتى في الراجل تعمل اغلاط باش تعمل في الليتشي مش في الليتشي دونك ما ناخذوش لي كادو من عند عبيد وما عندك علاش تاخذ من عنده ويخلص عليك علاش يخلص عليك الزب فسر الزب علاش يخلص عليك امل قالتها امل لا ما عيناش بيه فمش عليه تاخذ من عنده بالضبط بالضبط مش تاخذ من تو انت تستغله تو انت تعرفه تو انت تعرفه باش تاخذ من عنده باكو دخان صارت لك المره الاولى صارت لك فمش علاش تعاود المره الثانيه قلت لك يتبع فيه وخلص عليه فوالا البنات تراو يحبوا ما نخراوش في مصمصوه مصمصوه باي على فاز اللي حكيت فما كوب نعرفهم انا قبلته مره طفله قاعده في الفيسبوك ماهيش حاطه اون كوبل ولا ليه ولا رزب ياك جاي واحد يحكي معها عادي بزنس فيها قالت له مريق نعملوا قهوة مشيت صحابة ضربوه يا زبي أخر لهم فيه تعالي الوابنة تعرفها المعزة تعرفها المعزة اللي جاي واحد تحكي معها في عطق له رمسوح برا على راحك نطحته وذيك قحبة معيس ملا قحبة زبي دونك ساريف دونك رد بكم على رويحكم عبد يوريك دولانتيري انت عليك سل سفيرك وكاو باش متكسلوش الزب ومكسلك الزبك ما لا لا واللايف اسمعني ديم القدي قعد مساج طويل برشا ومساج قصير انا اول انا اول المفوح زوز سمباتيك عملوا شي لفرمي سكوف مرة اخرى سكراف 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 احلى سكراف احلى سكراف بك تونس اني اغرق اغرق كله من الزنجينيور قلق دالي هذا يا اخويا نحب نعمل نحب نقرا هذا على خاطر فيها حاجه للباك بازي يلا اوكي يلا نقراه المره الجايه نقراه المره الجايه اي ما يخلي المره الجايه لا لا الاخر معناتها اوكي الاخر راهو نحكي على خمسه صفحات خلي برجو لي اي جاكي خليه المره الجايه المره الجايه جاكي اليوم شدنا ليث بالكدي صح ميسالش ليث اليوم زبرم ساعتين يحكي على روحه دونك سامحونا شباب
زبي ما لايقو تريب عمالي هنا برا غاني راب تراب تراب شدنا شوية تراب أحمد محسن يلا سيدي هاي سلام شباب لج وداما ولانديتي بويسكو الجمعة هذه بدأ الباك حبيت نحكي حكاية صارت لي عامة الباك متاعي خرجت أنا والمدام أول عام في ديت باش نتفرهدو وقتها أحنا زوز باك حاسيلو كي كملنا خذينا تاكسي وشدينا ثنية المرويح باش تعمل كريم شلي مسا... معش كل اسمه هابتين عليه المساجات كل واحد بالضبط والله يسايبوه يسايبوه اللي دعات سايبوه الراجل تيزي ليلة برسمي سايبوه شباب شنو طاو هكا الرجل معطى في بيرو بشي مسكين بالله تحية برو سامحنا لغلب تحية برسمي سامحنا يا كريم بالحق صاحبك جبري انتو كار شكرا يطيح من عمارة عسيلو خرجت انا والمدام العام اللي فات في د... اول العام في ديت باش نفرهدوا وقت احنا زوز باك حاسيلو كملنا خذينا تاكسي وشدينا ثنية المرويح التاكسيستي كان جونغ الجماعة اللي من وجهه ظهر عص الفايب في التاكسي كي الزبي وريحه الزبط نتاعو نكتلي رغم اللي وقتها مازلت كبريت من الكورونا يعني ما نشم كان بالسيف وتنيك على الكمام هكا الريح اي حسيرو على اساس باش نوصل المدام وبعد نرجع بتاكسي مرويح يا اخي التاكسيست يغلط جاب من ثني دارنا دونك هبط قبلها دوب هبط زدت شويه وكلمت المدام باش نتهن عليها خاطر السيد ما هضمتوش كي كلمتها قلت لها ملا عص تاكسيست يا اخي قالت لي بعد ما انت هبط سالني فاش تقرو يا اخي قلت له باك يا اخي قال لها ريتو السيد هذاك اللي معاك ماهوش باش ينجح وباي ذا واي ثنيه كامله تاكسيستي ساكت وانا وقتها معاها كلامه كر الزبي على الاخر خاطر حكم عليا من ليزابارونس نتاعي شعري طويل ودرا شنو وحطيت في قلبي ما فيش شعره طويل وكنت كل عام ننجح بالسيف وعامت الباك نجحت بمونسيون ولتوا نفركس عليه باش نقول له اي نجحت وانا بعت له فاقوسه نقول له يعطيك عصبه المهم حبيت نقول لكم شباب اللي باش يعرضوكم مع بيت كي الزبي وهيت من غير سبب دونك سكروا وذنيكم وخدموا وانشحوا لرواحكم جود لك شباب وربي ينجحكم وكيما ديما موجات البلال تنسيك البشل اوه ذي قناة جينجول والله باهية باهية مرحبا بكم في ربي معكم جماعة الباك جديد مع البلال تنسى البشل ديريكت معنا لو جاي زيدي لو جاي تسمع فينا نسمع فيك خويا 44 سنة الزهرة شي تعدى ذيك شيري تعد فما حاجه تعديت في الكليب هذيك ذكر البيراتاج تاع بيراتات مخك عاجل انا اللي باش نحكي فازها على الباك هكا كيما فما بروفا كانت قاري في باك سيونس يذكرها بالخير والله تو نسيت اسمها سينو نسمي ما عندي حتى مشكل هي مراه كبيره ربي يهدي قراتنا سيونس وكانوا عندهم وقت السيستم تاع جماعه سيونس يقريوا تلامذه بعضهم ولوبيات معناها انا نقرا عند اكس وجماعه اكس يقراوا عند جريج والنوتات تاع جماعه اكس وجريج اللي يقراوا يتود كلهم رجلين انا كنت الوحيد ما نقراش قحبو هنا خل سيستيم دايما نقراش خاطر جوي باهي في السيونس جوي باهي على الاخر في السيونس فقدت شي هي اللي انا ما نقراش وكل شيء ديما نوتيتي 7 8 2 4 11 نوتيتي كذبي فما مره مرات فقت انا بال بسم الله قال بسم الله فقت انا باللعب لعب اش قلت نعم قلت خويا ما هي هكاك وانا ماني شكيت في روحي ما مضيني باك صح معناها ما نعرفش النيفو بتاعي قبل ما نخلط وليت نشك دخلت بفوسكا في الباك وحتى سيونس تاو المعلومة اللي كان ما تعرفوهاش ما ينجم يجيب لك حتى سؤال ما هوش موجود في الكتاب اوكي ما لازم تحل الكتاب تبقى فكل البيلان الاخراني هذاك بعد كل شابيتر ما ينجمش الاكزاما يخرج من هذوك دونك احنا وقتها حافظينه وشربت ماء ودخلت معي الشابيترات اللي حاجتي بهم معناها كل شيء مخدوم بالكتاب بكلام الكتاب معناها فوسك 100% عطاتني 11 ديري انا زدت اكدته بر كملت اموري رجل جوي هكاكا في الباك خذيت سي زد مي اللي هي كان ظهر لي الثالث احسن نوت في الليسي وانا خذيت سي زد مي لخاطر غلطونا في اكزرسيس باك شنو انت باك شنو غلطوا في اكزرسيس حاسيلو الفازه اللي مش غلطوا هم اور بروجرام والعباد اللي قراوها فما العباد اللي جابوها صحيح هما عباد اللي قراوا ايتود عند مدام فلانه ورت لهم توريه هكاك احنا في البروجرام ماهوش موجود اوكي دونك انا كل 3 بونتو نص تاعو من الاكزرسيس هذاك الباقي الكل امبوسيبل نغلط ما نغلطش في السيونس قحبور اي تتخرالي فيه قابلتها بعد مره هكاك قلت لي اهلا ولدي لاباس شنو احوالك وكل شيء قلت لي اش تعمل هي قالت اش تعمل في الدنيا حسب شو قلت لها انت حتى قلت لها انجينير وراني جبت في الباك تذكروا قلت لها الباك جبت 16 ونص هك ونغزر لها في عينه
قلت لي اي انت نذكر كنت باهي طحشي فيه نقص سبيتها ومشيت هزيت روحي قلت لها ذكر وقتها كنت تعطي فيه في النوتات ذي خاطر ما نقراش عند فلان وفلان وفلان قلت لها بيان سور لا اللي قعدت في قلبي اليومين هذا كان نعاود نعاود نجم نحكي لها خاطر برجو لا القحبه ذي وكيما تو للمعلمين والواحد والبروفيت اللي عاملينها في الباك اللي ولات الزبي سورس تاع فلوس تلامذة الباك خاطر كان ماكش تقرا في الاتيود باش يتحشالك البروفيت اللي تعملوا هكا ينزبوا رعمتكم واحد واحد وطحانه وزبي الفلوس هذوك منيكم وتمشيو لكم في حاجات معفته خاطركم عباد معفتين وتستغلوا معناها فما دي بارون يكو قروضات قبل وراه نحكيو قبل احنا قبل كانت الفلوس بلوز مو توا نحكيو على عباد راهي ماهيش زبون خالته بالك فما اتيديت في الدار سيونس بمليون سيونس بمليون سيونس بمليون يصبلو بالقمعه يعطيك لكزام خاطر هو خاطر طال مليون عليه في الكاليبسو انا الغلطين العباد اللي تخلص العباد اللي تخلص اما ذوك نقول الزبي اي نو با لو شوا وخايفين والبروفيت اللي هما يستغلوا في البروفيت واللي يبيع في الكيت واحد والبروفيت اللي تصلح في الاكزامانات اللي تخرج والله اللي يبيعوا الكيت نقول لك حاجه نقول لك حاجه نقول لك حاجه ليلي مش مشكلتي ليلي المشكله نتاعي مع الباك والاكزامانات بصفه عامه مهمته انه الانسان يعاود يصب له معلوم معليش باكورال نحن في تونس فما بروفيت هما يخدموا الخدمه يصلحوا الاكزامانات اللي تتهرب باش معناها تلقى دار فيها زوز ثلاثه بروفيت يصلحوا في الاكزامانات والاخر يكيت للعباد معناها بروفيت زاد في المنظومه العباد ويخلصوا يخلصوا في برشا فلوس والعباد اللي تيديت يخرجوا في برشا فلوس راك تلقى روحك مخلص انت على متير 5 و6 ملايين كل بروف تقرا على طول العام خلص 5 ملايين سي با نورمال الزبي احنا فاهمين البلاد معفته ومعفته بعبيدها مش معفته على خاطر السياسيين ولا خاطر النهضه شاف خاطر لعبي خاطر الشعب السيستم الكل منيك وكان توا رجال باك باش نحكيوا على السيستم ادوكاتيف السيستم ادوكاتيف منيك وانا كي بروفي قريني انا ليتود ونعرفوا كيفاش يتصرف سي توتا في نورمال باش ما نحترمش زب ورمه في الكلاس على خاطر هو يتشري بالفلوس على خاطره قحبه ومانيش نشجع على العنف أما البروفيت اللي يحكي وتوا كي انا نقول له ماكش تنجح عندي كان ما تقرا عندي ليتود و 25% عاش كان مازال ما عادش في بالي ارتحنا في وسط العام كانوا قبل يقريك نوت 25% انا بالنسبه لي انا البروف هذاك قحبه ولا يستحق التقدير اي للتقدير يا تاخذوا يا الغدر يقول لك التلامذة ولاو يجي يشبرشوا عليه خاطر الزب تلامذة ديجا يا اخي كيف شكون ربيهم التلامذة هزب ما متربين على يديكم اللي هم عمرهم 6 سنين متربين على السيستم الزبي فرق في الابتدائي يقرا يتود الزبي يقرا من 8 ل 6 تاع العشيه باش يمشي نورمال تي انا عندي الكلبه كان خارج ساعتين في النهار تهبل فما بالك بشر صغيرة. قاعد من 8 ل 6 هما نمشي كبر ينيكو فيه بال ميرسي بوكو ليث ينيكو فيه بال ينيكو فيه بالقماع بالقرايه يزيد يروح ينيكو بالقرايه وبيان سور لي بارون ديميسيوني من تربيه صغارهم جوست اعطيه هو يقعد في الجاردوري اعطيه لاهي 12 ساعه في النهار باش هو يحل تيك توك ويقعد يعمل هكا باش ما يربيش زب ورم ولده هذوما المشاكل الزبي علاش الباك خلطنا للتوا يخطق به تاخذ الباك حتى بس 17 تخرج للفاك تتنيك على سعدك ويقول لك انا بلاستي مش في بلاستيك ماهيش في في بوباله الزبي خاطرك ما عندك حتى فورماسيون وانت اصلا توا فما عندنا لي مويان باش تتفرما وحدك الزبي انا توس لي مويان باش تحل زب ورم جوجل ما ديسيبلين ما هي مش انت ما تمشيش تعمل تحب كل شيء تونسي شنو اش عملت لي الدوله اش هذا باش تعمل لك واش قريتوني باش نعمل والخدمه اش عمل اش عمل لي هو عارفك شنو اش عمل لك الزبي يخدم فيك تخدم وتسكر نايك الزب بالضبط. تحب تتزبر وما تخدمش الثمانيه وما تخدمش السته اخرج نايك حل وحدك واعمل اللي تحب عليه اما مش الزبي في رزق العباد تو كيما ذوما تو اللي فهمي اسمع يعطيونا فلوس ما يتشرطوش علينا واحنا يا خويا ما تطلبش فلوس من العباد وبيع حتى اللبلابي بمليون الزبي التونسي راهو غلط في زب ورم روحه ياسر الكل ها من البروفيت للعباد للخدام الموظفين للزبي وكرست انا صلي على النبي ما يسالش كلامك صحيح ولا محل انتوكا 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 اسمعني اش احكيو للزبي هذايا على باك وعلى الزبي راهو برجو اقرا وباللي باش تقرا وراو ذراعك عليه برا حل زب ورم جوجل تقرا احنا في سبيري قرينا بجوجل باي خمسة ملايين في العام في الجيجي البروف تقول اسمع راهي هذه ما خدمتليش يقول لك برا لوش ملا اونكادرومون ملا اكومبانيمون وقلت لهم هذا في وجوهم يعرفوه الزبي مش حاجه مانيش الزبي ثوري لا ثوري لحد الان راف العبيد خارجه للشارع ليث ولا شيء ولا كلامك صحيح ما انا ما نقوله جوست في ذي الكل الاولاد ما تستنيو شيء من حتى حد هذه نصيحتنا الكل بالحق انا واحد من الناس
لي زوبورتونيتي اللي حليتهم لي مخك عجه لي كونتاكت والخدم اكثر من الكريت وحيت الكل. هو لما حاله اخترت قراي معفط انا واحد من الناس اخترت قراي كالزبي مش معاه يمكن مش مثلا مثلا مليلي عملت كو كونسترويت عملت رودي انا عم نشوف كنصور هاو دام يعرف تعطيني كراسه نقعد نصور نخنتب ويومنا هذا ندم اللي ما شديتش وقعت نصور راني الاستراتور يضرب يسرع وكلهم زبرون بروف التشكيله يا نعزكم لا غالب لا غالب ما نسبوش مثل العباد تياس بالله تمشي نايك المهم المهم نعطيك اكزامبل في الفاك في الفاك 3 دي قررنا بروف ما دون ذكر الاسامي ظل يطردوه بور كومبيتونس شو اسمه طردوه بور كومبيتونس هكا ولا طردوه بور كومبيتونس شو اسمه بلا لا لا ايزي 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 اختان 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 حاسيل دونك ملي بدا يقري فينا هو ملي بدينا العام 3 دي باش تعمل وجه هكا ولا ملي بدينا العام راح نعملوا في خشم كملنا ما كملناش حتى وجه لا لا عين لا تعمل خشم هكا من باخ من باوجه خشم اي با دوفوار عديناه الناس كل قاو تيتو وقت الصباح شدوا الوليده وتيتو تبعوا عليه في معناها القرايه كل كسر في زبوبنا دونك بالحق الوليد كان قرايتك تعرف روحك مش باش زيد تقرا خمس سنين وشلي خذ ليسونس بعد ما تاخذ شيء لا 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 الدبلوم يعاونك باش تتحرك راهو البر عندك حل يا تتعلم باش تتحرك تبدا كومبيتون تتحرك يا اخي لا لا كومبيتون دي تيست تو حتى اللي سجل كومبيتون دي تيست بون تصرف وقتها باش تطلع اذا العباد اللي تحب اللي قالت لك اي اعمل حتى تربيه الحلزون اما اكون قحبون في تربيه الحلزون يا الناس الكل اقرا حتى لوح ليه ما الناس الكل كي تولي تتشرع على تشمر على ذراعاتها يا خويا انا مثلا الدومين انفورماتيك كان تعبت فيه وكل ويعني كان ربي كيف نجحت بعد فهمت روحي اللي ليه طيب زبرهم وديبلوم مشيت الحاجة اللي نحبها ادخلوا للكلوبات خالطوا لعبات ادخلوا للحاجات للاكتيفيتي الاخرين ابار القراية ابار الواحد اقراوا حاجات مغرومين بهم افليه جوجل فما كل شيء راهم فما كل شيء سير زكم انترنت انت لازم عزيمتك تخليك توصل راهو في الدنيا هذه راه فما برشا كونكورونس رانا ولينا برشا برشا في الدومينات كل الطب بطاله تو هالزبي اللي الطب قبل ما يمسهمش بطاله تو البيلوت تاع بطال لي انجينير بطال يقول لي فيترينير قاعدوا شويه برك كل شيء بالواحد امشي انت بكيفاه باش تفك بلاستيك لازم تكون قحبون اذا ما توليش قحبون تسكر فمك تخدم في اداره ولا في اللي هو من 8 ل 6 وعارف كي يسطاك لك تاخذ وكان خديت مليون و هذاك مستواك وفي بالك انت زبي الشركه باش تقف عليك تقف على حد زبي الدنيا والمشكله الخدمه مسمار في حيط راهي تبخلك راك تولي تولي اي تقتلك ليه معناها تولي كاتابلازما شوك فما عبيد يمشي معاهم المصاري اي فما فما اي فما صح عليهم ديما نقول صح عليهم العباد اللي بداو فرحان يقول لك يقول لك انا جوبانيك الخدمه راه تخلص هذه هنا نترقى جوي باهي جو سوي بيان محلاه يبدا الشيخ ديما نقول صح عليكم هذوكم صح عليكم تبيع راهي تبيع بالضبط بالضبط هي تبيع فما عبيد تحب وحده فما عبيد تحب شكون معناها فما كادر ليه معناها فما كادر منظم يحب الامان الامان ما يحبش يخدم عنده الحق عنده الحق بذب بذب حقه بذب حقه هذاك مش كل شغل ولد قحبه ومنردو بروجي وستارت اب نيشن شباب يظل لا يصبر لايف من اللي بدينا نطو ميرسي بوكو اوكي لا لا يزبل طحين جاكي نحكيو على نص ساعه رانا اي 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 نحكيو على نص ساعه اللي قلت لك والله بالحق والله بالحق انا بيلت حسيتك بيلت حسيتك. انا مت انا طيحت 3 كيلو شباب بالحق ديزولي اتفق الجماعه انه ما نقراهش معناتها كان قال لي رجع اقراها راني فايت مش ما تقراهاش باش تقراها من المره المره الجايه الجمعه الجايه عندنا في نهار جاكي الجمعه الجايه سيور ان شاء الله ان توكا سامحونا شباب لايف يظهر لي اصبر لايف من اللي بدينا طيحنا الركورات هي سكرنا 2100 اليوم معناتها بضحك ولعب ومازلنا في 2100 ميرسي بوكو على الشباب الكل ميرسي جهاد بلا جوز بوغ لانكدوت العباد دونيتي كل باغوري جهاد في الاخر ما خيناهمش على خاطر ميرسي بوكو على كل شيء ميرسي على الدونيشن ليث كلمه بلا برجوليه دق عليها صاحبي ملا لايف يا زبي ملا ليث ملا ليث يا زبي والله معناتها تحسوا ماهوش انفيتي لجلوش ولد الدار ولد الدار اي 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 والله قبل ما نطلع قال لي اليوم يا باش نعملوا لايف زبور مانيش انا هو دائما باش نعملوا لايف زبور باش نعملوا لايف كي زب زب زبي خاطر العباد تعدي والوقت ماهوش مويت بالضبط اخي شرفتوني الاولاد وي ميرسي 2100 والله ميرسي العباد اللي تبع هالزبي ما فهمتش كيف ما زبي يجيب فيوز اكثر من عباد عندها سير تخدم والله هالزبي والله الكاليتي صح والله هالزبي ريت كيفاش وليت تقول كلامي ريت كيفاش تقول كلامي يا مناي ربي انا باش ندخل توا في كلمه الختام جماعه تبارك الكل ربي معاكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تنجحوا الكل ربي معاكم بجاه ربي لا ما تبداوش لي كلها في يوم عاد وتفرجوا في لايف جد دوفوار سهل ما تدخلش في ترين اخدم على روحك ما يسالش ربي معاكم
معكم الناس الكل. شدها عبد السلام, شدها شدها عبد السلام يا حلاوة. تفضل سيدي كلمة الختام. خليك لخيرني بر. كما قلت همين يا جماعة اللي تعدي, يا جماعة اللي تحضر, يا جماعة اللي عندها خدمة, يا جماعة اللي عندها بروجيات, ميرسي العباد اللي دوناتات جهادي. نعم بوزينك بارك الله فيك. انتم راكم الكل, انتم السبونسور نتاعنا, وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى وديما منورينا. وكيفاش هي الجينجول نتاعنا جديد مع موجات البلال تنسى البشل. يلا تفضل سي لايف كمل لنا اللايف. انا بالنسبه لي انا باش نكون اكثر كونستركتيف. اي زكم عندكم اي زكم مساحه تابع الاورينتاسيون القرايه رزبي ابعثوا لنمي فيتنيك. لا لا تونا نجاوب, تعملوا لها لايف سبيسيال ولا ولا تنجاوب عندي انا في تروبو تنعملوا بين لازم زبي نحكي تعاركوا عليه امبارح اللي يجيب لي اكثر باكويت كامل اكيد اكيد. امنوا برواحكم, خذوا الوقت الكافي باش تعرفوا انتم شنو تحبوا تعملوا, خاطر تو في العمر هذا صعيب ياسر باش تعرف روحك شنو تحب. جرب وخلي روحك الوقت باش تجرب. تو مازلت نجم تجرب, عايش في داركم ماكل شارب وساكن يا زبي, مازال عندك الوقت باش تجرب. نهار تكبر تولي في عمر لوجاي تولي تحشيلك ما عادش عارف بها وين تشب والزلقه فرقه وقتها تنحكي. اما تو مازلتوا صغار جربوا وما تحشمش من عندنا الشريف راهو عندنا الشريف. انا معالي حب يعمل دانس اما تولي دانسور قحبون, تحب تعمل دهينة اما تولي دهان ولد قحبة, تحب تولي معينة منزلية اما معينة منزلية بنت قحبة, تحبوا توليوا اي خدمة في حياتكم تنجم التكسيلي فيها في تونس ولا البرة بيان سور. اهم حاجة اللغات الزبي, اللغات الولاد اللغات برجو لي رانا ما نيش نتقوح. اما اللي متحكيش فرنسي متحكيش انجلي راك مت الزبي. Speaking is very well. احكي الانجلي واحكي الفرنسي وكان فما لغه اخرى. اما راهو العربي والدارجه وذا وزعم قحبك انت تنجم تكون قحبون ياسر في الدومين تاعك تعرفش تحكي راهو نيكومو ما عندك وين توصل. بالضبط ميرسي بوكو. وتحيه بالليل للشريف اللي تفرجوا فينا ديما ننساهم. تحيه العباد معرسه واللي بطلقه واللي بصغاره وكل كل كل تحيه للكوميونتي تاعنا. تحيه للزطاله خاطر يتكيفوا قدامنا. تحيه البوبس المسكينه وحدها من لا شيء. بربي تحيه البوبس. اني واي دونك شباب انا ولوش في تروفو لو جاي غدو عندي لايف وده ماكس حتى ناخذوا عندي لايف عصبة لو جاي شباب تفضلك عندي لايف. لايف على روحي حتى انا لايف لايف سبت الزب عليه الزب انت قاعد في لايف على روحي الناس تشوف فيك تلسم خرامهم تلسن واني فن في روحي بسم كنت روحي غسن توا اللعبه بالبلاصه كل خدم ياخذ خلاصه ومشي ناس منفوخه فشيت اما من بعد لشيت اما تهنى حتى ليه عندي هرمون نشيط ماني وجاي خبيت باش نوصل نخرج فيلينغ ونكتب فوق البيت وهاني التوا في البيت وهاني التوا في البيت تتبدل الفيجن تتبدل مع الظروف محطوطين في سجن ما تصبر فينا الحروف برشا تحنا يستنوا وقت الشدة معروف خاطر ناس هذيا مرضى ما يشوفوش بالمعروف راب نولي جاروف من عشيق الغروب ناكل اي حاجه تعرضني في مسار الدروب تحب نشوف ما انميز في ضحايا الحروب تحب نشوف ما انميز في ضحايا الحروب شي وقت يجري بلف زايله باقي نجري حتى في غرغور القايله وقت الشده تولي تشوف الناس مايله كتحل معاك تولي ريقتهم شايله بستر نعدي في نهاري بالقدره نتحرك شكون يطفي لي ناري نبربش في العدي نحاول نبدل اسفاري نبني في بلاد في راسي عايز سفاري شيت ماني غلطت وصلحت تخترت وصلحت تظلمت وسامحت شيت حتى ملوني بلحت مش مستني باش تبقاري حتى من روحي تملحت حبوني نستنى كان الحال صدف حبوني نتبنى ونبقى عايش عالصدف خاذيتي نتبنى خاطر عايش بالشرف تونس لي في بالك جنة كانت تشخر زادت بف عطيت قلب ردوهولي رماد نعاني في امراض وموسيقى رماد عصابي تحرقت من كثر ما حرقت ديميات احاسيسي بردت فك ما يهمش تي بتبعتي فاد اخي بحساس كي تلقى اللي حاجتك فيه وسط ناس ما تعرفهمش ما تلقاش في اقرب الناس كان فازتك اصحاح ما يخيبش الباس كان بازتك اصحاح ما يتيحش الساس مخي تعب وليت نخدم كان بالمانويل نتعب في الحال واكتيابي انويل باللي حبالي طوالوا ولوا كيما التوريفيل خذوا الدنيا حاجتي كان براحة البال ها عطيت قلب ردوهولي رماد نعاني في امراض وموسيقى رماد عصابي تحرقت من كثر ما حرقت ديميات احاسيسي بردت فك ما يهمش كي بتبعتي فات اخي بحساس كي تلقى اللي حاجتك بيه وسط ناس ما تعرفهمش ما تلقاش في اقرب بالناس Yeah, we keep bringing vibes to the game. الحماس سيري in the building.
Scorpion. Yeah, late kid, big dreams. Najd, let's go. Yeah. I miss the vibe. It's night without dark. Yeah. Let me tell you some feelings. What good is day without light? Just light. Yeah. Yeah, متوحش تكويرة لما في زنق درجة دي قعدت لي تصويرة فيها في الأيام التشرينيكم كان عالبي في شوينيكم كونتوا لجنة شكاية كان الرب شكينيكم عشت معانا سنكيرة منظومة محتكرة ما بديت نقدم خطوة كان كعرف تروحي نكيرة يكون كومي أكيرة خارج خانت في القوية وندمر مدينتي بيدي ونتربع في عرش سمية كعتتهم من عقاراتي داروا يحبولي على كرية ظلمت طلبت بحقي حطوني في محط بلاية خاطر يعرفوني ساكن قلبي دي صافي نحب الغم قالوني داكن ضوي ديما طافي من اللي صغير بابوش دي ساكن نتربس كان بأهدافي متوتيني شيش ليك I'd rather نكعب حافي yeah I'd rather نكعب حافي yeah 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 عمري ما كنت أحسن صاحب عند أحسن أصحابي من تحت الشمس روحي ساحب عايش تحت أصحابي نصفية ولا تتحاسب ترى تنتحابي نصفية ولا تتمجد ترى تنتعادي ما عادش فاهم يا أخي على خرابي نعاونهم في روحي نتوى هم زعما مني ولا منهم I'm losing my mind ووراقي طير هالواين داخل هالدرجة متلاشي ولا I'm just too kind or I'm too blind ملهاني استميت بس نبقى المنع في روحي لين يقولوا كحلميت وقت اللي قصفولي عشي بجنحهمي احتميت ملهاني استميت هاني استميت جيت مركي في التاريخ ما عنديش مع النسوخ مخي حبي شيخ كابر مدجي الفروخ بالهدوء انشيخ واللي داير بيربوخ تعيش حياتي يدوخ يتروح لمك مفسوخ Don't follow me, I'm lost ما جبتش فيها نصوح كان على روحي نصيح ويحرك فيها الوضوح مجتمع في بوست ويقوي فيها الطموح والمتفرج فارس سما زي لجموح يعني لا مطلوب تساند زيادة ما جيتش نعاند I just wanna do me, I just wanna find peace ضيعت قطعة من البازر حبوني عليها نتنازل موزيكا خلتني عايش I just found that peace